السلام عليكم الإخوة. أخ مصطفى، وعليكم السلام. أخ عمار جريو، وعليكم السلام. الأخ عبد الحليم، عبد الحليم موشن، مهم اني فتحت لكم الباب نتاع المشاركه. ماذا بيا على جال باش نتحدثوا مع بعض. اذا كان في اخوه يحبوا يشاركوا معنا، مرحبا بكم. تحدثوا على الوضع في الجزائر، كيفاش راكم تشوفوا انتم في الوضع في الجزائر، واش هو المطلوب منا كجزائريين كلنا، الناس اللي راهم في الطبقة السياسية، الإعلاميين، المثقفين، شعب بصفة عامة، واش هو المطلوب؟ وعليكم السلام الأخ عيسى، أخ أمين، أخ مصطفى أبو رحلة، أخ حميدات أبو علام، سيد أحمد، طاهر، حميد، سمير، مرحبا بكم جميعا. حميدة أبو بكر، صادق أمين، وعليكم السلام، مرحبا بك الأخ صادق. أخ محمد شباح، طاهر صادق، أحمد أبو صباح، حسين، سيد أحمد، صدام، ناس سطيف، صادق، أخ حسين بن عليا، الأخ ماسيل، رابح، أخ حسين، زهير، أخ الطاهر، أصبر تشوف ترى، شوفوا ترى الأخ مصطفى أبو رحلة، أصبر نشوفوا ترى الإخوة بالك يحبوا يشاركوا. نبدأ بهذا الأخ بلال، نبدأ بالأخ بلال ومن بعد نجي لك بالواحد. المهم السؤال بسيط، كيفاش راكم تشوفوا في الوضع في الجزائر، وش هو المطلوب منا كجزائريين؟ بإمكان كل الإخوة يجي ويشاركوا معنا في هذا النقاش. ماذا بينا الإخوة والأخوات اللي راكم تتبعوا فينا، تكون تعليقات نتاعكم في المستوى. راه كاين عائلات راه تتبع فينا، كاين ناس سياسيين، كاين إعلاميين راهم يتبعوا فينا. ماذا بكم على جال باش تحافظوا على هذا الجو الأخوي، يتكلم الواحد بكلام يعني يكون في المستوى. الأخ بلال راني ننتظر فيك، راني أضفتك، أتمنى هو أنه يكون الخط عندك خط مليح. انقطاع فاشل الأخ، المهم ربما يكون الخلل من عندكم. الأخ بلال إذا راني دخلتك للأسف الشديد ما مشاش الخط عندك. نمر للأخ كريمو، الأخ كريمو الخط عندك يبدو وأنه في الكونفيغوراسيون تاعك تاع الهاتف. رول الأخ سعيد سويداني، هذا نفس الشيء الأخ سعيد. نمر للأخ الآخر أخ وهاب، هذا شوفوا ترى مع الأخ وهاب. المهم الإخوة كي نكون في التعليق ما نقدرش نقرأ التعليقات تاعكم. ننتظروا الأخ هذا اللي يرمز للاسم نتاعه أبو وهاب، ماذا بنا نجيب باش تكون لاكونيكسيون نتاعه مليحة. الإخوة للأسف الشديد ما قدرتش تدخل الأخ وهاب، حاول مرة واحدة أخرى. نمر للأخ هذا أحمد ضيف الله،
شوفوا ترى نجربوا مع الأخ هذا أحمد، بالك لعله تفوت المكالمة نتاعو. إذن الإخوة والأخوات، الموضوع هو حول الوضع في الجزائر، النقاش مفتوح للجميع، بإمكان أي واحد من الإخوة والأخوات مهما كانت الخلفية نتاعو وأنه يجي. المهم بالنسبة لنا احنا هو جزائري يجي يتحدث في الموضوع، ما تركزوش على الشكل نتاعي، باهي مانيش باهي، ما تركزوش على الهيئة نتاعي، ركزوا على المحتوى. تفضل، مرحبا بك الأخ الكريم. أخ أحمد ضيف الله، مرحبا بك. للأسف الشديد خرج خونا أحمد، ربما راه عنده مشكلة في الخط تاعو. نمرو ترى للأخ هذا، أصبر ترى ندخلو معنا الأخ صادق، بالك العود يكون الخط تاعو هو مليح، راهو في بريطانيا. السلام ألو، عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك يا أستاذ. وش راك نور الدين؟ لاباس؟ والله غلا، بس الحمد لله. واش راك انت غايبة غايبة كبيرة يا لاباس أستاذ، يا زمان يا أخوي، عندك كم سنة الآن؟ التقينا واش في راك؟ لندن. اه لاباس، واش راك صحة؟ لاباس الله يبارك فيك، ترك خير، صحتك واش راهم لاباس؟ الإخوة في لندن؟ لاباس ما بهمش الحمد لله، واش وترك راك مليح، روحت صحتك لاباس؟ للبلاد؟ روحت للبلاد؟ قريب إن شاء الله في نهاية السنة هذه، طبعا مازالوا أسابيع على نهاية السنة، في نهاية هذا الشهر آه إن إن شاء شاء الله الله نمشي إن للبلد شاء الله. أخرى. وش راك، وش راك في صحتك؟ لباس الحمد لله الله يبارك فيك، أنت راك بخير، صحتك لاباس والله لاباس، الحمد لله، ربي يبارك فيك. الأخ صادق الحمد لله. أمين، وش تشوف أنت الوضع في البلاد؟ كيفاش راك تشوف فيه؟ وش هو المطلوب من الجزائريين بصفة عامة، مثقفين، سياسيين، إعلاميين؟ وش راك تشوف أنت يا الله؟ صحيح، يعني موضوع مهم جدا، خاصة لما نشوف يعني الكثير من أو بعض من الجزائريين، يعني احنا نطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يهديهم، لأن الجزائر يعني بكل صراحة تعيش مرحلة حساسة في تاريخها، ومن المفروض يعني كل واحد يتحلى بروح المسؤولية ويبين الوطنية تاعو ويبين الرجولة تاعو، لأن احنا نعرفه، احنا عندنا في الشرق نقولوا الرجال يبانوا في وقت المحنة، في وقت الشدة، فما يبانوا صحيح رجال. فالجزائر اليوم تحتاج، لا تحتاج مساعدة، ولكن تحتاج إلى وقفة من أبنائها المخلصين. نعم، فالبعض للأسف الشديد يعني راهم يأخذوا بعض الأحداث اللي توقع، بعض الأحداث عرضية توقع، وقعت أنا كان لي فرصة أني شاركت في إحدى القنوات، وإن كان يعني تناقشنا في موضوع الفيضانات. الفيضانات سبحان الله يعني حاولوا أن يلطخوا سمعة الدولة، لأن هناك فيضانات في البلد، وإحنا شفنا فيضانات في أمريكا، وشفنا الشيء اللي يوقع في فرنسا وفي عدة بلدان. يعني نكونوا موضوعيين شوية، ونحاول أن ننظر دائما إلى النصف المملوء من الكأس، ولا نركز فقط على النصف الفارغة. ولذلك يعني أنا فعلا ثمن مجهودك سينور الدين في هذا الباب، يعني وانت بديته منذ زمان، قضية المصالحة وقضية الجمع بين الجزائريين، وقضية ضرورة نسيان الأحقاد وضرورة طي صفحة الماضي، لا نمزقها ولكن نطويها، لأن المرحلة تستدعي من كل الجزائريين أنهم يقفوا وقفة رجل واحد. ما توقفوش مع شخص أو مع جهة، وقفوا مع البلد، مع بلد اسمه الجزائر، بلد ضحاه من أجل الشهداء، بلد رجال كانت لا تملك شيئا مقارنة بما نملك نحن اليوم، لا يملكون شيئا، ولكنهم دفعوا ذلك، ودفعوا و يعني دفعوا بأنفسهم بأغلى ما يملكون، ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل استرجاع السيادة الوطنية لهذا البلد للجزائر. واليوم يعني الناس تكثرت كثير، ركزت كثير على الانتقادات بعضها البعض، ركزت كثير على الخلافات الشخصية والخلافات البينية، وفي بعض الأحيان حتى الخلافات الإيديولوجية. ولذلك يعني ما يجري في البلد هي محاولات،
يعني نلاحظوا بأن مثلا أحزاب الائتلاف الحاكم أو التحالف الرئاسي يحاولوا يبلوروا يعني موقف من قضية الرئاسيات القادمة وبما يسمى بندوة الوفاق الوطني. الإخوة في حركة حماس أيضا طرحوا مبادرة ويعتقدوا بأن التوافق الوطني أيضا ضروري. أنا أعتقد أيضا يعني بدون ذكر الخلفيات وبدون اتهام هذا، نحن نعلم بأن هذا النظام فاسد، لا أحد يختلف، حتى أبناء هذا النظام وركائز هذا النظام يعلنونها جهار النهار ويقولون بأن هذا النظام وصل إلى مرحلة شيخوخة. اللي يهمنا أننا نعرف بأننا ننتمي إلى دولة في العالم الثالث، يعني العالم الثالث ليس بالإمكانيات ولكن بتفكيرنا. هنا تفكيرنا راه متخلف كثير للأسف الشديد صراحة، لأن ما راناش ذلك الشعب الذي يعني يدافع عن حقوقه بطرق حضارية، ذلك الشعب الذي دائما يطالب ويقف في المصلحة، في صف المصلحة العامة. للأسف الكثير منا يتخندق فقط في عندما تكون مصلحته الخاصة وننسى المصلحة العامة. ولذلك أرى بأن المبادرات الموجودة يجب أن تثمن، وفي نفس الوقت أن تدعم وتدعم بأفكار جديدة. أنا أتمنى من كل الناشطين من كل السياسيين أن يدلوا بدلوهم ولا يبقوا على الهامش، فقط يبقوا ينتقدوا ويقولوا ما يعملوا شيء. لا، مش ما يعملوا شيء، ما دام هم عملوا مبادرات فتقدموا بمبادرات. وتفضل لله، تحب تدخل في النقاش أو الإخوة إذا كان عندهم أسئلة تفضل. المهم كاين اخوه راهم يدليو بالاراء تاعهم من خلال التعليقات، كاين اخوه ايضا في المقابله راهم ينتظروا على جال باش ندخلهم في النقاش. المهم الاخوه عندنا ليش؟ والاخوات صبروا شويه برك، دوك نتناقش شويه، ندردش شويه انا والاخ صادق امين، وان شاء الله نمرر لكم الكلمه. مرحبا بكم جميعا مهما كانت الخلفيه تاعكم، تحبوا تايدوا النظام مرحبا بكم، تأيدوا حمص مرحبا بكم، تأيدوا لفلان مرحبا بكم، الفيس تأيدوا أي واحد، المهم أي واحد راهو عنده الحق على جال باش يتحدث في هذه الصفحة نتاع المصالحة الجزائرية، شريطة الاحترام المتبادل. يعني لما يجي الإنسان يتكلم يتكلم بمسؤولية، راه كاين فيه عائلات راهم يتبعوا فينا، يتكلم الإنسان بمسؤولية، ما يقولش كلام قبيح هكذا، ما يقولش كلام طايح، ومرحبا به يدلي يختلف معانا ما فيش مشكلة. المهم احنا رانا نحوسوا على جال باش نقدموا خدمة للمجتمع، يعني بعيدا عن السلطة وبعيدا عن الأحزاب. احنا ما ننتميو لا للسلطة ولا للأحزاب، احنا رانا ننتميو للجزائر، الجزائر تجمعنا جميعا. نحاولوا إن شاء الله كل إنسان راه عنده الحق باش يتكلم، ولكن يتكلم بمسؤولية. الأخ أمين قلت لي على هذه القضية نتاع المبادرات هذه اللي راها موجودة. والله انا شخصيا يعني رايي نتاعي هذا، انا منذ يعني وقت طويل اقتنعت باللي لازم تكون فيه مبادره مستقله، وهذا الشيء اللي نعمله منذ وقت يعني طويل، ولكن للاسف الشديد ما عندناش حنا الامكانيات، رانا نتحركوا بالوسائل هذه اللي راها متاحه. في رايي انا المبادره اللي يكون عندها النجاح هي التي تشرك الشعب، هذا الشيء اللي حنا رانا نقوم به، تشرك الشعب من خلال صناعة القرار. يعني دوك انت تتكلم معايا تعطيني رأيك، نسمع لك وانت تسمع الرأي ويجي الآخر وهكذا، نسمعه لبعضنا الجزائر هذه نتاعنا كامل. أما هو أنه تستفرد مجموعة بصناعة القرار، والشعب فقط هو عبارة عن ناس تصفق وناس تزكي، أعتقد من أن القضية ما تمشيش. بالإضافة إلى أنه احنا رانا وصلنا لواحد المستوى ما عندناش الوقت على جال باش احنا نزيدو نجربو ونزيدو احنا نديرو السياسه هذه نتاع البريكولاج، والله نتاع قال الهروب الى الامام ما كانش. درك يا اما هو انه نوقفوا بالجزائر مع بعض، واما انه نروحوا للواد مع بعض، ما كانش حاجه درك نتاع قال امشي زيد جرب ترى ولا على الله بالك. درك نعم هذا النظام هذا راهو درك هو اللي يمتلك الوسائل، يمتلك الإعلام ويمتلك المال ويمتلك الجيش ويمتلك القوة ويمتلك كل شيء،
كان بإمكانه هو أنه يشارك الناس، ما الذي جعله حتى يوصل إلى هذا المستوى وين أنه بوتفليقة الآن راهو على حافة الموت؟ احنا رانا كلنا رانا رايحين نمشيو، يعني كل إنسان المريض كل إنسان صحيح، ولكن هو الآن يعني راهو في حالة يرثى لها. علاش هما قعدوا حتى لهذا الوقت والآن قال يلا نروحوا نديروا وفاق وطني ونروحوا نجيو الان اسمه؟ علاش درك منذ احنا سنوات ونحن ننادي على جال باش يكون هناك مؤتمر في الجزائر وفي الخارج؟ علاش منذ سنوات ونحن ننادي الجزائريين ونحذرهم من أن الوضع راهو ماشي للتعفن، راهو الوضع راهو ماشي يعني قادر يدي البلاد للمهالك والناس صماء، يعني حتى الى درجة انه صارت الناس كأنها تضحك، أنت شكون يسمع بيك؟ شكون أنت وشكون يعرفك؟ فهمت؟ نعم إحنا الآن درك نحن أمام وضع، والوضع هذا راهو يزيد يتعفن. هاك تشوف أنت كنت تحكي قبيل منذ قليل، صارت الناس تشوف بنو تحرق في الطريق قالها شعلت. صح لماذا؟ لماذا؟ خطر علاه لو كان جات راها دولة مبنية على الصح، راها كاينة مؤسسات مبنية على الصح، علاش تخاف انت؟ شعلت روضه في الطريق كما يقولوا هنا بالتعبير الدارجه، شعلت روضه روح طفيها وبالسلامه بالعافيه. لكن صارت الناس هي تستغل حادث كيما هكذاك، قال هي شعلت روضه، هي شعلت في البلاد، يلا زيد تركش ما زيد شعل روضه واحده اخرى من هنا. خطر عليها لحقت الناس لواحد المستوى شغل الدرجه ان صارت عندها لافوبيا، هذه فوبيا. نعم احنا الان هذاك الكلام العسلي وهذاك الكلام نتاع الديماغوجيه هذاك ما عادش يفيد. احنا الان رانا في عصر التكنولوجيا، عصر المنطق وعصر الاقناع. قنعني باللي هاو الطريق صحيح نمشي معاك. نعم صح. لو تسمح لي يعني ناخذ باش تفضل. ليك الفضل. فعلا انا معاك فيما تفضلت به، وفي نفس الوقت راني نقرا شويه الاخوه في بعض تعليقاتهم. شوفوا يا اخوان، بامكاننا باش كما قلنا في البدايه نحملوا المسؤوليه لهذا النظام، نحملوا المسؤوليه، ولكن لما نحملوا المسؤوليه ما راحش نوجدوا الحل. الحل يكمن في كل جزائري يتحمل المسؤولية، بالمخطئ بغير المخطئ، بالناصح بالمنصوح. أكيد كاين ناس حذرت من هذا الوضع اللي رانا فيه ومن هذا الانسداد اللي رانا فيه منذ مدة طويلة. نحن نعلم بأنه الحمد لله راهي كاين تجارب في هذا العالم، كل دول العالم اللي مرت بتجارب انقلابات عسكرية والتفوا حول إرادة الشعب ووصلوا إلى طريق مسدود. وكل الدول اللي مرت بالتجربة اللي مرينا بها نحن راحوا إلى مرحلة وفاق وطني. لازم ننتهي على طاولة الحوار بين أبناء الوطن الواحد. فلذلك يجب كسياسيين كإعلاميين يجب أن نثمن كل مبادرة تدعو إلى الحوار بين الجزائريين. هذا الحوار ليس الحوار من أجل الحوار، ولكن نتمنى أن يكون الحوار من أجل مخرج، من أجل إيجاد حل دائم للمعضلة التي أصبحت تعاني منها البلاد. فالحوار هذه المرة ليس كسابقيه، ليس من أجل الديكور، ليس من أجل يعني وضع روتوشات فقط وإبقاء الحال على ما هو عليه. لا، هذه المرة من أجل بناء جمهورية جزائرية ثانية. لازم هذا النظام يجب أن ينتهي ونروح إلى نظام آخر. مش معناه كي نقول هذا النظام ينتهي معناه الذين يعملون في هذا النظام سوف يعلقون على المشانق. لا، لا مكان للانتقام بين الجزائريين. يجب أن نتطلع إلى المستقبل. التطلع إلى المستقبل يأتي عن طريق وفاق وطني. وهنا أنا لا أدعم ما طرحته أحزاب الموالاة، ولكن هذه رؤيتي منذ زمان. نعم. وربما أنت الأخ نور الدين أيضا كانت رؤيتك منذ زمان وتتكلم عن المصالحة الوطنية، والدليل على ذلك قناتك في اليوتيوب تسمى المصالحة الوطنية، وهذا كان نعم. مطلب الكثير من الجزائريين. الآن يجب
أن نتوقف عن جلد الذات، لازم نتوقف على العتاب، نروح اصبرني برك الاخ امين، كاين اخوه المهم اللي راكم ديروا في التعليقات، ما نقدرش درك انا الاخ راه هو يدير في مداخله، يعني الان راكم شفتوا باللي راني قطعته، ما نقدرش درك هو انه الاخ راهو يتكلم وانا نجاوب على التعليقات، يعني مش منطقي. بالتالي درك انا ما نقدرش نقرا التعليقات نتاعكم كامل، راني نسمع له وفي نفس الوقت راني مره على مره نشوف التعليقات. فيه واحد من الاخ قال لك تفضل باللي سيدي. طلع 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 هذا امير ديزاد، ما عنديش اشكال، انا يحب يجي يتكلم مرحبا به، مرحبا بكل الجزائريين. يجي انيس رحماني نطلعه، يجي امير ديزاد نطلعه، يجي العيايده نطلعه، يجي علي بالحاج نطلعه، يجي توفيق نطلعه، ما عنديش اشكال. انا راني قلت باللي الصفحه هذه نتاع المصالحه الجزائريه نتاع الجزائريين كلنا شريطته هو ان الانسان يلتزم بالموضوع. احنا الان رانا نتحدثوا على الوضع في الجزائر، ويجي هو يدلي بمداخلة في إطار من الاحترام المتبادل. راه كاين عائلات راه تسمع فينا، لما يتكلم الإنسان يتكلم بمسؤولية ومرحبا به. تفضل الأخ أمين. ليك الفضل. فعلا يعني إذا كان الأخ نور الدين تتفضل باش ترد على الإخوة، يعني لا تفضل لا ما لا، فيش ما فيش مشكلة، مشكلة. تفضل كمل التعليق تاعك وإن شاء الله بعد مرة بالتعليق. نعم، فلذلك أعتقد يعني أنه حان الوقت، حان الوقت أن نضع أرجلنا على الأرض وأن يعني ننظر إلى المستقبل. المستقبل هذا نبنيه بأيدينا جميعا. إذا كان يعني أخطاء تاريخية وقعت أو أخطاء وقعت في الماضي في حق البلد، كاين تاريخ سوف يحكم وسوف ينصف كل من ظلم في هذه البلاد. أما أن تتوقف عجلة التنمية ويتوقف التاريخ في 92 أو في مرحلة أو في 99 أو في 2019، الجزائر ضحى من أجلها الرجال ويجب أن تستمر. لا مجال لنا إلا أن نحافظ على المكتسبات الموجودة، سواء مكتسبات الاستقلال، ونحن نعلم لأن الكثير من الجزائريين خاصة يعني أبناء الاستقلال يقول لك جابوا لنا الاستقلال، أي كثر خير الرجال أول نوفمبر جابوا لنا الاستقلال، وإحنا واش جبنا للأجيال القادمة؟ حنايا أيضا عندنا واجب، حنايا أيضا لازم نكونوا في مستوى رجال أول نوفمبر. رجال أول نوفمبر واش كانوا؟ كانوا الناس كما احنا بشر يصيبون نعم ويخطئون، كانوا بشر، ولكن كانت صحيح، عندهم كانت عندهم عزيمة، وكانت عندهم روح وطنية، وكان عندهم تجرد. ما كانش يقول أنا اللي عملت، ما كانش يقول أنا اللي عملت، كانوا يقولوا نحن الجزائريين، كانوا يتكلموا باسم الشعب الجزائري. ولذلك اليوم أيضا أي واحد يعني تكون عنده فكرة، تكون عنده كلمة طيبة، يدعم بها. ونتوقفوا على الناس هذو اللي يعني بكل صراحة يعني يجرمون ويعني يعتقدون أنهم هم فقط يملكون الحقيقة. لا أحد يملك الحقيقة، الحقيقة يملكها الشعب الجزائري. نتمنى إن شاء الله تكون هذه ندوة الوفاق الوطني أو أي شيء يجمع الجزائريين لتعاد الكلمة إلى الشعب، ليس من أجل إيجاد مبررات أخرى لاستمرار الوضع، ولكن من أجل إيجاد مخرج يكون الفيصل فيه هو كلمة الشعب. تفضل سيدي. نعم شكرا الأخ أمين. إذا نمر الإخوة الآخرين، إذا كان فيه إخوة يحبوا يديروا مداخلات نزيد نعاود نشوف الأخ هذا بلال. الأخ بلال نزيد نعاود نحاول مرة أخرى، نفس الشيء الأخ بلال. المهم إذا كان فيه إخوة يحبوا يجيو يديروا مداخلات فقط يطلبوا الإضافة، مثل ما قلت في وقت سابق هو أنه الأخ ولا الأخت اللي يحبوا يجيو يديروا مداخلات لازم يكونوا يتكلموا من خلال الجهاز تاع الهاتف النقال، ما يقدرش واحد هو راه يتكلم بالجهاز تاع الكمبيوتر ويقدر يدخل، ما يقدرش، يقدر يتابع ربما، يقدر يعلق ربما، ولكن ما يقدرش يدير المداخلة بالصوت وبالصورة مثل ما كان الأخ الآن الأخ أمين. أخ عقبة قلت لي واش قدمنا للأجيال القادمة
ويكفينا من أغنية جيل الثورة. يا خويا مرحبا بك الأخ عقبة، وروح وعلق. شريف، وعليكم السلام، مرحبا بك الأخ شريف، تحب تجي؟ أهلا وسهلا. نشوفوا ترى مع الأخ هذا أحمد ضيف الله، نزيدو نعاودو، راح هبط. شوفوا ترى مع الأخ هذا جغرور، هذا الأخ محمد جغرور، شوفوا ترى لعل الله يقدر يطلع. أخ شريف تحب تجي دير مداخلة؟ مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. اطلبني برك، شوف في التعليقات هي كاينه واحد البوطون هكذا نتاع الكاميرا، اضغط عليها وانتظر هو انه نفعل لك حتى ان يخرج واحد. ما نقدرش ندخلكم مع بعضكم كامل، لازم حتى ان يخرج اللي يتكلم، ومن بعد نعاود نطلعك لما يجيك الانفيتاسيون هذيك، دير اكسبتي برك ومن بعد تطلع. تفضل الاخ محمد. السلام عليكم، مساء الخير سي نور الدين. السلام ورحمه الله، مرحبا بك. تحيه ليك وتحيه لكل اللي راهم يشوفوا فينا. انا عندي مداخله صغيره. على كل حال، سمعت الاخ اللي دخل هذا. وين احنا اليوم رانا في انسداد سياسي وانسداد فكري اقتصادي على كل الاصعده. والله انا عندي مده قصيره كنت في البلاد، حتى العجوز اللي في عمرها 70 سنه واللي تحكي معها تقول لك الحاله ما تعجبش. يعني وصلنا للدرجه وين بالصغير بالكبير راهو عايش يشوف في المازق هذا ويشوف الانسداد، ولكن واحد ما هو شايف الحل. رانا كامل نتخبطوا في الازمه وكامل نتخبطوا في لا حل. يبقى ما كاش الحل، كاين الحل. لا الحل، الناس راه مامنه بالحلول. عاود يعطيك الصحه، الحلول موجوده. الحلول صحيت، انا نوافقك في هذه، لكن الحلول راهي موجوده على المستوى النظري، ولكن على المستوى إيه؟ على مستوى الوعي. والله احنا رانا شفنا في اليامات هذو في فرنسا، وانت راك مقيم في فرنسا، شفنا في الفكره نتاع لي جيلي جون ادت بنتيجه. درك هذه النتيجه عندها في الواقع كما يقول لك جانب تاع تطبيق والله. لا يبقى انه خرج رئيس وقدم لهم، شفناها في على 8 دار خطاب، وقال راني وصلتني طلبات نتاع المجتمع، وراي وصلتني هذا الفوضى هذه اللي راهي صاريه، وهاي الاجراءات اللي اتخذتها. احنا هي المشكل اليوم، رانا كل يوم 100 حراقه ولا اكثر حاكمين البابور وماشيين، النص نتاعهم راهم يموت وراهم يجيبوا فيهم في الصناديق، والنص الاخر الجهات الاوروبيه ولات ما تنشر عليهم ولا تفاصيل. يبقى يا اما الشعب يتخذ المبادره نتاع كما قلت انت، يا الفكره عجبتني يعني كمواطن جزائري، انه نتحدوا حول شخصية سياسية نزيهة، نتحدوا حول شخصية سياسية نزيهة. لكن أنا نشوف باللي الوعي السياسي عنا مازال ما وصلش لدرجة أنه نتحدوا على شخصية سياسية تكون يعني عندها تحظى بالإجماع. الجانب النقطة الثانية اللي حبيت أنا نقولها، يا أخي إذا كان واحد ما شايف باللي كاين حل وكاين، نروحوا للاضراب الشامل والعام كطريقه للتعبير على 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 الوضع هذا البائس اللي رانا فيه. روح للاضراب الشامل. انت الاخ محمد هاك تسمى كيما نقولوا متناقض مع الكلام تاعك. من جهه تقول ما كانش وعي سياسي، من جهه تقول ما كانش وعي سياسي، ومن جهه تقول انت نروحوا للاضراب شامل. لا قلت لك باللي على بالك شراك تقول ولا ما على بالكش؟ قلت لك اذا كان فيه وعي سياسي نمشيو للاضراب. اذا كان فيه هاو الشرط وين راه؟ نقول لك الاخ محمد، شوف هذه المساله نتاع الاضراب هذه راها تجي فيما بعد، ما تروحش انت تبدا بها. ما تقدرش انت دوك تروح تنادي باضراب والناس تسمع لك، هذه تجي من بعد، تجي في مرحله واحده اخرى، نهار اللي تتحد الناس، فهمت؟ تتحد الناس حول المشروع، تتحد الناس حول الأهداف، فهمت؟ تتحد الناس حول أنا نسمع فيك نقولوا طريقة،
تبدا تمشي الناس نهار اللي تلحق الناس الى درجه نتاع مستوى من الوعي ومن الاستيعاب، وفيما بعد انت تجرب الحلول. نهار اللي ما كانش الحل ما كانش الناس يسمعوك، فيما بعد انت تقدر انت توصل لهذا المستوى نتاع الاضراب. لكن هو انك انت تروح هكذا تعلن عن اضراب، ولك تشوف تلقى واحد صفحه عنده فيها 12 مليون يعيط، قال نتلاقاو في مكان معين حول قضية معينة، يقزجوا من الناس قدامه. صحيح، صح. حزب سياسي تلقاه هاك، تشوف نعطيك كأمثلة برك، يعني أمثلة من الواقع، أنا ما نحبش من الواقع. شوف هذاك خالد بو نجمة مثلا، دار حزب سياسي ما داش مقعد في البرلمان، مقعد ما داش، واليوم وهذه الايامات راك تشوف فيه راهم يعمر في القاعات، قال واش يا منظمه ابناء الشهداء وهم عضو. لماذا؟ لانه كاين من غاز راهو يحرك، ما كانش وعي سياسي. راهو كيفاش انت السيد هذا شعبيا نتاعو في الانتخابات عندها منبا واسمه في عام، فهمت؟ ما كان والو، ما اداش حتى منصب في البرلمان، حتى عشا يدير في اضراب هو وتواتي والجماعه هذوك، ومن بعد دركا يلا صارت عنده شعبيه وصارت القاعات معمره وكذا. تشوف فيهم احزاب، يعني انت دوك شوف شيء لكن في الواقع شيء واحد اخر. صح، بالفعل. فهمت؟ احنا دوك احنا الشيء اللي مطالبين به هو الوعي. الوعي لما يصير فيه وعي عام، كونوا الجزائريين كنا رانا متخاويين يا خويا، نختلفوا ما كان حتى مشكله، ربي خلقنا مختلفين، ما كانش مشكله في الاختلاف، لكن هو انه يكون الاختلاف هذا في اطار من الاحترام المتبادل. انت دوك راه عندك رؤيه، عندك فكره، عندك هكذا يعني تحليل للواقع يختلف عن التحليل تاعي، انت عندك الفكره نتاعك وانا عندي الفكره نتاعي، ويكون هناك كما نقولوا صراع نتاع افكار. فهمت؟ نحترم بعضنا في إطار من الاحترام المتبادل، ونمشي واحدة واحدة. تفضل الأخ محمد. هذا وش حبيت نقول لك. احنا رانا متفقين في الفكرة، وإن كان الطرح مختلف. أنا راني نقول لك صح، يبقى الحل نتاع الإضراب يطلب شرط نتاعه أنه يكون أدنى مستوى من الوعي. لازم يكون أدنى مستوى من الوعي. وإلى اليوم تشوف باللي صح بالفعل، واش راك تحضر أنت كلامك صحيح، لأنه الوعي هذا راه ما كانش. أنا أدنى شيء تبقى منطقة القبائل، يعني من بكري وعندها الخاصية هذه، الخاصية نتاع أنا شفتهم البارح ولا اليوم، داروا مسيرة على جال بعض الصحفيين اللي رم في الحبس. مازال عندهم وعي لا بأس به، عندهم تنظيم، عندهم فكرة، عندهم طريقة في التظاهر، في التعبير عن الرأي. احنا الواحد ولا كي يشوف هكذاك تولي عندك واحد الحالة نتاع ما تفهمش هذا الحالة راهي مخروبة في الجامعه، في الجامعه اللي كنا نظنها هي الامل، ولات الجامعه راهي ولات اكثر من حزب سياسي نتاع من الاحزاب الوهميه هذه اللي راهي موجوده. النقطه الثانيه اللي حبيت انا نطرحها لك هي يمكن اعتبارها سؤال، نخليك نختم بها. علاش هذ المعارضين، انا يعني نتابعك نتايا، نتابع الاستاذ العربي زيتوت، ونتابع بعض المعارضين اللي رم في أوروبا، علاش أنت والأستاذ العربي زيتوت وهذه الجماعة هذه اللي نعرفوها، يعني نشاهدوا لها بالنزاهة علاش ما تديروش تنظيم، ما تديروش جمعية، ما تلاقاوش، تحاولوا تتلاقاو وتطرحوا فكرة اللي الصدى نتاعها يجي من عندكم انتوما، يعني ما تقعدوش افراد كل واحد جاي في جهته، كل واحد يدير اللايف نتاعو من جهته. هي مليحه على كل حال، مليحه كل واحد كما راك انت، هذه مبادره رائعه، وانت انا نهار بديتها بعث لك تعليق شكرتك عليها وشجعتك عليها، مبادره رائعه تتواصل فيها مع المواطنين. لكن علاش ما تروحش دركا دير خطوه اخرى
ومستوى آخر اللي هو محاولة لم جماعة المعارضة في الخارج. أنا نقول جماعة المعارضة النزيهين، وكل واحد يفهمها كما تحب يفهمها. نجاوبك آه هذه هو آه هذه هو أحيل الكلمة شوف الخاوة شوف الفريق، الأخ تفضل. الكريم، شوف أنا أمام الناس أقسم بالله العلي العظيم على المصحف الشريف، لا لا دون يا سيدي، وأنا ما نعطيك تحلفش الأسم، نملوك. لا 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 لا، نحلف لك قدام الشعب باش الناس تعرف، أقسم بالله غير كاينين الناس تبعث له دعوة والله العظيم ما يرجع لك، فهمت؟ ما يرجعلكش، لأنه هو راهو يحسب في روحه باللي راهو صار رب من الأرباب، فهمت؟ بالتالي هو ما يهدرش معاك. كاينين الناس اللي هما راهم يستعملوا في بعض الفضاءات من أجل الضغط على النظام، على أجل باش يحصلوا على أشياء. أنا راني نشوف نقول لك هذا العمل هذا، قلتها ونزيد نعاود نكررها في كل مكان، والله لو كان لقيت ناس راهم يتكلموا، والله العظيم لو كان لقيت ناس راهم موضوعيين وراهم هما يعني يدافعوا بحق عن البلاد وراهم يحوسوا على المصلحة نتاع الشعب، أقسم بالله غير أنا نمسح لهم الصبابط، هاي والله نمسح لهم الصبابط نتوعهم. راه الناس، شوف نقول لك، لما تجرب، شوف نقول لك، الفيسبوك انت لما تكون تشوف الناس في القنوات الفضائية وتكون تشوف الناس انت في الصفحات نتاع الفيسبوك شيء، ايه لكن في المعاملة شيء واحد اخر. صحيح، صح شوف صح تحدثنا على الموضوع هذا نتاع المصالحة قبل ما يصرى هذا ما يسمى بالربيع العربي، تسجيلات ايه راها موجودة في اليوتيوب، روح اسمع رد صح العربي صح زيتوت، انا اسمع نتبعها اسمع رد نتاع العربي زيتوت على المبادرة نتاع المصالحة قبل ما يديروا هذاك اللقاء اللي داروه في اسمه في سويسرا، وحضر فيه مهري وناس اخر، تحدثنا عن الموضوع تاع المصالحة. فيما بعد خلقت مبادرات واحدة أخرى، فهمت؟ ومنها من بين تلك المبادرات هي كلها من أجل تحريف الفكرة عن المسار تاعها، فهمت؟ ايه ايه بطبيعة الحال دوك كل واحد راهو عنده مشروع، كل واحد هو داير دولة في راسه. هذا المشروع تاع المصالحة مش مربوط بشخصي أنا، فهمت؟ ايه مشروع كاين وطني. ناس راهم هما ساهموا في القضية دي تاع المصالحة، ولكن ما عطاولهاش الفلسفة، ما عطاولهاش النظرة اللي أنا جيت بها. أنا راني قلت منذ البداية نتاع النقاش هذا من أنه المصالحة نلحقوا ليها كنتيجة بعد ما يتغير النظام، بعد ما تبنى المؤسسات، بعد ما تكشف الحقيقة، ونوصلوا للمصالحة كثقافة كسلوك حضاري، وين أنه الجزائريين والجزائريات يتلموا مع بعضهم البعض. روح جيب لي واحد من هذ الناس اللي راه هو مستعد باش يتكلم مع الناس الكل. انا راني منذ البدايه وانا نقول باللي مستعد باش نحكي مع نزار كيما نحكي مع درود كال، مستعد باش نحكي مع يعني بالحاج كيما نحكي مع سعيد سعدي، نحكي مع الناس الكل في صالح نتاع البلاد، شي نحكي معاه على جال باش يعرفوني الناس والله باش يحبوني الناس، نحكي معاه من اجل المصلحه نتاع البلاد في وقت عاود ارجع، غير قبل ما تنفجر هذه الاحداث هذه نتاع ما يسمى بالربيع العربي اللي سميت انا منذ البدايه بالشهيري العربي. روح شوف التسجيلات، روح شوف المداخلات، كان منهم اللي كان يضحك على هذه المساله نتاع التوافق، كان يعتبر باللي لا حوار مع النظام، لا حوار ولا نقاش ولا كذا، احزاب عملاء كذا 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 كذا. انا منذ البدايه وانا يا هذا هو الخط نتاعي. الان اذا كان درك هذه الجماعه درك مثلا في حمص، والله هذو انتو النظام والله راهم لحقوهم لهذا القناع، انا ما يهمنيش باش نحضر، فهمت؟ انا مانيش نحوس على جال باش نحضر والله باش يعيطوا لي باش نفاوض والله كذا، انا القناعه احملها. درك اذا كان ناس مثلا نابوا عني وراحوا داروا توافق وطني، يا سيدي انا ينحيوني خلاص من الله، مانيش جزائري طول ورا المشكل، نروح هو سيدي انا نحوس على الجزائر انها تنهض، فهمت؟ صح. نحوس هو انه الجزائر تصير دولة مثل الدول الكبرى. معليش انايا اذا كان هذ الناس هذو درك هم حقوا توافق وطني وتحققت المصالحة بين الجزائريين وانا راني غالط، ما عندي حتى اشكال. اما باش تجي تقول لي نسمع، انا دوك كاين الناس اللي عندهم نوايا طيبة وربما ما يعرفوش بعض الاشياء كذا، يقول لك عليها فلان وفلان وفلان وفلان، روح جربهم، فهمت؟ روح جربهم، روح تلاقى معاهم،
روح احكي معاهم، روح تلاقي اسيدي انا خاطئ، انا من فهم السياسه، انا ما نعرف، انا كذا. هم يروحوا يتلاقاو برك، راك تشوف فيهم، شوف فيهم اللي ما مشاش معاه قال انت خائن، اللي ما مشاش معاه انت حركي، اللي ما مشاش معاه انت كذا انت كذا. انا ما رانيش نقول لكم امشيوا معايا، انا راني نقول لكم ارواحوا نتعاونوا، ارواحوا نتعاونوا مع بعضنا كامل من خلال هذا النقاش، من خلال الحوار، ونديروا يا سيدي الاكفاء، ونديروا النزهاء، ونديروا الرجال على جال باش ننهضوا بهذه البلاد. فهمت؟ درك انا قال مثلا درك فهمتك. راه مجموعه من، ما فهمت، مجموعه داخل النظام هذا لحقوا القناعه، مثلا لحقوا القناعه، قال مثلا باللي خلاص الطريق اللي راهم كانوا ماشيين فيه خاطئ، وهو الطريق الصحيح يمشيوا فيه. واش نقول انا؟ انا راني نتبع في الحق ولا راني نتبع في الاشخاص؟ دوك الا كان نتبع فهمتك. الحق، نتبع الحق، نبقى الحق. الحق هذا ماشي بالضروره هو انه قال مثلا دوك انا راهو زيطوط قال كلمه انا راني ضده، ولا قال كلمه انا معاه. انا مانيش من النوع هذاك. اسكو قال كلمه نتاع حق ولا نتاع على باطل؟ اذا قال كلمه نتاع حق راني معاه، بصح لكن اذا كان قال كلمه نتاع باطل نقول له لا لا شيخ. نفس الشيء هذه القضيه هذه نطبقها مع ناس اخرين، ماشي نروح. انا مانيش من النوع اللي انه يمشي مع واحد ضد واحد، فهمت؟ انا ضد هذا لي كلون هذه، قال جماعه نتاع زيطوط، وجماعه نتاع شوشان، وجماعه نتاع ذيك، وجماعه نتاع، ضد لي كلون انا هذه. كاينين الناس درك راهو قال مثلا واحد قاطعوه، فهمت؟ قال هذاك قاطعوه، ناس كامل ما تمشي معاه، ما تهضر معاه، ما تدور به، ما والو، فهمت؟ هذاك راهو، فهمت؟ يا ربي ربي يهدي ما خلق، فهمت؟ هذا ما نقدر نقول. هذا المكان يعطيك الصحة، يعطيك الصحة وربي يعاونك. شكرا للاخ الكريم، شوفوا ترى في نكملوا، الأمان. بالك لعل الله كشما كاين اخرين يديروا مداخلات. شوفوا ترى مع اخونا ميلود، اخ ميلود وناس بريطانيا، لعل الاخ ميلود نورمالمون تكون عندك لا كونيكسيون مليحه، الا اذا كان عندك مشكل في الهاتف نتاعك. اخ مولود من بريطانيا، اتمنى انه تقدر تدخل معنا الأخ مولود. شوفوا الإخوة والأخوات اللي مرة على مرة تطرحوا أسئلة، كاين منكم اللي ربما راهو يطرحها يعني بأخوة، يحب يعرف قال مثلا نتاع الصفحة هذه شكون اللي يدير هذه الصفحة، شكون انتوما، واش تحوسوا. أسئلة منطقية، الناس اللي ما يعرفوناش ما فيش مشكلة، ولكن كاين في المقابل ناس يطرحوها بشكل تهكمي، نتاع من أنتم وأنت شكون، هذوك ما نجاوبهمش. أما الناس اللي هما يحبوا يعرفوا، أنا راهو الاسم نتاعي مكتوب في الصفحة نور الدين خبابة، اللي ما يعرفنيش يكتب نور الدين خبابة في الجوجل وراهو يعرفني، راني نتحدث بالصوت وبالصورة. أنا مواطن مثلكم أنتم، جزائري، وجعني قلبي. الجزائر كنا معارضين للنظام في الجزائر، نهار اللي منعت من النشاط السياسي كنت مع أحمد طلب الإبراهيمي، منعت من النشاط السياسي واضطريت على جال باش نخرج للخارج. درك الآن جبنا ربي هذه الوسائل، كنت ننشط على الإنترنت قبل ما يظهروا الكثير من الناس اللي راكم أنتم الآن تعتبروهم باللي راهم شخصيات وكذا، كنت ننشط، والتسجيلات راها موجودة والمقالات راها منشورة، والنداء نتاعي بدأته على موقع نتاع اليوتيوب سنة 2008، وفتحنا نقاش وفتحنا حوار، التسجيلات راها موجودة. لكن للأسف الشديد هو أنه تعرضت كم من مرة لغلق الحسابات نتاعي، وبالتالي راحت لها الناس العناوين وكذا، ولكن مع ذلك فيه مئات وفيه آلاف الناس اللي راهم يعرفوني، بل ملايين راهم موجودين، راه الصفحة الأخيرة هذه اللي راها موجودة على اليوتيوب راه فيها أكثر من 10 ملايين زائر، راهم موجودين بالأرقام. درك حنا بعد هذاك النشاط فتحنا نقاش مفتوح كان على اليوتيوب، شارك فيه زيطوط، شارك فيه شوشان، شاركوا فيه ناس آخرين
راه موجود على الموقع نتاع اليوتيوب على هذا الموضوع تاع المصالحة الحقيقية في الجزائر. فيما بعد لما صارت هذيك الأحداث نتاع جونفي في الجزائر، وخرج سعيد سعدي وخرج معاه مقري، وخرجوا بداو يجمع هذيك تاع كل سبت يديروا مظاهرات، من بعد بدأت الناس تتفرق، كان الناس اللي ولاو يناديوا مباشرة للانتفاضة وكذا. أنا كنت منذ البداية سميت هذاك الحراك بأنه حراك مخترق، وبقيت نمشي والنادي والتسجيلات راها مازالها موجودة، حتى إذا كان الناس راهم نحاو التسجيلات نتاعهم، راه التسجيلات مخزنة عندي باش ما بلعتكم حتى واحد، التسجيلات مخزنة، المواقف نتاعكم راها موجودة. كنت أنادي للمصالحة الحقيقية بين الجزائريين، ولا زلت أنادي للمصالحة الحقيقية. فهذه الصفحة هذه راها صفحة من الصفحات اللي هي تنشر في الخطاب نتاع المصالحة، مرة على مرة نجيبوا بعض التسجيلات ولا بعض الصور، ولا كاين مرات ناس ما يفهموش يقول لك كيفاش انت من جهة راك تدعي للمصالحة، ولكن راك مرة على مرة تدير في بعض الأشياء اللي هي تسمى تثير صراعات ولا كذا. لا، نثيرها من أجل النقاش. ولما أنا نجيب تسجيل ماهوش نتاعي، أنا مانيش اللي نتكلم، أنا حاسبني على كلامي، على واش راني نقول، حاسبني على كلامي، حاسبني على المواقف نتاعي. أنا هاي المواقف نتاعي ها هي راها موثقة ومدونة، روح أقرأ كتاب نتاع المصالح الجزائرية اللي راهو صدر في سنة 2014، شوف المواقف نتاعي، يا هل ترى هي المواقف اللي راني أنا مازلني فيها الآن وإحنا نحن على أبواب 2019 ولا لا؟ لا، أرواح شوف المواقف اللي قبل هذا نتاع ما يسمى بش الربيع العربي اللي سميته أنا منذ البداية بالشهيلي العربي، شوف المواقف نتاعي، يا هل ترى هي المواقف نتاعي الآن في 2018 وعشية 2019 ولا لا؟ لا، أنا كنت أنادي بالمصالحة الجزائرية وأنا في الجزائر، والدليل في ذلك هو أنه كنت مع أحمد طالب الإبراهيمي سنة 1999 ضد بوتفليقة، وكان الخطاب نتاعو في فندق الأوراسي في سنة 1999 الجزائر للجميع، هذه اللي الآن راه من الناس يهضروا بها، هذه إحنا كنا نناديو بها ونحن في الجزائر، الآن حبوا يخطفوها على جال باش هما يحوروها على الاطار تاعها. هذا التوافق شوفوه، رانا درناه على الاذاعه نتاع وطني اللي الان راهو يحكي واسمه مقري، العنوان نتاع البرنامج راهو مسجل، والناس اللي راهم شاركوا فيه راهم موجودين مازالهم احياء. التوافق في الجزائر راهو مازال موجود. اذا وراهو كاين مرات على مره هكذا، كاين بعض الناس هكذا يقول لك احنا ما فهمناكش، لا انت راك مع السلطه ولا راك مع المعارضه. ماني مع السلطة ماني مع المعارضة، يا هل ترى الكلام تاعي هذا غامض؟ يا هل ترى كلامي غامض؟ ماني لا مع السلطة ولا مع المعارضة، مانيش معاهم في زوج، مانيش مع الأحزاب. أقصد أنا نعارض، وش نعارض؟ أنا نعارض الظلم، نعارض الحقرة، نعارض الكذب، نعارض التضليل، نروح نعارض أنا واحد راهو يدعو للحق. كيفاش دوك مثلا أنا واحد راهو هو دار تصريحات هذيك هي تدخلوا للسجن، هو راهو بطل برا، بطل كبير، من بعد لما يدخلوه للسجن راهو أصيب بمرض، وهو أصيب بجلطة، وهم داوه، وراهو خلاص راه التنفس الأخير وكذا. كمل في الرجلان تاعك، أنا ما ندافعش عليك، ندافع على واحد مظلوم، ندافع على واحد اللي راهو على الحق، ما ندافعش انا على واحد هو يستفز في الناس او يروح يحقر الناس، من بعد لما يحكموه يولي تسمى لما يكون بعيد راهو اسد وبطل المغوار، كي يحكموه يولي دجاجة. وين راه الاسم نتاعي هذا، القضية نتاع المتقاعدين هذو نتاع الجيش ولا نتاع الاسمو، وين راه؟ يا هل ترى انا راني ضد المطالب الاجتماعية المشروعة؟ يا هل ترى راني ضدها؟ لا، انا ضد الناس اللي راهم يحركوا فيهم، لانهم يتحركوا في اوقات معينه بمنهاز ولا بمهماز، راهم يتحركوا بمهماز، فهمت؟ ولكن كاين الناس في المقابل راهم يدافعوا على اسمه، كاين الناس اللي داو الحق نتاعهم وزياده، كاين الناس اللي راهم قالوها من السلطه، دوك ربما واحد يسمعها يقول لك انت
إيه أما لا تسمعك تهضر في هضرة نتاع السلطة، كلمة حق نقولها. يوم من بعد باسكو علاش هما علاش يقولوها؟ انتم كاينه امور ما على بالكمش بيها. كيفاش هذا واحد خدم عام ولا عامين 5 سنين، اي 5 سنين، ومن بعد خرج اعطاو له روتريت نتاع 30 سنه، روتريت نتاع 30 سنه. المشكله وين راه؟ المشكله في القيمه نتاع الدينار. هو راهو يدي في 2.5 جملين، القيمه نتاع الدينار ما كانش. تخيل دوك لو كان راهو يسلك بهم اورو، راه القيمه نتاع الدينار راها قال مثلا 2500 اورو، وراهو عايش بنكس 2500 اورو. المشكله هو انه القيمه نتاع الدينار ما عندهاش معنى. وين راه التناقض؟ وين راه التناقض؟ يجي واحد دوك انا قال هو راهو قطع الروس، ويجي هو يتفخر امام الناس باللي راهو قطع الروس. نمشي معاه انايا نساندو؟ ما نساندوش، ما نساندوش. ساند واحد مظلوم، واحد محقور، هضمت الحقوق نتاعو، نساو. ناس دات حوانت، ناس دات سكنات، فهمت؟ ناس دات ديلو تيران، ويجي هو يظهر لك راه ما عنده دولة حقوق الناس، محرومة من جواز السفر. أنا عندي 18 سنة ما روحتش للبلاد، جواز السفر ما عندكش. ويجي واحد يشرك فمو انت مع مراك، ما فهمناش، ما فهمتش انت. إذا كان انت ما عندكش القابلية للفهم وما عندكش استيعاب، واش راح ندير لك أنايا؟ نركب الكراس؟ هم بداو يركبوا في الروس، وقيل هم بداو يركبوا في الروس في روسيا. شوفوا روحوا بالك ركبوا روس ثم. اصبر شفت، ران نزيدو نعاودو نجربو مع الاخ مولود. مولود نزيد نجرب معك للمرة الثانية، شوف ترى لعل الله تدخل. إذا كان ما كانش نعاود نمر للإخوة آخرين. إذن الإخوة والأخوات، الموضوع نتاعنا هو حول الوضع في الجزائر، وش هو المطلوب منا كجزائريين على جال باش حنا نواجه هذه التطورات اللي راها موجودة، ولا اللي راها ربما قادرة تجي في أي لحظة. وش هو المطلوب منا كجزائريين؟ كيفاش راكم تشوفوا انتم في الوضع؟ واحد لما تحكي معاه يقول لك بلي يا ودي راه الدعوه ما تشكرش، يا ودي الحاله راه مزيره، يا ودي راه هكذا، يا ودي راه هكذا. ماذا بينا على جال باش تحدثونا وتكلمونا في هذا الموضوع؟ وش هو المطلوب منا؟ لانه لما انت تكون تتكلم برك وتشكي وقال الدعوه راه مكرفصه، والدعوه راه مرنكه، والدعوه راه هكذا، والدعوه راه هكذا، ولكن ما هو البديل؟ واش هو الشيء اللي مطلوبين؟ للأسف الشديد الأخ مولود راني حاولت على باش ندخلك، ويبدو وأنه عندك مشكلة في البارامتر نتاعك. نعاود ترى نزيد نجرب مع أخونا هذا بلال. بلال للأسف الشديد ما عندك لي بارامتر تاعك. شوف الأخ بلال لي بارامتر تاعك راهو في الطريق، لعل الله الإخوة اللي ما قدرتوش تدخلوا. الأخ السلام ضيف عليكم الله. ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. الله يسلم اخويا، واش راك شوية لاباس؟ ربي يبارك فيك الأخ. منين راك تكلم فينا الأخ ضيف الله؟ خويا انا نكلم فيكم من الجنوب الجزائري، من الجنوب الغربي تحديدا ولاية بشار. مرحبا بك يا خويا، مرحبا بالناس بشار. وكش ما جبت لنا جنوب معك تاي مهمش. ولا والو؟ أرواح مرحبا بك أخويا. يا خويا ليش توري لنا كل برك خير هكذا برك؟ اسمع، ليش تهز لنا كاس برك وقال هاك مش تاتي؟ والله كاين وش لاتاي بصح ما كاش كيفاه نوري لك، الظروف خاصة ونورمال ماك على بالك واش كاين. ما سمعت عليش، ماشي قصر وصافي معك. بليزير كي تجي، مرحبا بك أخويا. ربي يبارك فيك. وش الله راك تشوف يسلمك الاخ خويا. ما احمد؟ وش راك تشوف الوضع؟ كيفاه؟ وش هو المطلوب منك كجزائري؟ تفضل. زيد فضلك خويا، حبيت نقول لك برك انا زعما بالمناسبه اول خطره نشوفك، وكما يقول لك عجبني الحوار تاعك. سمعت ربي يبارك فيك. عجبني الحوار تاعك وطريقه تاع كما نقول احنا الطرح الاشكاليه، ماهيش مشاكل. احنا بلادنا ما فيهاش مشاكل بارابور لشي بلدان واحد اخرين. احنا بلادنا الحمد لله على بالك، وكان جات بلادنا فيها صح مسؤولين اللي كما نقولوا احنا بالمعنى الحرفي مسؤول، اقسم بالله العظيم كون راه من القوى، من القوى كما نقولوا احنا، كما الروس، كما الامريكان، كما الصين. خطر عليه احنا عندنا الثروات. انا راني في بشار،
كاينه هنايا في كاينه في تيندو في واحد البلاصه نسيت اسمها، غار جبيلات تاع الحديد، هذه شفتها نعم ماشي حكاولي. شتا خويا هذه غار جبيلات، كتجي خارج برا في الطريق، في الطريق ما تلقاش الحجر ولا تراب، تلقى الحديد خارج، الحديد مخرج ربي سبحانه، جبال في الارض ما تامنش عقلك، قاعده غير النهب والسرقه وياكلوا فيها كما نقولوا احنا اليهود وشواكر تاعهم. هذا مكان بس صاحباه يديها مواطن بسيط، سواء كان في الشمال ولا في الجنوب، نحكيك على مواطن بسيط، مش نحكيك على الطبقه هذيك كما نقولوا احنا اللي بين قوسين، هذوك الشياته ولا هذوك اللي داخلين في كما نقولوا احنا في السياسه بواحد الطريقه تاع شغل، احنا رانا مع النظام ليسونسيال، ناكلوا معاكم في تاتا وصاي، نحكيك على الطبقه الكادحه في الشعب، هذيك ما تلحقني لا انا لا انت. وكاين واحد النقطه ثانيه حبيت نتكلم عليها تاع انتايا، قلت انا عندي 18 عام ما دخلتش البلاد، خويا انا عندي 25 عام، سما انت ملي خرجت من البلاد، انا كان في عمري ما باس 6 سنين ولا 7 سنين، نعم سمعت؟ اه. سما انت خرجت، انا كنت هذاك وين في البريمار، نعم بلاد ما تشكرش خويا، انا عندي 25 عام وحاب نحرق، نكذب عليك حاب نروح على المروك، ما نكذبش ربي على يكرمها خويا، ان انا شاء اللي الله. حاب نحرق، علاه وش هو كرهنا؟ المطلوب منا؟ اجيدي ان شاء معليش الله تارك نوريك حاب على تحرق، الكرهنة. وش اسمع تارك حاب تحرق، اسمع ما انت باللي خلاص فقدت الامل. واخويا وش هو المطلوب منا كجزائريين؟ فقد الامل، تارك حاب صاي انا تحرق، عندي انا راني حاب 25 عام نروح. هنا، وكون جيت في الاوروب 25 عام راني مازال جان، صح انني حسيت قول روحي اخ كبير. احمد اسمع، شوف اسمع شوف نفريوها، اعطيني الدار تاعك في بشار وانا الو نعطيك الدار تاعي في فرنسا وخلاص. تقبلها. قول الاخ احمد. يبدو ان الاخ احمد عنده مشكلة في الخط نتاعو. اخ احمد، الواحد من الاخوة الاخرين نشوفوا ترى، نشوفوا ترى هذا الأخ اللي مسمي روحه برو دينج ولا برو، نشوفوا ترى الأخ هذا بالك فدنا بالمداخلة نتاعو. أخ بن يوسف، مرحبا بك، ربي يبارك فيك. الأخ أنيس، مطلوب سهل علينا تحديد أهداف. يا الأخ أنيس، الأمور ماهيش سهلة، ماهيش أمور تتطلب يا تجنيد وتعبئة شاملة، فهمت؟ ما تطلبش تاع قوانين، والله القوانين راها موجودة يا رجل، قوانين تروح تشوف تقرا الدستور انت يا راسك يحبس، فهمت؟ ولكن التطبيق حاجة واحدة أخرى. لماذا؟ لأنه الناس لازم تتغير، لازم أشياء تتغير، مش غير القوانين، لازم تتغير الذهنيات، لازم تتغير العقليات، لازم تتغير. أشكر ترزدون، نعاود نرجع لك للأخ بلال. أخ بلال عندك مشكلة في البارامتراج تاعك، ما نزيد نعاود نحاول معاك. الأخ هو اللي راكم تسمعوا فيه، شوفوا البارامتراج تاعكم في الهواتف، دير بارامتراج تاعك بار ديفو، عاود دير لا ريستوراسيون تاع التليفون تاعك، ولا دير ريستوراسيون تاع التليفون وخلي الأمور شغالة باش لما تدخل كاين بعض من الناس اللي هو يطلب على جال باش هو تدخله، انت تدخله وهي تجي باش الانفيتاسيون هذيك هو يدير ريفيزي، ومنين تدخل لازمك دير اكسبتي باش تقدر تدخل. اه هاني دوك نحاول، دوك اصبر تشوف الاخ دوك يمشي الاخ مولود ونعاود نطلعك. لاباس الاخ اسماعيل، ربي يبارك فيك، بالك لعود راهو يسمع فينا الاخ توصي. الاخ بن يوسف، انا درت تعليق على بن زديرة، لكش ما زاد قال والله ذيك ما سمعتوش، ما على باليش.
اصبر ترى نجربوا الاخ هذا جيلالي، نجربوا ترى مع هذا الاخ جيلالي. ما للاسف الشديد عندك مانع في الهاتف نتاعك، شوف باراميتراج تاعك الاخ جلالي. اذا الاخ ميلو درني جربت معاك، نزيدو نشوفو ترى مع هذا انت اجوان. بالك لا عاود يطلع. إذن الإخوة والأخوات، الموضوع تاعنا هو حول الوضع في الجزائر. كيفاش راكم تشوفوا في الوضع؟ وش هو المطلوب منا كجزائريين؟ النقاش راهو مفتوح لعامة الجزائريين، يعني مش خاص بجهة. سأل عليك بالخير الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك بمالتهام، أخ أنجونيابل اللي يحصل على راديو وطني. ربي يبارك فيك أخويا. أخ زيزو يوسف تحكي معايا؟ مرحبا بك أخويا، أطلب بالإضافة وندخلك معايا. الأخ المهم، الإخوة والأخوات صبروني، لأن راني ساعة ساعة كذا نقرأ في التعليقات، مشي دائما ساعة ساعة نقرأ التعليقات، ومرة على مرة نحاول ندخل مع الإخوة، ويتخذ وقت شوية لأنه لما نضيفه أنا يطلب الوقت شوية على جل باش نقدر نضيفه. مرة على مرة كنت تعرفوا الهاتف. يا سيدي نشوفوا ترى سليم هذا بالك. سبحان الله، واحد من المكفوفين، ودوك تشوفوه وتسمعوه والناس. والله العظيم ساعة ساعة الواحد الراس تاعو يحبس. الأخ سليم هذا درنا معاه البارح حوار، ربما راه كان فيكم من الإخوة اللي الأخ سليم في انتظار هو أنه يجي خونا سليم. إيه للأسف الشديد الأخ الكريم. شوف نقول لك القضية نتاع السكايب ممكن. الأخ سليم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الأخ سليم. تحياتي أخي نور الدين. ربي يبارك فيك الأخ عبد الغني. وعليكم السلام وشكرا لك والإخوة اللي راهم يتبعوا فينا. أخ عبد الغني طالبي. وعليكم السلام الأخ بن يوسف. من يجمعنا أخي نور الدين، ربي يبارك فيك. تفضل الأخ سليم. سليم هاكم تشوفوا خونا واحد سليم، واحد من خوتنا المكفوفين، وها هو يدخل للفيسبوك ويدخل ويدير اللايف ويشارك معنا، وانتم يا صاحبي ما تقدروش تشاركوا. يا كيف راح نديروا معكم؟ هاتش الاخ نور الدين، تحياتي دير للمشاهدين لهم شويه تاعك مورال الكل. الاخ سليم، دير لهم شويه مورال. تحياتي للمشاهدين تاعك الكل. ربي يبارك لك. انا راني فاري شغل الانفورماتيك والفيسبوك، وما عندي هدية خدم سي درك. ربي يبارك فيك. هذا هو شغلي. واش تشوف الاخ سليم في الوضع انت في الجزائر، وش هو المطلوب منك كجزائريين؟ والله يا الاخ نور الدين، الوضع والله اكثر من كارثي. اتهامات من كل جهة. حتى انت درك تفضلت علينا باتهام باللي المتقاعدين راح تحرك فيهم يدي من جهة منا ومنا. حاب نقول لك باللي هاد الاتهامات هذه، ومع هاد الناس هادو مطالبهم اجتماعية بحتة، يعني ما عندهم حتى انتماء سياسي، والقضية تاعهم غير قابلة للتسييس خاطر مطالب اجتماعية. يرحم بوك، درك انت انسان اللي خدم 15 سنة وخرج يدي 27%، ساكن ما عندوش، واش دير له 27%؟ واش أخ يحركه؟ واش سليم، ما يقبلش؟ اسمح لي أخ برك سليم نكمل لك. أصبرنا أصبرنا، لا 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 لا، دوك نعطيك الكلمة وتكلم بالراحة نتاعك فقط برك. قلت لي باللي أنا اتهمتكم يا خويا، أنا البارح درت معاك حوار، كيفاش نتهمك هذا؟ هاو قلتي درك ضد الايادي اللي أنا تحرك راني فيها. نتحدث. كاينين، اسمح لي، كاينين ناس اللي راهم عندهم ناس تحرك فيهم، ما ما راهمش عندهمش كامل عندهم مطالب اجتماعية. اصبرني مطالب. هذا اللي راهو كان جندي، والله راهو كان كبران،
تقول لي انت ذوك باللي الجندي راه عنده 2 ملايين، وراه قال الكولونيل عنده 10 ملايين. حبيت انت ذوك يقلبوك كولونيل ولا كيفاش؟ يا ما راك كبران يقلبونيش. صاحبي، تقعد كبران. لا وش لا عندك راه لا ذوك اذا كان عطاولك، اصبرني برك، دوك نعطيك اتفضل تتكلم. انت ذوك اتفضل. انا راني مانيش مع السلطه، فهمت؟ انا راني نمشي بالمنطق، ونمشي بالعقل، بالمنطق. فهمت؟ دوك انت راك كبران، راك تقعد كبران. حبيت يطلعوك كولونيل ولا يقلبوك جنرال ولا علاش علاش؟ انت الحق علاه ما كنتش انت على جنرال؟ عندك كبران، عندك علاش الشهريه نتاعك، كانت عندك في علاش الشهريه نتاعك مليون. اصبر هاي معايا كي نعود اتفضل نتكلم، ما تقطعنيش، اسمعني ومن بعد نعطيك تتكلم ونسمعك. شوف اتفضل تهضرك، هذا الكبران راهو كان مثلا ياخذ مليون ولا مليون ونص، هاي فهمت؟ قولوا لي ياخذ 2 ملايين، هاي هاي كان ياخذ 2 ملايين. راهم درك هو خرج قال مثلا ما على باليش انا وشحال عنده انا في الاخر تاع الانفاليديتي نتاعو، اعطاه له لا روتريت نتاعو كومبليت. راهو ياخذ هو في الشهريه نتاعو بالك والزياده. وش والصندوق هذا منين رايح يجيك هذا؟ خاصنا نتفاهموا الاستاذ نور الدين. تفضل. هادو الناس ما عندهمش مطالب، هادو الناس ما عندهم حقوق، مطالب تاع قوانين مسنيه موقع عليها البرلمان، موقع عليها رئيس الحكومه، موقع عليها نقول لك رئيس الجمهوريه، موقع فيها عليها وزير الدفاع، نائب وزير الدفاع، وما حابينش يطبقوها. ماشي مطالب هذا، مهم حقوق. هاي الناس بزاف اللي ما فاهماش، هادو ميناديو باش يطبقوا القوانين. كاين قوانين ممضية ومنزلة لهيه وما مطبقينهاش، كما كنت تحكي على الدستور الجزائري معمر بالقوانين وما مطبقاش. هكذا الناس هادو، الناس هادو ما طلبوش باش يعطيوهم الروترات نتاع كورونا ولا نتاع جيني. عطيني الروترات محترم تاع كبران، نستحق روترات تاع كبران محترم. كي كانوا يخدموا بيناتنا كانوا يدوا بيناتنا الاخ سليم، سامحني اسمح لي لا كمل لا، انت استاذ صبرني نور صبرني الدين، صبرني باش الاخوه اللي راهم باش ما يتبعوك تروحليش، هاي يفهموا. تروح لي لا الفكرة. لا لا، هاني راح نطرح لك السؤال بهذا بالذات، ومن بعد اتفضل. نتعاود نتكلم. تاهل الاخ سليم، معاك بصراحه انا ما نحكيش على الوضع نتاعك، رانا تحدثنا عليه من انك راك مكفوف. خلينا راني نحكي معاك عليك انت سليم لما دخلت، وش هو القرب اللي كان عندك؟ خرجت كبران. خرجت كبران، شحال معاك كانت عندك الشهرية لما كنت كبران قبل ما تصاب؟ شحال كانت الشهرية تاعك؟ هذاك الوقت قبل ما نتقاس 900 ألف. 900 ألف. إيه معاك 900 ألف، مع أنت باللي راك دوك تدي 2 ملايين ونص ولا 2 ملايين و700، مع أنت راها 3 فوا. خليني فهمتك. في 2003 كي جا هذا بوتفليقة، واش دار؟ زاد للضابط 3 مرات 3 فوا على لاباي نتاعو، ولا للضابط من فوق 6 ملايين حتى ل 10 ملايين زيادة، وأنا كبران زادني 600 ألف. هذا الحق، هذا اللي حق حسب الأستاذ نور الصالير الدين. تاعك. انا ما رانيش الصلاة نقول لك تاعي باللي راه مع الحق. أنا كنت انت دوك لما أنا تكون، نحكي على اسمح لي، الحق، في اي دوله في نحكي على العالم، الحق. شوف اصبرني الاخ سليم، في 2003 زادهم هما 6 ملايين حتى ل 10 ملايين، وحنا زادنا 600 ألف. اخ سليم، فسر لي هذه ونروحوا لنقطة أخرى. اسك هذا حق ولا ماشي حق؟ شوف احنا الموضوع إلى حق تاعنا هو نور ليس الدين قول. المتقاعدين، اصبرني اصبرني، الموضوع تاعنا هو لا ليس هذو نتوع المتقاعدين والمشطوبين هذو. أنا شوف يهم انه أنا عندك، ي... لا أنا لا صبرني يهمني بركة، أروح يا أتفضل يصبرني. أتفضل شوف حنايا ان شاء الله نوعدك على جال باش نديرو نقاش واروح. شوف راني ديجا تكلمت معاك في الموضوع. شوف هاي الاخوه هذو اللي راهم من المتقاعدين ومن الناس اللي راهم يمثلوكم، وحدوا نقاط اللي نتناقشوا فيها، ونجيو ندير لكم برنامج تتحدثوا بالواحد. كل سمانه نعقبوا واحد، فهمت؟ هيا انا ما تبارك عنديش اشكال، كل هما سمانه نعقبوا واحد، حتى باش ما يقولكش واحد هاك درت البيستو مع هذاك، وهو هذاك ربما من الشرق وانا من الغرب، راك ما جبتنيش، ولا انا راني من الجنوب ما جبتنيش. نمرركم بالواحد، تفاهموا في بعضكم. شوف تفاهموا في بعضكم وديروا انتم لا ليست، فهمت؟ حتى باش هما تكون صافي خلاص، ديروا انتم لا ليست، قالها واحد من الشرق، والمره الجايه واحد من الغرب، والمره الجايه واحد من الجنوب، المره الجايه واحد من الوسط، ونجيبوكم بالواحد وتتكلموا
على الصفحه نتاع المصالحه الجزائريه وتبلغوا المطالب تاعكم. اذا كان درك هذه الوسائل تاع الاعلام ما عطاتكمش الحق، نعطيكم يا سيدي ندير لكم برنامج اسبوعي، هاي صفا برنامج اسبوعي كل مره يتكلم واحد ولا مجموعه من الناس على حتى نهايه العالم، حتى تخلص الدنيا وانتم تتكلموا. بارك الله، حتى مشكله. بارك الله فيك سي نور الدين، ومبادره مليحه، وهما مطلعين خير من لي، حتى انا ماذا بيا يلتحقوا ويشاركوا، وانا راني الكلام نتاعك يعجبني، ويعني النقاشات نتاعك يعني كي قلت لك درك راك تهمتنا، يعني قصدي هاد الكلام هذا رانا نسمعوه صباح وعشيه من بارتو، حتى وزير الحكومه احمد بويحيى قال علينا باللي كاين ايادي تحرك فينا من المناسبات، المناسبات تاع الانتخابات. بصح حنا جامي حبسنا، حنا جامي حبسنا على اتصل بيا واحد. صباح برك اتصل بيا واحد، اصبر تشوف اذا كان راهو الاخ هذا يسمع فيا. ماذا بيا على جال باش يدخل الان على المباشر. مرحبا. صباح برك اتصل بيا واحد قال لي باللي راهو كان مع التنسيقيه وراها مخترقه وراهو كذا وكذا وكذا، ويحب باش ندير معاه حوار. إذا كان الأخ هذا راهو يسمع فيا يجي يطلبني. اصبر تشوف نشوف ترى برك لي ميساج هذوك، باسكو اتصل بيا الصباح وطلب مني على جال باش ندير معاه حوار. يتفضل. النوع هذاك اللي يستغل في الأوضاع هذوك قادر، أن هذوك لو كان جيت راني أنا النية نتاعي قال أن التكسار ولا نتاع اسمه سهل الأمور هذه. أنا مانيش من النوع هذاك، أنا من النوع اللي يتبع في الحقيقة. فهمت؟ وانا من النوع لما اللي يكون الحق نتاعك، لما يكون الحق معاك نمشي معاك، لكن لما يكون الحق خاطيك خاطيك. درك الاخ نور الدين رانا نتناقشوا ونتحاوروا، واش هي الانسان كي يجيب كلام يجيب الادله، كي يقول لك هذا التنسيقيه مخترقه يقولنا من طرف من والدليل، واش هي المشكل تاعو باش خرج من التنسيقيه هذا الانسان. انا ما داخلش، انا راني مساند متعاطف مع التنسيقيه وتهمني التنسيقيه ونحترمهم، نحترم كل المناضلين التنسيقيه ونعرفهم، نعرفهم يعني نعرف بزاف فيهم، نعرف حنا على كل حال بحكم كنا في الجيش حنا ما عندناش مشكل هذا من الغرب وهذا من الصحراء، كنا كل ناكلوا مع بعضنا، نشربوا مع بعضنا، نرقدوا مع بعضنا، قبائلي شاوي تركي، ما عندناش هذا الاشكال هذا. بصح هذا الاخ اللي يقول التنسيقيه مخترقه ماذا به كي يهضر يعطينا الدليل، وانا ناكد لك وانا ناكد لك انا ما نعرفوش هذا الانسان باللي ما قادرش يجيب لك دليل، بصح كان جاب دليل انا واعوذ بالله من كلمه انا ما عادش ندافع عليهم، خاطر انا نعرفهم من هذه العباد، وعلى بالي في المشاكل تاعهم، وعلى بالي باللي مخرجتها من الحقوق ما عندهم حتى اي دي، ما راهمش ساهلين، ما راهم ساهلين حتى بشر هذو اللي تشوف فيهم، كون جاو ساهلين كون يا حسره من اللي قضت عليهم السلطه، ما ساهليش وما يسك، وتاكد باللي ما يسكتوش حتى نهار يجيبوا 37 مطلب تاعهم. هادو ناس تاع مبادئ تاع مواقف، الحال تاع البلاد. وهذا الاخ ماذا بينا يتفضل وينورنا كيفاش مخترقه هذه التنسيقيه باش نبطلوا من هذا الاخ هذا. راني ندير لك نداء على المباشر، راني في المقابله راني نحوس باش نشوف ترى نقرا واش اسمه نتاعو الرساله اللي بعثها لي ونعطيك الاسم نتاعو. كي يا خويا يتفضل كي يعطينا دليل رانا معاه. هذا راه يقول كان معاهم، فهمت، كان معاهم ومن بعد انسحب وشاف باللي هذه التنسيقيه مخترقه والى غير ذلك، وطلب مني على جال باش ندير معاه حوار. هادي سيد لا لونغ دو بوا، هادي سيد لا لونغ دو بوا، ماذا بيا على جال باش يجي عطاك يعطينا كي يتكلم يتكلم ادله، ماشي مشكل، حنا كلنا نبطلوا ندوروا. انا حتى انا كنت كون مخترقه، بصح راني نشوف، راني نعرف المطالب تاعهم، عندهم مطالب اجتماعيه ما كان حتى واحد فيهم اللي طلبنا باش نساندو اكس ولا ايكراك في البوليتيك ولا في السياسه ولا في جمعيه ولا في حركه، ما عندهم، ما كان حتى واحد فيهم متحزن، وديجا كل جنود وكامرانات يعني. اخ سليم باش نخليو اخوه اخرين يشاركوا معنا. انت كيفاش راك تشوف الوضع في الجزائر؟ كيفاش راك تشوف الوضع في الجزائر؟ واش هو المطلوب منك كجزائري؟ والله المطلوب منا كجزائريين لازم نترفعوا
ما نبقاوش نتهموا في بعضنا ونتولوا بهدف واحد اللي هو نتصدى للسلطه هذه على خطر في المداخله تاع الانسان هذاك المحترم اللي دخل لا معك، أخ قال بلي لازم الصادق، لنا ولا قال بلي لازم لنا حوار، وقال يقدر يشارك ويقدروا يشاركوا في هادو اللي راهم الان في السلطه. انا واش رايح نقول لك سي نور الدين، احنا المعارضه كلها تحكي على الحوار، بصح هل السلطه قابله تحاور؟ عندها نيه باش تتحاور؟ ما عندهاش نيه باش تتحاور. كون جات عندها نهايه ما تتحاور كون عيطت تطلع لي بالحاج باش المدني مرزاق. نهار يعني نهار اللي نخرجوا الشعب يخرج ويقف للعصابه هذه تروح تروح، من بعد باش يقدر يكون حوار وانتم نقدروا نبنيو وطن اللي نقدروا نعيشوا فيه الكل. بصح ما دام هذه العصابه هذه قاعده تحكم، اتاكد باللي ما راحش يكون حوار، ما راحينش يتحاوروا مع الناس، راهم حابين الاستمراريه وانا ومن بعد الطوفان. هذا هو المبدا نتاعهم. يعني المهمه الان لكان كاين مسؤول ولا كاين معارض قادر يقول للشعب انزلوا للشارع ويسمعوا ليه، اللهم بارك وصلنا للحل. بصح مادام ما عندناش انسان قادر يحرك الشارع ما عندناش حل، وما كانش حل. وحتى السلطه هذه مادام الشارع ما تحركش ما راحش تروح وما راحش تتحاور. هيا نخلي الكلمه للجماعه الاخرين، الاخ نور الدين. نعم، شكرا الأخ سليم. إذا نمر الكاش واحد من الإخوة الآخرين على جال باش ربما يديروا مداخلة. شوفوا، ترى هذا الأخ سامي ياسين. إذن الإخوة مثل ما راكم تتابعوا فينا، كاين الإخوة راه عمار على مرة يديروا يعلقوا، وشنو المصالحة اللي تحكي عليها؟ رانا في الحرب العالمية ولا واش؟ الله يهديك. خمسة، أكثر من 200 ألف قتيل وأكثر من 20 ألف مختطف. كاين الناس اللي مازالهم إلى اليوم يحوسوا على ولادهم. تشوف بدليل هو انه هذا الاخ اللي كان يكلم فينا هذا راه واحد من الناس اللي انفجرت عليه قنبله. الناس راه تحوس على الحقوق نتاعها ويقول لك كانك راك في حرب عالميه. ماني علاش قلت لك انا رانا في حرب عالميه؟ الناس راه تحوس على الحقوق نتاعها، تحوس على كذا، وكاين ناس تحوس على الحريات. كل واحد واش راه يحوس؟ الا كان كنت راك لاباس عليك وراك عايش وما خصك والو، كاين الناس راهم مخصوصين ويحوسوا على جال باش تكون مصالحة حقيقية. شوفوا ترى مع هذا الأخ علي ياسين، راني جربت الأخ سامي ياسين ما زيد. شوفوا ترى، لا الله تطلع ياكم. تشوفوا يا صاحبي، واحد مكفوف ويدخل ويشارك في الحوار، واحد. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. الله يسلمك الأخ خيرك علي، خويا منين راك سيدي، تكلم فينا؟ كلمتك من وهران. مرحبا بك يا خويا وناس تاع وهران. الله يسلمك اخويا. تفضل الأخ علي، كيفاش راك واش تشوف الأحوال الوضع في عندكم؟ الجزائر وواش هو المطلوب أنا منك كجزائري؟ ماشي زعما، أنا ناطر المتقاعدين. شفت الحالة ما عجبتنيش، باسكو أنا إبراهيم متقاعد، نعم وكي قلت باللي زعما الكولونيل والكابران ماشي كيف كيف. دونك حنايا كيما يقول لك لي دروا تاعنا رايحين بزاف، فهمني خويا؟ كيفاش؟ حنايا حنا اللي المتقاعدين نعم الاحتجاج راه بيديروا فيه. انت قلت باللي زعما الكولونيل ماشي كيما الكابران، اني معاك في هذه الهضره. علاش هو خير مني انا، خير من المتقاعد؟ انا اللي خدمت 15 عام ما عنديش حق في السكن، ما عنديش حق في معاشه. علاش هو اللي عنده لي دروا؟ عنده دبل، عنده دبل كما يقول لك 60% يديها هو، بلس بلس لاباي تاعه، عنده لي بورشون. هل قلت انا الاخ علي، هل انا قلت هذا الكلام؟ انا راني مع بالنسبه الحقوق فيكم نتاعك، لا اسمح لا لي. زعما انا سمعتها، قلت كيفاش كابرا شحال يخلص؟
انا لا نجلس لا شو لا، اسمع اسمع 20 اسمع الكلام نتاعي، نعاود واه نردد لك الكلام نتاعي، ورانا على المباشر، قنعني ونقنعك. ما فيهاش مشكل. الاخ سليم راني تحدثت معاه، قلت له انا فيما يتعلق درك باللي بواحد كبران، دوك هذه كلمة كبران ماهيش عيب، الرتب هذه شي هي. عيب، انا اسمحني هي كان اسمحني جندي برك نكمل كبران المداخلة نتاعي، ما شاف تقاطعنيش ما تقاطعنيش، خلي اسمعني كي نكمل المداخلة نتاعي من بعد نتكلم، اتفضل اتفضل. باش ما نشوشوش على الإخوة اللي راهم يتبعوا فينا. دوك الكبران هذه راها رتبة، الرتب كاين كبران، كاين كبران تسلسل شاف، كاين تسلسل. سرجان، سرجان شاف، إلى غاية عقيد. العقيد هذا دوك راهو سلم رتبة عنده هو، الشهرية نتاعو تختلف على الشهرية نتاع الكبران. هو انا بالي كبران باللي دوك يدي قال دامينو. مثلا عنده مليون، واسمه كولونيل راه عنده 10 ملايين. دوك هذاك الكولونيل كي يخرج هو لا روتريت نتاعو 10 ملايين، الاخر لما يخرج الرتبه نتاعو كبران عنده مليون في الشهريه نتاعو، يدي الوسم نتاعو لا روتريت نتاعو مليون. دوك قضيه أنا نتاع فاهم. الوضع في الجزائر، قضيه نتاع الدينار ما عندوش القيمه نتاعو في البلاد، على بالي هذه نزيدو مش خاصه يدهور. فقط بالكبران، خاصه بالمعلم. راه المعلم راهو دوك مثلا راهو هو ثاني يشكي، الطبيب كيف كيف راهو يشكي، العامل راهو يشكي، فهمت؟ احنا انا فاهمين، انا لكن درك فاهمك. هو انا شنو الدين؟ انك انت تقول لي باللي درك انا كبران نولي كيما كورو، مالا لو كان ما داروش هذه نتاع الرتب هذه نتاع شي كبران لا، وجنرال وكولونيل، رت يا نحيوها اخي، يا اخي وتبوا نور الناس الدين، كاملوا يا ضربه اخي، واحده وخلاص. يا اخي، يا اخي تفضل نور الدين، اتفضل. انا راني فاهمك، انا راني فاهمك. شو راك تقول لي؟ هو كورونا زعما احنا نقولوا يدي احنا 20 مليون بلا الامتيازيات تاعو، بلا اللي يعطوها لها، بلا. احنا ملي تخرج، انا خرجت صار دو باستاي 22، مدي 22، زوج ملايين و200. ومن شحال بعدها خدمت الأخ علي؟ خدمت انا 15 عام 15 تقاعد عام. تاعي، تقاعد، وشحال وما خرجت؟ اعطينا وشنو الرتبة تقاعد، اللي خرجت بها؟ خرج بها عارف اول كبران شاف، أوكي. وش فهمتني؟ من كور كنت؟ انا كنت دياتي، كنت في الدياتي، في الدياتي لافياسون، كنت لافياسون. أوكي. دوك احنا الله غالب، دوك تتلقى الميزانية تاعك ناقصة، دوك لاباي تاعك تاع 3 مليون، تدي 3 مليون بالدراري بكل شيء، عندك 3 دراري كي غادي تعيشهم؟ لي سكنة، ما عندك حق في السكن، ما عندك حق حتى في حاجة، فاهمني؟ في الخدمة، في الخدمة برا، وما عندكش الحق. انت كي يخرج واحد كولونيل، يخرج يعطوه دبل، يعطوه دبل فونكسيون، يعطوه حوايج اخرين، عنده امتيازيات بزاف، فهمني؟ عنده صوالح بزاف عليك، انت ما عندك حتى حق. تروح للبلدية على سكن، يقول لك خويا راه فيش دبي تاعك، حنايا ما نسحقوهاش، نسحقو 24، ما نسحقوش حنا 27، فهمني؟ تروح القضية، تروح الحاجة، ما عندكش إعانة. كيفاش تحوز تهدر على صوالحك، على حوايج اللي تاير دوك باللي تاير راك ضد النظام؟ احنا مالناش ضد النظام، احنا بالعكس عيطنا النظام، احنا الاولى. كيفاش راك تشوف انت الاخ علي؟ شوف نقول لك، ندير لكم برنامج مثل ما كنت نقول للاخ سليم، واروحوا تحدثوا بالواحد، والله ما عندي مشكله، والله لو كان نقدر ندير لكم انتم تديروا البث المباشر مباشره في احنا الصفحه، انا والله، ما نتكلمش. احنا والله، احنا والله الله يغيظتنا الجزائر هذه، بليش هاي بالصوره، احنا جوستومون احنا راهم رانا نحكيو على الوضع نتاع غيظتنا، الجزائر، كيفاش راك تشوف انت في الوضع غيظتنا. نتاع الجزائر؟ احنا احكي لنا في الموضوع. رانا شو رانا الوضع في نشوفوا في الجزائر حاله وش هو لا المطلوب لا منا كجزائريين؟ انا والله العظيم الله يجيب الخير على كل حال، لكل حال الله يجيب الخير للجزائر مهما كانت بلادنا، وما عندناش ام واحده اخرى ماغري فتنا فيها، وفيها نشوفوا كل يوم. ديجا شفت في فرنسا شرا صاري، في فرنسا شرا كاين دوك الناس مساكين اللي زماكرا زماكرا، راهم تما راهم قارين حياتهم، ويحوسوا يهودوا البلاد، ما كان اللي يطلع لي اللي يهود. وينك احنا بلادنا؟ احنا دوك الناس دوك في فرنسا تحوس دير لجوء، بالك تروح منا هكا غادي تقول له الجزائر، غادي يدير كاش لجوء بلا سياسي في الجزائر، ما تحسن ما تنجمش على تعرف. البليس يا رجل. انا انا الله ينعل عليه ويغزيه، بصح الوضع الله عندهم تما، الله يجيب الخير. كاين ليش احنا والو يا عندنا راجل، انتخابات؟ احنا عندنا انتخابات راه جايه، وعندنا امور، عندنا صوالح بزاف راه جايه في الجزائر، ماش عارفين احنا العالم الله. وقتها لما تديرش عليه، احنا ما عندناش ديجا اعلام في الجزائر، ما عندناش الصراحه في الراحه، ما عندناش كل شيء، كل شيء كما يقول لك الاعلام، غير نسمعوا غير هكا، غير نشوفوا بالك التاخير فيسبوك هذا اللي نشوفوا فيه ونتبعوا فيه.
والوضع في الجزائر الله يجيب الخير منه، هذا ما غادي نقول. ربي يبارك فيك. وخلي شكرا لك. خاوتي، وخلي خاوتي يهضروا، واسمح لي شوف ادير نقول لك خويا نور الدين. كما لا 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 ما كان لا ديرونجمون لا والو، ان شاء الله ندير لكم برنامج ونحاولوا هو ان نفهموا بعضنا البعض. كاينين بعض الاخوه اللي ربما كاين بعض الاخوه كاش اللي مشكل ربما هما كاين بعض الاشياء اللي ما مش فاهمينها. دوك نعطيك كمثال برك. شوف الصندوق واه هذا نتاع التقاعد منين يجي؟ يجي من الكوتيزاسيون. هاش فهمت؟ طلع لك 15 عام كوتيزاسيون. ولا كوتيزي؟ اصبرني اصبرني. دوك انت قال مثلا كبران راه كنت تسلك، انت قال مثلا ما على باليش انا مليون و200 الف، انت راك تكوتيزي في لاكاس هذه، والاخر خير والاخر سبحان والاخر والاخر من بعد انت ألوف. النهار اللي تخرج للتقاعد يعطيو لك التقاعد. يا صاحبي انت قال مثلا خدمت 15 سنه صراحه، خلينا من واه القيمه نتاع الدينار صراحه، واه شحال راه معطي لك لا روتريت تاعك مقارنه بالسلاك تاعك اللي كنت تسلك فيه؟ اسكو راك تدي في نفس السلاك ولا اكثر؟ جاوبني بصراحه. خلينا من القيمه اقسم نتاع لك الدينار، القيمه والله نتاع شوف الدينار هذاك موضوع واحد اخر. والله غير ندي 27 60 حساب. لا لا في مقارنه بالشهريه نتاعك اللي كنت تسلك بها لما كنت في الخدمه. لما كنت في الخدمة كنت ندي 30 39 في 2012، 39 لا باي تاعي نيشان نت 39 كنت نديها. كي خرجت وليت ندي 22 في 2012، في 2013 زادونا 400 500 480 ولا زادوها لنا من تما. من 2013 ما زادوناش حاجة. انا دوكا بالمرأة والبزوز ندي 32 بلوس 500 ديك تاع تاع المدام وتاع المرأة، يقول لك تاع المهم تاع تاع المرأة وصاي 500 هذيك، تخرج على الروتير يعطوها لك تاعك، تكون مش خدامة يعطوها لك. بصح لا باي تاعك نات تدي 27 مهما كانت. كنت صف ضابط متقاعد، صف ضابط نقولوا احنا كونتراكتيير يدي كيفي. بصح واحد عامل كيما نقولوا احنا مساعد، مساعد اول ثاني مسكين ما يخلصش، تلقى عنده 5 دراري يدي 25 عام في الجيش، تلقاه يدي 62، ما كانش يدي 62 بالك يدو 55 56 57 في لا روتريت تاعه. وحنايا وهذوك بالنسبة لجماعة العامين اللي رابلوهم، اللي رابلوهم جماعة العامين يدو، حنا ماناش حاسدينهم على كل حال. بصح هذه هي كيكون عادل، ايه كيكون العدل والله ما تغيضك هذه هي. انت شوف هذا نقول لك الاخ علي، انا راني فهمت القضيه. شوف توما يديك دركا راك كارودو. متقال، قال انت الاخر ده انا ثاني ندي. هذه هي احنا مالناش ندو، احنا يعطونا غير حقوق، يعطيني غير سكن والله ما نحوس على لاباي. سكن من احنا دوك حقك. المشكله من حق والله العظيم السكن. انا واحد تلقى مساكين كاين الله مسكين يخدم واصفو، يخدم ونافري كاري صح وبزوز من جهتك، كاين جوا شي دواء تروح تشري انت من جيبك، تروح لي زاناليز ديرهم من جيبك، يقول لك ما كانش. نعم كيفاش تتحمق؟ احنا نبقاو غير هكا هكا وعاقيد ولا ما انا باليش ولا قايد يدير كل شيء جراتوي نعم ومازال عنده لي شكرا دروا. للاخ علي. المهم راني كما قلت لك بارك راني الله وعدتكم فيك على على كل حال. المباشر، ومرحبا بكم ان شاء الله ندير لكم برنامج، نخلي اخوه اخرين راهم ينتظروا فينا. يا خويا بارك الله فيك. شكرا للاخ علي. نحاول هو انه ندخل كاش واحد من الاخوه، راكم في مجموعه في القائمه. شوفوا ترى هذا الاخ ايمن امين هذا، شوفوا ترى بالك العود يقدر يدخل. المهم هي المشكله هو انه واحد يكون الباراميتراج تاعو صحيح في التليفون تاعو، وتكون عنده لا كونيكسيون شويه هكذا مليحه هذا مكان، ويكون بالهاتف لخاطر الاخوه اللي راهم يتكلموا بالكمبيوتر ما يقدروش يدخلوا في البث المباشر هذا. راني ننتظر الاخ اللي ترمز للاسم نتاعك بايمن. الاخوه اللي راكم تنتظروا صبروا شويه برك، دوك ان شاء الله نحاول على جال باش ندخلكم. للاسف الشديد الاخ ايمن راني دخلتك، يبدو هو انه عندك مانع في الهاتف نتاعك. نشوفوا ترى الاخ هذا سمير بشيري، نزيد ترى ننتظروا هذا الخونا سمير. السلام اخ عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ سمير مرحبا بك. مش راك من لاباس؟ الله يبارك فيك. الأخ سمير منين راك تكلم فينا الأخ سمير؟ من عنابة، من عنابة.
آه خويا عنابة من عنابة. والشريدية، مرحبا بك يا خويا ومرحبا بالإخوة نتاعي عنابة. والله يا أخي أنا واش راك الأخ نبيل؟ عيطت باش حبيت نهضر. شوف أنا بالنسبة لمتقاعدي الجيش، نعم هو يعني هو حبذ كما يقول الواحد، هي يعني يكون أنت تحاول تجتهد وتعرف المطالب بتاع متقاعدي الجيش، من بعديك تدير لنا فيديو على المباشر باش نقدروا نهضروا معك. على إن شاء الله، أنا حسب ما هذا وعد أنت مني، بتاع متقاعدي الجيش. وعد مني، وعد مني. شوف ابعثوا لي المطالب نتاعكم، حدوا لي مجموعة من الناس اللي يعرفوا يتكلموا ونتناقش أنا الشيخ وياهم، سلمان، وماذا بينا على جال باش يحققوا المطالب نتاعهم، ما عندي حتى انت إشكال. ما دامك درت، اسمع، انت ما دامك درت فيديو لازم انت بعد تكون مطلع على الحوايج هذه، بهنا نقدروا نهضروا معاك. نعم عبالك كيما هكذا يعني، سامحني على كل حال، عبالك انت تقدر تكون ضرر لينا احنا كمتقاعدين. علاه؟ خاطر مش انت فتحتي برنامج يقدر يهضر معك واحد اخر ما يوصلش الميساج، يعني الميساج اللي بيان، نعم ما عبالك فيش تقدر مشكلة. شوف حتى الناس الفيديو دي كده يقدر يغلط حتى الناس. وش من لازم انت فيديو؟ تطلع على مطالب متقاعد، لازم تطلع على مطالب متقاعدي الجيش، ثم دير فيديو. كان حاب يعني تعاون انت، وحاب يعني تهضر الحقيقة، يعني احنا اللي كنا نستناو فيها احنا وتسنى فيها الناس كل، الله يبارك. لعد ما فيش بالطريقة مشكلة. هذه انا ننصحك، غير ما تخش في السجية. لا 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 لا، اسمع، شوف فيما تفضل. يتعلق بالنقاشات، شوف في النقاشات انا حر، كاش واحد يملي عليا انت تتكلم في الموضوع هذا ولا ما تتكلمش، انا حر، انا لا اخضع لحتى وصية نتاع واحد، فهمت؟ جنرالات ما خفناش منهم وما سمعناش منهم، يجي واحد انا كبران يقول لي ما تهضرش في موضوع يا راجل، يعني بليز شبيك. مش احنا شوف مطلع اسمع، شيخ، اصبر مش قاعد اصبر نسمع اصبر وش قال. اصبر، لا كنت نتحدث مع الأخ سليم، الموضوع تاعنا هو ليس الكبرانات، والموضوع تاعنا هو ليس هذا المتقاعدين تاع الجيش، هذا راني قلت لك تكلمت مع الأخ سليم على الخاص، فهمت؟ تكلمت أنا وياه كم من مرة، ووعدته باللي ندير لكم حوارات وارواحوا وتكلموا، شوفوا ناس ممثلين يعرفوا يتكلموا، فاهمين هذه القوانين، هضرة، هذه فاهمين هذه الحقوق هضرة. نتاعهم والمطالب نتاعهم، وندير يا لكم في الصح، حوار وان شاء الله نتناقشوا في هذا الموضوع، على جال باش حنا نوصلوا هذه الانشغالات ونوصلوا هذه المطالب، احنا ماذا بينا على جال باش الناس تدير الحقوق نتاعها، مش فقط الكبرانات، الشعب الجزائري كله يدير الحقوق نتاعو. الشيخة احنا شو المشكل المشكلة تاعنا مش في عندنا الخبرة. فئة ضد فئة من المجتمع، فهمت؟ معليش هذا معليش هو. سمعني، شو احنا المشكل تاعنا مش في كبران ولا في جندي، احنا المشكل تاعنا في متقاعدي الجيش الكل، من رتبة الجندي حتى رتبة الضابط، ولو انهم يعني الضباط يعني احنا ما ندخلوهمش معانا احنا، يعني المشكل تاع متقاعدي الجيش، او من صف الجند وصف الضباط، هذا هو البروبلام. هذما ناس نعم عندهم مطالب اجتماعية، ناس خدموا الوطن، ناس دم راهم كي كانت تزاير، كانت على كفة في 93 و94 و95، كانت ولاد الزواولة هذه كانت تهز راس وتجري في الجبل. درك الناس دم في الوقت الحالي هاك، كما شوف كان يهضر لك السيد الكلام وساكن نتاعك خارج انت، بلاد، شوف اصبرني اصبرني، جوستومون هذا هو المشكل نتاعكم. شوف الكلام نتاعك انت راهو هو فيه تمييز، وانت راك تحط في روحك بلاك مظلوم، تراك تمارس في الظلم على الناس، تراك حاط روحك باللي انت يا اللي انقذت الوطن وانت اللي درت، وعلاش الناس الاخرين هذوك جو من المريخ؟ انت يسمع كنت انا تخدم في نهضر على خدمتك، اصبرني اصبرني اصبرني، انت كنت تخدم في الشيخ، خدمتك، يهز السيد في الأستاذ البلاد كان هذه يخدم في يهضر على خدمته، الحقيقه، المفكر كان يخدم في خدمته، الباحث كان يخدم في مغنيات خدمته، والضابط كان يخدم في تخلطوا على خدمته. الفئه تاع متقاعد الجيش. انا مية ازمه، انا مشني ممثل تاع صحافه ولا ممثل تاع الناس كل خدمت انا، انت نعم وانا عبالي بيك باش انت وسي خدمتي. نعم لأن لو نهضروا على متقاعدي الجيش، يعني احنا من نورمالمون كانوا يكافئونا شويه، كانوا يتلفتوا لينا شويه. احنا راهو لخر فينا سكن ما عندوش يا اخ، حتى سكنه بتخرج لبرة تداها ما تقدرش. ايماجيني انت واحد حياته كامله وهو في الكاسكيطه، يخرج في عمره 40 سنه ولا 45 سنه ما عندوش حتى سكن.
يعني يا سيدي كان يهضر لك على السكنة ديال بلادك وعنده الحق مليار في المية، يعني وبغض النظر عن أمور واحدة أخرى. احنا عندنا مطار، عندنا حقوق، عندنا حقوق ما ديناهاش من وزارة الدفاع، عندنا حقوق، عندنا مطارب. يهضر لك هو على لابلي هذاك اللي خدم عام ونص، احنا ما عندناش مشكل لابلي باه يعطيو له 4 ملايين ولا يعطيو له 5 ملايين، ما عندناش مشكل. بصح ما تميزنيش انا بابلي، مادام انت ابلي حبيت يتعاونوا عاونوا على روحك، مش هو مشكل. بصح انا اللي خدمت 15 سنه ما تمثلنيش بابلي، ما درليش ابتزاز انا بابلي. انا الفرق بينك وبينه، الفرق بينك وبينه هو انه راحوا جابوه، اسمح لي مع كل احترام، ما كانش شاتيه وراحوا جابوه، بس انت رحت بروحك، رحت برجلك. يا شيخ لا رحت برجلي، انا رحت لتونس حاربت في تونس، يعني حاربت في الجزائر كما هو له لا الجزائر اللي تزال. وفي الجزائر، يا سيدي روح دوك خلط الموضوع، خلي ندخله معك. في الجزائر كنت تحارب والله الجيش الاسرائيلي ولا تيعي وتيعك وتيعي وتاع الناس كل اخوي. وفي الجزائر كنت تحارب في الجيش الإسرائيلي ولا؟ يا واسمع، درك انت درك تقول لي كنت خارج اسرائيلي، احنا كنا، ها اسمع، احنا خشينا مع الدولة، احنا كنا تحت، احنا خدم تاع الدولة، كنت مع الدولة، مع تاع من الدولة. كنت؟ كنت ضد الشعب انت؟ اسمع الشيخ، وعلاش الدولة كانت تحارب على فيهم؟ باطل ولا كانت على حق؟ احنا رانا علاش كنا مع الدولة الدولة. هذه ما أعطتكش الحق نتاعها، الحق نتاعك؟ هي يعني لما كنت في الوقت هذا كنت هز سيمينوف وتحقر في الناس، كنت كذا، والان دركا اسمع خرجت دركا نقصوك شويه برك في الاخر، في السميد ولا شوف كذا. يا شيخ، شوف يا شيخ، انت كنت تحقروا في الناس، انا صدقني انا ضربت 16 سنه و8 شهور ما ضربتش واحد بكف. احنا ما كناش نحقروا في الناس يا شيخ، ما حقرنا حتى الناس. والهضره هذه نورمالمون ما تهضرهاش، انا والله ما حقرنا واحد يا شيخ. لا، انا جاوبتك على السؤال نتاعك، كي قلت لي انت باللي علاش كنت في تونس، والله قلت لك انا علاش هاد الناس اللي كنت تتقاتل فيهم جو جيش اسرائيلي راهو جاك في الجزائر، خاوتك جزائريين. شوف انا نفسي جاوبتك، قلت لي شوش قلت لي انت؟ قلت لي انت هو راح، انت رحت وحدك وهو عيطوا له، حبيت نفهمك انا لوين قلت لك راحوا على يا اخي. راح لابلي، قلت لك على لابلي، قلت لك انت لابلي باسكو الكلام هذا راني سمعته انا يتردد شحال من مره، علاش هذو اللي زابلي هذو اللي راحوا جابوه ما عاطين لهم كذا، وحنا اللي كنا كونتراكتيول عاطينا كذا. يعني قلت لك انا الفرق والله بينه العظيم وبينه هو انه هذاك اصلي لابلي راهم جابوه بينما نهضر انا انت رحت وياك، برجليك. معليش هاني رحت برجلي انا، نهضر هون طورنوه. يعني يكون يعني انت واحد راه خدم عام ونص وزادوه عام، يسلك خير مني انا خدم قريب 17 سنه. انا ما رانيش نقول لك راهو على الحق ولا، فهمتني؟ ما رانيش نقول لك الكلام. يعني اهضر الحق برك انت، ها الناس كل قاعده تسمع فينا، اهضر الحق. كيف انا خادم اكثر من 16 سنه خدمه، يجي واحد خادم عام ونص وزادو، انا عندي خويا خدم عام ونص وزادو عام، يسلك خير مني. تحب نقول لك الراي نتاعي انا؟ ها سمعني، ولا نسمعك، احنا قاعدين نتناقشوا، احنا ما عندنا شوف حتى مشكل. شوف الاخ الكريم، فكرني في الاسم نتاعك، سمير هكذا. سمير، شوف الاخ ها سمير، انا الراي نتاعي كيفاش، انا الراي نتاعي باللي استعملوكم كي نتوما كي لي زابلي كيما هادو نتاع الجماعات المسلحه، هذا رايي. تبع على الراي نتاعي، استعملوكم خدموا بكم مده معينه، النهار اللي انتهت المهمه نتاعكم السلامه بالعافيه، راهم كاينين الناس واحد اخرين هم يخدموا في بلاصتكم. هذا الراي نتاعي. دوك القضيه نتاع الحقوق، اصبرني برك نعطيك نكمل لك الراي نتاعي، سالتني دوك نجاوبك ومن بعد نعطيك الكلمه وتتكلم. فيما تفضل. يتعلق بالحقوق، الحقوق انا شخصيا انا لما نشوف دوك الوضع في نتاع البلاد كيما راني نحن، دوك الموضوع نتاعنا هو ليس المتقاعدين تاع الجيش وانما الوضع في البلاد. انا كيفاش نشوف الوضع نتاع البلاد، راها درك مثلا كاين فئات من المجتمع راها تحتج، كاين فئه نتاع الطلبه، كاين نتاع الاساتذه، كاين نتاع الاطباء، كاين هذوك المتقاعدين تاع الجيش، كاين هذوك اللي راهم دايرين لهم واسمو دي كونطرا على جال باش يشتغلوا تاع في الوظيفه العمومي الى غير ذلك. انا لما نشوف للمساله،
شوفها من زوايا مختلفة، ما نشوفش غير فقط الفئة من الناس. انت من حقك على جال باش انت تطالب على الحقوق نتاعك، من حقك على جال باش تخدم في الجزائر، هذا حق من الحقوق نتاعك، من حقك على جال باش تدي السكن، ولكن ما لازمش انت تشوف الجزائر من خلالك انت، لازمك تشوف ليها من جوانب مختلفة، من زوايا مختلفة، ما راكش غير وحدك في الجزائر. ترى راهم كاين فئات، انت تشوف الطبيب، طبيب يروح هو درك يقرا ويضرب فيها 7 سنين دراسة، وخلي 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 وخلي، ومن بعد يجي ليه شرطي يعطيه بدماغ في الطريق. فهمت؟ انا نشوف ليها من زوايا مختلفة. شيخ بان نهضروا على الجزائر ككل، يعني احنا الجزائر راهي في كارثه. نعم. نحن يعني الانسان رانا مع المطالب تاع الناس الكل، نعم والمطالب اللي رانا قاعد نشوفوا فيها في الجزائر كل مطالب شرعيه. احنا نعم المشكل تاعنا عندنا ناس حاكمين الجزائر اكثر منهم، ونطلب ربي ان شاء الله يهدينا هذوك كما راك في كان الموضوع هذا، ونرك في الموضوع اللي احنا نحكيو فيه، خاطر الموضوع تاع واحد صح. المتقاعدين هو موضوع خاص. تفضل. كان واحد صحابي بكري ما نذكرش اسمه واش قال، كان واحد صحابي بكري ما نذكر ما اسمه ما نسيته، قال له كون جات عندي دعوه من عند ربي سبحانه مستجابه، كنت نطلب من ربي نقول له يا ربي حاكم يعطينا حاكم يكون صالح. احنا نتمناه ان شاء الله الخير للجزائر، نتمناه الخير للشعب هذا كله، ويعني وبربي ان شاء الله كيما يقول الواحد يتكاتف الشعب بركه في يد بعضاه، ويعني إن كيما شاء يقول الله. الواحد بالطرق السلميه، وبربي ان شاء الله نوصلوا، دير انوى الخير يجيك الخير. إن شاء الله. اي الشعب هذا هذا اللي نحوسه سبحانه عليه. الشعب هذا طبل له يشطح، ما نعرف علاه الشعب هذا تجي الانتخابات طبل له يروح يولي يشطح. أسمع، بصح باش يشطح، يشطح بالوهراني ولا بالسطايفي ولا بالعنابي ولا كيفاش يشطح؟ اسمع كل واحد يصلح، كل واحد يصلح منين يحب. ربي يجيب الخير برك اخويا، ربي يبارك فيك، ربي وموضوع يبارك فيك مليح. الاخ سمير. يعني اسمع، لكش موقع سوء اسمع سوء احنا تفاهم بيناتنا، اسمع لكش موقع سوء تفاهم لا لا بيناتنا مع الوقت. هذا راه اول حوار تاعك معايا، مع الوقت ان شاء الله نوالفوا بعضنا ونصيروا اصدقاء ونصيروا مليح اخوه، يا اخويا. فهمت؟ والجزائر كامل تجمعنا. وش يا اخويا حبيت نوصيك برك، اي الجزائر قبل كل شيء، طبعا طبعا، هذا هو هذا امر مفروغ منه، فهمت؟ هذا من السلطة المبادئ نتاعنا. بصح الجزائر تبقى. اكيد اكيد. احنا قلت لك علاش راني انا تحدثت على الموضوع بشكل عام، تحدثت على الوضع العام في الجزائر، لانه لما الوضع العام هذه دوك مثلا المتقاعدين هذو راهم فئه من المجتمع، مش هما المجتمع، فئه من المجتمع، وكل الفئات نتاع المجتمع راه عندها مطالب. شوف نعطيك كمثال برك، والله العظيم كاين فئات منسية في المجتمع، فئة نتاع واسمه نتاع المعاقين، شحال راهم يعطيو لهم؟ معاق بدون معاق 400 معاق 100%، شحال راهم يعطيو؟ 400 300 جكروان. شكون اللي دافع عليهم هذو؟ شوف الفئة نتاع العوانس تاع البنات اللي راهم مش متزوجين، راهم بالملايين، شكون اللي راهو يهضر عليه؟ وزيد يا خويا وزيد وش وزيد وزيد البطالين مش خدام خلاص، وزيد ترد وزيد وزيد. احنا دوك احنا رانا نتحدثوا، اذا كان حابين نعالجوا هذه المشاكل نتاع المجتمع، مش كل واحد يجبد قال انت ديت انا ندي، انت ديت سكنه انا ندي زوج، والله انت دي السكنه انا ندي سكنه، انا ماني نحوس لا على السكنه ولا نحوس على شهريه. حنا رانا نحوسوا على جال باش نعالجوا المشاكل اللي راها موجود في البلاد من اجل الاجيال نتاع المستقبل، لانه اذا كان درك حنا كل واحد راهو يجبد من جهته، من بعد البلاد تتطربق. انت تقول لي باللي الجزائر قبل كل شيء، ولكن في الواقع راه كل واحد يجبد في جهته. اروح نتفاهموا على الجزائر قبل كل شيء، اروح نتفاهموا كيفاش ننقذوا الجزائر، من بعد نهار اللي تستقر الجزائر استقرار حقيقي كل واحد يدي حقه، تدي السكنة نتاعك فيما بعد رغم أنوف هذا الناس اللي راهم في الإدارة، لكن تديها في دولة عادلة، دولة عندها مؤسسات مبنية على الصح
ما تقدرش انت دركا راها الا كان عندك الاكتاف، عندك ناس من وراك، عندك رشوه، عندك كذا تدي. ولكن مازال ما لحقناش المستوى وين انه قال انت عندك حق تديه. هاك تشوف، انا نهضر معك، انا منعت في من السكن في الجزائر، تمنعت من، انا كنت بثلاث اولاد داير دوموند نتاع سكنه، خرجوا دي سيليباتير عطاو لهم سكنه، قالوا واشي لازمك تمشي انت مع الار ان دي ولازمك تمشي مع انت كذا، فهمت؟ تعارضهم معارض، روح نحيه من لا ليست، هذاك هو معارض، هذاك نحيه من لا ليست. النهار اللي جيت لهنا لفرنسا قالوا هذا مسلم ما نعطيولوش السكنه، قالوا هذا جزائري ما نعطيولوش السكنه، عطاو لي السكنه وعوضني ربي احسن من السكنه اللي كنت رايح نديها انا في برج الغدير. ولكن كنت داير ربي في بالي، كنت عارف باللي ربي هذا ما يغفلش عليا لانه كنت على حق، وكنت عارف باللي ربي ما يخلينيش. وانت الاخ سمير وكل الاخوه، ما لازمش الانسان هكذا برك، كاين سوء تفاهم، كاين شوف كاين اشياء كثيره راها موجوده في الاعلام، فاهمين الاعلام هذا باللي راها الناس كل كيف كيف، راها الناس كل نهار، وراها الناس كل شروق، والناس كل قناه الرسميه. لا 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 لا، هذا راهو وضع صار شغل دي كليشي كما حكيتها منذ يومين مع الاخ، صارت الناس تمشي بنمطيه، هزه صوره نمطيه ودير فيها احكام مسبقه على الناس قبل ما يحكي معاك، قبل ما انت تناقش وياه يبدا هو يحكم عليك في احكام. بالعقل، راهو الوقت بيناتنا، هذه راه اول اتصال، وان شاء الله انني كما وعدت الاخ سليم وكما وعدت الاخ نتاع وهران نلتقي ان شاء الله في برامج ان شاء الله، ونحاولوا من خلال هذه النقاشات على جال باش نفيدوا بعضنا البعض. شيخ اسمحني لي نقولها لك بركه وربي يسمعنا بعضنا غير الخير. انا ما باليش كان البث تاعك كذا من فرنسا، وشي حبيت نوصل لك واحد الميساج بك، اي فرنسا هي اللي قلبتنا كيما هكا. انا هاني في فرنسا، الاستعمار هو اللي قلبنا كيما هكا. صحيح ها؟ صحيح، انا هاني الاستعمار هو المشاكل نتاعنا جايه من فرنسا، هاني هنا في فرنسا فوق التراب تاعها. مشو اسم مشو مشاكل فرنسا، استعمار 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 هو اللي خلانا. صحيح، قرن 30 سنه استعمار هي اللي خلتنا كيماك. صح، كاين منها. وحنا رانا نقولوا ربي يجيب الخير، حوسوا على جل باش نوقفوا في البلاد، ونوقفوا بالبلاد، ونعملوا مع بعضنا البعض على جال باش تصير الدولة ندية، فهمت؟ ما يجيش غدوانا قال هذا ماكرون ولا ساركوزي ولا فرانسوا هولوم ولا جيسكار ديستان ولا جاك شيراك ولا كذا، يجي يصير هو يقد عليا. جماعة راها تخدم وتعرق في واد سوف، وتعرق في بسكرة، وتعرق في أضرار، وتعرق في حاسي مسعود، والناس تاكل فيها لهنا بالمساك، فهمت؟ تجي دقلة نور يجيبوها من هي، الناس تاكل فيها لهنا بالمساك، ويجي البترول صافي مصفى والناس تمشي به لهنا. وكاينه ناس راها تصور لكم في بعض الصور، هاي فرنسا تلهبت وهاي كذا وهاي كذا، وهما راهم شوف نقولها لك قسما بالله غير يجيو يعقبوا راس السنه هنا في فرنسا. يا شيخ درك هذه الامور كل درك عاد يعرفها العام والخاص، هذه درك ما والله صدقني شعب الجزائر المشكل درك في الجزائر، الشعب على باله كلش يا شيخ، شعب الجزائر على باله كلش. الحمد لله، الناس قاعده تموت في البحر، واحد تشوف هنا في عنابه الناس قاعده تموت في البحر. صحيح. شباب صغير في عمره 18 و19 سنه راكب في فلوكه في الشتاء رايح لسردينيا. صح، ايه واش حنقول لك، كش ما يجيب لنا ربي ان شاء الله من فوق وفضت. امين يا رب العالمين. هو خويا، شوف يا خويا سمير، وان شاء الله نزيدو نتواصلوا، ربي يحفظك ان شاء الله. معذره لك ما قستك بكلمه هكذا يعني بصفرات. حبيت نوصل لك ميساج بركه، هو كي تحب تهضر على متقاعدي الجيش لازم تتحرى صح على الفئه هذه، وتتحرى على المطالب تاعها. وممكن انا ما وصلتكش ميساج، يعني كيما ممكن يوصل لك واحد اخر خير مني انا. نعم، مش هي الفئه هذه هي محقوره صح، مش نضط الناس كذاك على ما كاين والو، ونطلب ان شاء الله ما كاين فئات وسي واحد اخرى محقوره وسي، كيما نعم. الاستاذ، كيما الطبيب، كيما الناس كل عندها مطالب تاعها، والناس كل عندها، والناس كل، واللي ما يخدمش هذاك ما عندنا ما نهضروا عليه، خلاص الانسان اللي ما يخدمش الشومار هذاك حالته تسمى هي حاله واحده اخرى خلاص.
نطلب شاء الله. ربي ان شاء الله لهنا إن شاء وربي الله. يهنينا خويا. أنا السلام واش عليكم. نطلب الأخ سمير من الإخوة اللي جيو، هو أنه لما تجي لازمك تعرف باللي هذه هي الصفحة الأولى نتاعك معايا، تسمى لما تجي ما تجيش محمل بخلفيات أرواح، أنت هذه أول لقاء نتاعك معايا، يعني دير روحك باللي هذا أول لقاء، راك راح تلتقي بواحد عمرك لا تكلمت معاه، تكلم معاه دوك تشوف الفرق بين الإخوة وبعدين اللي نهضروا منفعين احنا يتكلموا سنتيبا. معاك. نعم انا اني نهضر معك اني نهضر معك وما نعرفكش، نعم ما ما فيش مشكل، نعرفكش. حاول انك حاول كانك في المره الجايه تعرف روحك مليح مليح باه نقدروا نهضروا معك وسي، باه ما ما تديناش فيش الفيد مش وسي. ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة ما كان حتى مشكلة. شوف نقول لك، اسمع، راهو عندي موقع، اسمع، عندي انا موقع، نطلب، احنا نطلب ربي تكون انت انسان صالح برك. شوف اسمع، انا راني راهو عندي موقع هاني كاتب فيه السيرة نتاعي من أكون، تقدر تطالعه، تقدر تطالع المقالات نتاعي، تقدر تطالع التسجيلات نتاعي، ربما راك بالك من الناس جدد في الانترنت، والله تقدر تطالع ايه وتشوف، شوف، وفيما بعد انت يا راه عندك عقل تفكر فيه ومن بعد تقدر تحكم. انا شوف نقول لك، انا ماني تابع لا للسلطة ولا تابع للاحزاب، ماني تابع لحتى حد، انا راني نعمل من اجل الجزائر غراتويتمون، مانيش نطالب على جال باش يعطيوني شهريه ولا يعطيوني بوست ولا يعطيوني سكنه، انا راني متطوع منذ سنوات من اجل تقديم خدمه للبلاد. خطر عليه شفت باللي هذا الاعلام، كل القنوات الفضائيه وبدون استثناء، كل الصحف وبدون استثناء، كل الاحزاب وبدون استثناء، كلهم عندهم اجنده راهم يخدموا فيها، كلهم عندهم ناس من وراهم. انا شفت باللي الجزائر محتاجة الناس هما يقدموا تضحيات، وباش تقدم تضحيات لازمك تكون انت في الصف الامامي. هذا الناس اللي نهار داروا الثورة، بن بولعيد وبن مهيدي وديدوش مراد والاخر والاخر والاخر، هذوك النهار اللي هما تقدموا ما كانوش يفكروا هو انه يديو سكنة والله يزيدوا لهم في الشهرية نتاعهم، كان جاهم ما كانوا يفكروا في رواحهم، ما داروش الثورة، كانوا داروا الثورة من أجل هو أن تستعيد الجزائر الحرية نتاعها والاستقلال نتاعها، داروا الثورة من أجل على جال باش الشعب الجزائري يعيش سيد في البلاد نتاعو. بالتالي دوك احنا الآن إذا كان حبينا على جال باش نوقفوا بالجزائر، نوقفوا بالجزائر قبل، فهمت؟ نوقفوا بالجزائر قبل، من بعد نبداو نحكيو على السكنة ونحكيو على الشهرية ونحكيو على اسمه. إذا كان دور كل واحد راه هو يحوس على الشهرية، أنا راني في فرنسا، أنا واش دخلني في جدك؟ فهمت؟ أنا علاش راني أنا دوك مواسي روحي؟ مواسي روحي على جال لأنه كاين صوت نتاع المظلومين، صوت نتاع المرحيين، صوت نتاع المطحونين اللي راهم في الجزائر، شكون اللي يهضر على المعاقين؟ شكون اللي يهضر على العوانس؟ شكون اللي يهضر على الناس هذوك اللي راهم ما يعرفوا لا عقد زياد ولا يعرفوا البلدية ولا يعرفوا الناس الأميين هذوك راهم بالملايين في الجزائر؟ شكون يهضر على الشيوخ هذوك اللي راه مساكن في حياته ما عندوش واسمه كذا، ما عندوش روتريت، راهو هكذاك الا كش ما صدقوا عليه ناس هكذا ياكلوا الا ما صدقوش عليه ناس، شكون اللي يهضر على الناس هذو؟ كل واحد يشوف في روحه، تاع المتقاعدين يشوفوا في رواحهم، في الاساتذه يشوفوا في رواحهم، والطلبه يشوفوا في رواحهم، وقاعدين حنايا متصارعين، جماعه راهم قاعدين يحرشوا في القنوات الفضائيه، كل مره يخترقوا موضوع، مرة ابتزاز، مرة اللحية، مرة الباسبور بيوميتريك، مرة الحجاب، مرة كذا، وقاعدين كل مرة يجيبوا موضوع والجزائر عاطلة. حوسوا على جال باش نهضوا بالجزائر مع بعضنا، وهذا الشيء اللي أنا خلاني على جال باش أنا ناخذ المبادرة. فيه ناس راها تتكلم كل واحد واش راه يقول، أنا خذيت المبادرة منذ سنوات قبل ما يظهروا هذو نتوع المتقاعدين تاع الجيش، قبل ما يظهروا الأحزاب، وقبل ما يظهروا هذه القنوات الجديدة هذه النهار والشروق وزيدوا زيدوا، قبل ما يظهروا كامل، راهو اليوتيوب، اليوتيوب أمامك، راهو شوف اليوتيوب أمامك، شوف راه مغلقوا لي شحال من حساب من 2006 لما فتحت المنتدى نتاع بلا حدود، راهو مغلوق، راهم ناس يعرفوني، تناقشت مع كثير من الشخصيات السياسية والرياضية، وتحدثنا في مواضيع كثيرة فيما يتعلق بالمأساة، وشرحنا الكثير من الاشياء اللي كانت مغمومه، وحنا نحوسوا على جال باش تكون هناك مصالحه وطنيه حقيقيه بين الجزائريين، فهمت؟ نتخاواو احنا الجزائريين،
نهار اللي تكون كاين الاخوه في الجزائر ويكون الجزائريين حاكمين بعضهم البعض، دوله في العالم ما توقفش قدامنا. عندنا كل شيء، عندنا الصحراء قادرين نعيشوا بها لافريك ونعيشوا بها لاوروبا، ولكن هذه الناس اللي راهم في السلطه ناس فاسدين ومفسدين. فهمت؟ احنا نحوسوا على جيل باش يكونوا رجال في القمه في كل المستويات. عندنا رجال، عندنا اعلاميين، عندنا مفكرين، عندنا ناس صالحين، ولكن للاسف الشديد هذه الصراعات اللي احنا بيناتنا هي اللي تخدمهم. لما انت دوك جماعه قاعده، راه قبل كنت نتكلم مع واحد من الاخوه، جماعه خارجه صح كاين الناس اللي راهم يطالبوا بالحقوق نتاعهم، ولكن كاينين الناس راهم جماعه تحرك فيهم، قال لك يلا تحرك واضغط. كل مره يجيبوا قضيه يضغطوا بها من اجل خدمه جهه ضد جهه. حنا هذا الوسم التخندق مع جد جهه ضد جهه ماناش نحوسوا عليه. حوسوا على جد باش انا مره نوجه انتقاد تاع الحوار كلنا. المهم الاخ خرج، الاخ سمير شوف ترى نحاول هو انه كش ما نزيدو ندخلو، شوفوا ترى هذا الاخ هشام أخ هشام مرحبا بك، أهلا وسهلا. تفضل أخ هشام مرحبا بك. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم، مساء الخير أستاذ. وعليكم السلام مرحبا بك الأخ هشام، أنا نسمع فيك. كونيكسيون وقيلا ناقصة شوية أستاذ. لا أنا نسمع فيك جيد. مرحبا أستاذ، واش حورتم؟ الله يبارك فيك، منين راك تكلم فينا الأخ هشام؟ أخ هشام أنا نسمع فيك جيدا. تفضل الأخ هشام. أخ هشام هل تسمعوني؟ يبدو أنه راه شوفوا ترى واحد اخر من الاخوه، اخ غربي هذا، الاخ هشام عاود ربما دير عاود طلب، ربما عندك مشكله في الانترنت، عندك مشكله ربما في الخط نتاعك. اخت فوزيه قلت لي بلي سمير ستانوم انفاليد بور لو بيي اي براف، الحمد لله. الاخ راني اضفتك، الاخ غريب والله، واش اسمك؟ انتظروا. المهم الإخوة والأخوات ترني مرة على مرة نضيف واحد هكذا على جل باش لكن كما تعرفوا الخط خاصة الإخوة اللي راهم موجودين في الجزائر. للأسف الشديد راني دخلتك الأخ الكريم، ولكن الأخ غربي أمين راني حاولت باش ندخلك، نزيد نمر لواحد من الإخوة الآخرين. كاين مجموعة بزاف، قلتكم نشوف إخوة آخرين. هذا اللي مسمي روحو يوبي، شوفوا ترى هذا الأخ اللي مسمي روحو يوبي، نحاول إن شاء الله ندخلوه. مرحبا بك الأخ الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واش راك خويا نور الدين لاباس؟ الله يبارك فيك، وشكون الاخ الكريم؟ انا ايوب باشي ومقيم حاليا بالمانيا. مرحبا بك الاخ ايوب، منين الاخ ايوب؟ من البلاد. مشكور اخي، تقدر تقول جزائري يعني، زدت في الجنوب زدت في الجنوب، تربيت في الشمال، قريت في الشرق، خدمت في الغرب يعني. معليش يا سيدي،
واش تقولنا الاخ ايوب في الموضوع تاع اليوم تاع الوضع العام في الجزائر، واش المطلوب منك كجزائري؟ يعني ربما واش سمعت نقولوا، المداخلة تاع الاخوة. سمعت هو انا يعني متابعك عندي مدة، يعني الله يبارك فيك. متابعك تقريبا من 2012 آه ما شاء الله. الله يسلمك. يعني واش نقولوا، الوضع في الجزائر ما يشكر، كما نقولوا بالدارجة، مع يعني على حسب الإمكانيات اللي عندها بلادنا، وعلى حساب يعني الثروة اللي عندنا، وعلى حساب كفاية يقولوا الكفاءات اللي موجودة في البلاد، وما شيء ما يشكرش، شيء ما يشكرش. يعني لو كان بداو نهضروا في الموضوع، كفاية نقولوا نتأثر. يعني كما نقولوا انا دوك حاليا عايش في ألمانيا، الحمد لله لاباس، طلعت كما نقولوا بوراقية، ما رحتش حراق ولا، ولكن بنادم كي تفكر البلاد في البوراقية. أخ أيوب، نعم المهم راهو كاين تقطع في الخط تاعك ربما. الصوت واضح الآن. لا أنا نسمع فيك. الحمد لله. وش حنقولوا، قلت لك الوضع في البلاد يعني على حسب الإمكانيات اللي عندها الجزائر، وعلى حسب الكفاءات اللي كاينين، وعلى حساب يعني 70% شباب، على حساب هذه الأمور نعم قاع. يعني وتشوف الواقع كيفاش راهو يمشي، ما يعني ما كاش توازن، يعني ما كاش على حسب الكفاءات، ما عندناش توازن ما وش بين هو المطلوب؟ المطلوب. يعني وش حنقول لك، ما عندي بالك تقول عندي نظرة متشائمة ولا، ولكن هذه النظرة تاعي واقعية. المطلوب هو انه يبدا تغيير جذري، حب يقول من لا باز، من تحت، الى انه يبدا من التربيه والتعليم. حتى انا كنت مؤخرا في الجزائر، ما عنديش بزاف من اللي كانت عندي عطله في الجزائر. نعم و يعني تشوف باللي التربيه راحت، كي تشوف باللي بعض القيم اللي كانت عندنا بكري وكذا ما بقات. تشوف باللي حب يقول المطلوب هو انه من الاساس، من تحت، التربيه هذه تبدا. يعني الشعب تاعي، ما نش نقول لك الشعب فاسد ولا الدوله فاسده، يعني كلش كلش. نعم تجي تشوف الشعب يشكي، تروح للمسؤولين يشكيو، المسؤولين يشكيو من الشعب، الشعب يشكي من المسؤولين، تما هنا ما وراه مشكل في الشعب ولا في الدوله، فيهم في زوج ولا فينا قاع. حب يقول كما انت تقول، الشعار تاعك الجزائر يبنيها الجميع، نعم اخطأ في حقها الجميع، هذا الشعار تاعك. نعم حب يقول انت يا دوكا ما تقدرش تلوم الشعب ولا تلوم الدوله، يعني يلزم الجميع، تكون مبادره من الجميع، الجميع يقرر باش ينهض بهذه البلاد، ماشي الشعب يلوم في الدوله والدوله تلوم في الشعب، وما ماشي حل هذا. نعم نعم شكرا الأخ الكريم، نشوف ترى إخوة آخرين إيش ما يزيدوا يضيفونا. شكرا الأخ مشكور أخي، أيوب مع من السلامة، مع ألمانيا، السلامة، ربي مع يبارك فيك. السلامة. شكرا شكرا، نزيد نشوف ترى كاش مع إخوة، نشوف ترى هذا الأخ اللي هذا أسامة ولا ما على باليش، راني أضفتك الأخ الكريم، نشوف ترى لعل الله تكون الكونيكسيون عندك مليحة ونسمع ترى الرأي نتاعك، لأن الله تفيدنا بالرأي نتاعك، تفيدنا بكش مداخلة ولا المهم راني دخلتك الأخ الكريم اللي ترمز للاسم نتاعك بأومياس، دخلتك ولكن يبدو أنه عندك مشكلة في شوف ترى هذا بخالتي، هذا أهلا بخالتي، ما كانش للأسف الشديد ما أخ شريف. أخ شريف، أخ شريف، واسمه البارامتر تاعك، شوف البارامتر تاع الهاتف تاعك، عندك مشكلة في البارامتر تاع الهاتف الأخ شريف، نشوفه ترى زكريا هذا للأسف الشديد، كيف كيف الأخ زكريا، زكريا دي زاد.
شوفوا ترى كيف كيف. المهم الاخوه اللي ما قدرتوش تدخلوا كامل، عندكم مشكل في البارامتر تاعكم، بارامتر تاع الهاتف. شوفوا في البارامتراج تاعكم على جال باش تشغلوا، كاين اشياء لازمكم تشغلوها باش تقدروا تدخلوا. نشوفوا ترى الاخ هذا عادل لعل الله، كيف كيف الاخ عادل ما قدرش ندخلك. شوفوا ترى هذا الاخ اللي مسمي روحه مثلجات، مثلجات تراكش ما جبت لنا معك شويه كلاص ولا والو ولا هكذاك برك. شوفوا ترى الاخ هذا بالك لعود راه عنده انترنت مليحه. المهم هو يدخل واحد مره واحده برك خلاص، من بعد يولي يقدر يدخل. مشكل في البارامتراج تاعكم، كاين اخوه اللي ربما في البارامتراج تاعكم في الهواتف راكم كاين حوايج دايرينها ديزاكتيفي، هذيك لازمكم تاكتيفيوها باش من بعد تقدروا تدخلوا. فهمتوا كي في المكان تاع التعليق هذيك وين تكتبوا التعليق، كاين شوفوا ثم كاين بوتون ثم شغلوه. الاخ راني دخلتك، ربما يبدو هو انه عندك الانترنت تاعك ضعيفه. كاين ناس دخلوا مباشره يدخل للاسف الشديد. اصبر ترى الاخ اللي قلت لي عادل راني حاولت باش ندخلك، اللي ترمز للاسم نتاعك بدياكوف عادل دخلتك، ولكن للاسف الشديد في البارامتراج تاعك ممكن مش مضبوطين. شوفوا ترى دو كيبو نفس الشيء، الاخ اللي ترمز المثلجات دخلتك اخ عدو كيبو هذا كيف كيف راني دخلتك ما كانش. الاخ امياس كيف كيف ايمن، شوفوا ترى هذا نزيدو نعاودو هذا الاخ ايمن هذا. هذا ايمن الامين هذا، شوفوا ترى لعل الله هي. مش المشكلة في الانترنت دوك، شوف البارامتراج تاعك الاخ عادل، شوف البارامتراج تاع الهاتف تاعك، شغل هذوك الحوايج اللي راكم انت دايرهم ديزاكتيفي اكتيفيهم باش تقدر فيما بعد تدخل. الو الاخ ايمن، يبدو انه الخط نتاعك كاين مرات اللي هو انه الجهاز تاعو والبارامتراج تاعو راه نورمال، ولكن شوفوا ترى هذا الاخ بالقاسم، اخ بالقاسم هذا بالك لا عاد يقدر يطلع. المهم كل مرة نحاول ندخل واحد و هو بالسكايب خير، ولكن نشوفه ترى ربما في المستقبل إذا كان لقينا ناس. أخ بالقاسم راني دخلتك وراني ننتظر فيك. أيوة أخ بالقاسم مرحبا بك. وعليكم السلام. الله يسلمك، لاباس؟ لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. من راك تكلم فينا الاخ بالقاسم؟ ما تبسم. مرحبا بك الاخ بالقاسم، تفضل. الموضوع تاعنا اليوم هو حول الوضع في الجزائر، كيفاش راك تشوف انت في الوضع في الجزائر؟ واش هو المطلوب منك كجزائري؟ والله نحاول سؤال لهنا باك. تفضل. قلت لك نحاول سؤال لهنا ان شاء الله. تفضل الاخ بالقاسم. المهم شوفوا ترى واحد من الاخوه الاخرين، شوفوا ترى الاخ هذا
هشام، أشوفوا ترى هذا الأخ هشام. أخ هشام، تفضل السلام الأخ عليكم هشام. السيد، مساء وعليكم الخير. السلام، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا أسمع فيك، تفضل. مساء الخير أستاذ. مساء النور، تفضل. تفضل الأخ هشام، راك تفضل. تسمع فيا أستاذ مليح؟ نسمع فيك جيدا، تفضل، راني نسمع فيك بيان، تفضل. كي جبتي الفئات المهمشة كيما نقولوا، كي جبتي الفئات المهمشة كيما المعوقين كيما يحب. نعم، تفضل تفضل تفضل، تكلم تكلم الأخ هشام، تفضل. ما الأخ هشام الخط نتاعو؟ الأخ اللي طلبتني أجل باش نضيفك، أطلع أطلع، أنت اللي أطلع أطلع ولا نطلعك؟ الأخ عبد الرحمن، شوفوا ترى هذا الأخ عبد الرحمن. أخ عبد الرحمن، عندك مشكلة، عندك مشكلة في ال فهمت. شوفوا ترى هذا الأخ راسم، هذا أخ عبد الرحمن، راني طلعتك طلعتك عبد الرحمن، ولكن عندك مشكلة في الخط نتاعك، خط ولا في الهاتف نتاعك راهو مغلق، لازمك تشغل وتقبل الانفيتاسيون هذيك على جال باش تقدر انت تدخل. اذا كنت انت راك معطل هذيك الخاصيات هذيك ما تقدرش تدخل، لازمك تكون مشغلهم. الاخ راسم هذا، راني طلعتك، الانتظار هو انه توصل. الاخ هشام، راني طلعتك ويبدو انه عندك خلل في الخط نتاعك، انا كنت نسمع فيك، ربما انت ما كنتش تسمع فيا، حتى اضطريت وليت نتحدث معك بالاشاره. الاخ هشام، يبدو انه الخط نتاعك راهو ضعيف، راني ننتظر. المهم الإخوة اللي راكم تنتظروا في القائمة، آسف جدا الأخ راسم ما قدرتش تدخل، يبدو أنه عندك مشكل في الخط تاعك. شوفوا ترى الأخ هذا فيصل، هذا الأخ اللي مسمى روحه فيصل، شوفوا ترى لعل الله يطلع. في انتظار هو أنه يوصل الأخ فيصل، شوفوا ترى نطالعوا بعض التعليقات. بروبليم كونيكسيون تاع هدى فرعون، ربي ان شاء الله يجيب لكم وزير اللي يقلبها لكم 100 جيجا فما فوق. الاخ اللي ترمز للاسم نتاعك بخالتي، راني طلعتك ويبدو هو انه عندك مشكلة في الهاتف نتاعك. الاخ فيصل، مرحبا بك. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا وشكرا خويا، طلع استاذ. الكاميرا نشوفوك، تشوفنا انت برك ولا؟ والله لي ظروف ما يا استاذ، اسمح لنا عندنا ظروف. معليش، ما فيش مشكلة سيدي. منين راك لا تكلم بس فينا الاخ استاذ، فيصل؟ من ولاية تيزي وزو استاذ. مرحبا بك الاخ فيصل، ومرحبا معك بالاخوة من تيزي وزو. واش تشوف مرحبا الاخ معك. فيصل في الوضع العام هذا في البلاد، واش هو المطلوب منك كجزائري؟ والله الخطرة اللي فاتت تبعتك أستاذ في المداخلة اللي فاتت، سألك واحد الأخ وانت قلت له شغل رجعت لنا للدولة العثمانية والاحتلال الفرنسي اللي دام 130 سنة، نعم عشرية سوداء، عشرينية سوداء ماهيش عشرية، نعم يعني شغل لازم وقت، نعم يعني الحل ما راحش يجي في عام ولا عامين ولا 3 سنين، ولا لازم أكيد، وقت.
نعم هذا واش نشوف انا استاذ. نعم متفق انا وياك، انا راني شفت كاينه حاجه ثانيه خطر عليها، ممكن نوضح لك برك النقطه هذه ومن بعد تفضل الاخ. معليش. شوف انا كيفاش نشوف المساله، خطر كاينين الناس درك قال درك مثلا في هذه تاع المتقاعدين هذو تاع الجيش ولا المشطوبين ولا كذا عندهم مطالب، هل ترى درك هما لما هما مثلا قال مثلا واحد عنده سكنه يعطي له سكنه، وقال واحد عنده شهريه اعطي له شهريه، عنده مشكله في الشهريه قال زيد له رايح يحوس على 1.5 مليون زيد له 1.5 مليون، هل ترى حلينا الازمه؟ ما نحلوهاش. بعد 10 سنين هذاك، بعد 10 سنين هذاك اللي راك انت عطيت له السكنه من بعد غدوه بنو راه يحوس على السكنه، من بعد باباه راهو ما كانش خلاص راهو مات راهو هو يولي يحوس على شهريه ثاني. المشاكل كاينه مشاكل اللي هي لو كان ما نعالجوهاش بعمق رانا رايحين بعد عامين 3 سنين نعاودوا نرجعوا لمشاكل اكثر منها. بالتالي دوك انا كيفاش نشوف؟ نشوف باللي هذه الازمه نتاعنا ما بداتش من القضيه نتاع الفيس. روح شوف مثلا القضيه نتاع الاغتيالات، كاين ناس يقولك بلي اغتيالات في التسعينات بدات من قبل، شكون اللي قتل عبان رمضان؟ وشكون اللي قتل كريم بالقاسم؟ وشكون اللي قتل خيبر؟ وشكون اللي قتل ذاك وذاك وذاك وذاك؟ صارت تصفيات داخل الثوره تصفيق. والاستعمار هو راهو دام قرن و30 سنه، والريلي فقط واحد جزائري راح البسيكياتر، دولة كاملة تعرضت للاضطهاد، ناس حرقوهم في الأفران، فهمت؟ ناس دفنوهم أحياء. أنا عندي نسيبي، نسيبي خو المرأة قتلوه حي في واسمو أثناء الثورة، ربي يرحمه، حي دفنوه حي، رموهم في بير راه معروف في المنطقة نتاعنا في برج الغدير يقولوا له بير الأشراف، دفنوهم أحياء، دخلوهم في بير وخلوا عليهم، ما زالوا من الدرك ثم في البير هذاك، فهمت؟ دفنوه حي. درك انتيا البلاد راه تعرضت الى استعمار والمشاكل بدات قبل، علاش جاوا الاتراك؟ علاش جاوا الاتراك؟ جاوا لانه كانت هجمات ضد الجزائر اسبانيا والبرتغال وكذا، دونك المشاكل هذه ما بداتش غير درك، راها قديمه وقاعده غير تتراكم تتراكم. تشوف انت الشعب الفرنسي يتكلم الفرنسيه، الشعب الالماني يتكلم الالمانيه، الشعب الانجليزي يتكلم الانجليزيه، الشعب الجزائري واش يتكلم؟ واش راه يتكلم؟ واش هي اللغه اللي راه يتكلم؟ خلوطه، يعني انا نسميها خلوطه استاذ، ضربونا في الهويه يعني. هذا كمثال وهلم جرى مشاكل نتاعنا كاينين دوك يا جماعه قاعدين زعما شغل يحملوا المشاكل لبوتفليقه، بوتفليقه هو راه ورث وضع وهو بنفسه راه مشارك في هذه الازمه، ورث وضع وبصح هو راه مشارك في الازمه، وحنا اذا كان دوك حنا نحوسوا نحلوا الازمه ماهيش هذه قضيه، هذه نتاع قال مثلا دوك قال مثلا في منطقه القبائل قال اللغه، منطقه نتاع مزاب قال احنا نحوسوا على المذهب نتاعنا، المتقاعدين الجيش قال احنا اعطونا السكنه ونحوسوا على شهريه مليحه، والاطباء قال احنا نحوسوا على طبليات ملاح وتعطيونا دي كارطابل ملاح، والاساتذه كذا يا ودي روحوا نعالجوا الازمه الجزائريه كامل، نبنيو دوله نتاع مؤسسات ومن بعد اللي عنده حق يديه. اكيد تفضل الاخ الكريم. ان شاء الله ان شاء الله هذاك واش هذاك واش رانا نتمناو الاستاذ مردين، الله ربي ربي يسقم الاحوال ان شاء الله، وكما قلت لك لازم وقت يا استاذ، ولازم لازم الشعب كامل يوقف، ودخلها بزاف فيها حوايج، دخلها فيها الاخلاق فور اكزومبل، هذا الفيسبوك يا استاذ راه يكشف لنا بزاف حوايج فور اكزومبل، جو سي با انا كيما لا فوا باسي دشنو هذيك ماشي دشنوها رموها الكنيسه هذيك تا هو، يعني تقرا التعليقات تاع الشعب الجزائري يعني تفقد الامل يا استاذ، يعني وراك جبت هذا السوجي في المداخله تاعك المره الماضيه، دوك نشوفوا انه الشباب كامل راه حاب، هذاك الشاب اللي راه حاب يحرق ويروح لبلاد الكفار اللي مسمينهم الكفار راه شغل راه ضد هذيك الكنيسه اللي تشنوها في وهران، يعني فيه تناقض يا استاذ، يعني على بالك الحاله راهي مخلطه بزاف يعني. تمام فهمني استاذ. شوف انت في فرنسا، شوف هنا في فرنسا، هنا في تولوز ما عندهاش دشنو مسجد
أنا في تولوز في الصيف هذا اللي فات. دشنو في تولوز هذا وين راني ساكن أنا، دشنو مسجد ومسجد واحد آخر، مسجد واحد آخر راهو قريب يكملوه، هم رايحين يدشنو، وكاين مساجد أخرى. يعني أنت درك في فرنسا راه في كل ديبارتومون كاين مساجد، وناس راها تصلي، وناس راها تروح للاسواق يبيعوا في القنادر، يبيعوا في المصاحف، يبيعوا في كذا، محلات تجاريه في كذا. انت عندك ربع مسيحيين، ربع في الجزائر ضايقه بك الدنيا، زعما كانه هذا الشعب الجزائري هذا راهو ما شاء الله راه الحق يطبق في الشارع كذا، وهذو دوك راهم قال الناس منحرفين. روح شوف الشواطئ واش راهو صاري، روح شوف البيوت نتاع الخماج كيفاش راها صاري، روح شوف المراكز اللي راها فيها الموجون، قسما بالله العلي العظيم تشوف فيديوهات راهم منشورين على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. وحدك انسان واحد يعود عنده الحياه غير وحدك ما تقدرش تشوفه. وهذه في خاطر الشاب كذا، وهذه في خاطر كذا، ويمدوا في الملايين وفي كذا. انت ايش علاقتك بالاسلام؟ انت ايش علاقتك؟ ثم راهم درك هما هذو راهم محافظين اكثر منك، هذا المسيحيين محافظين وانقياء احسن منك. انت واش عندك؟ انت عندك الاسم تاع واحد مسلم، اسم برك، لكن الافعال تاعك ما عندها حتى علاقه بالاسلام. بارك الله فيك استاذ. لذلك انا دوك راني نشوف انا وين راه المشكل. انا هاني في فرنسا ومسلم، دوك انت دوك راهو هذا المسيحي راه في فرنسا، كيجي الجزائري يولي بطل ولا كيفاه؟ راهو بالمسيحيه نتاعو راهو في الجزائر ولا راهو في فرنسا، الله يسهل عليه. هو راهو اختار هذيك الطريق، ترك مسلم من اركان الايمان، من اركان الايمان هو انك تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. من اركان الايمان هو انك تؤمن بالكتب والرسل. بارك الله فيك. هو راهو قال مثلا راهو دين محرف، وانت يا انت مش دينك محرف؟ احنا اللي حرفنا بيدينا استاذ الدين. لا 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 فهمني فهمني، راني معاك راني معاك راني فاهمك راني فاهم الفكره تاعك. الدين تاعك انت ماشي الدين الاسلامي، الدين تاعك انت ماشي الدين الاسلامي. بارك الله. الدين الاسلامي حاجه اللي اللي راك دايره في راسك اكزاكتومون. كيف هذا اللي راهو الدين تاعو هو يامر بالزكاه وهو ما يمدهاش، ما يمدهاش، ويامر بالحج وما يحجش، ما يحجش، يامر بالصدقه وما يصدقش، ويامر بالتسامح وما يسامحش، ما يسامحش، ويامر بالاخلاق وهو ما عندوش اخلاق اصلا. ايه هذه هي المساله. دونك المشكل فضل. استاذ حبيت نقول لك ماهوش الا في الدوله، احنا نلومو غير في الدوله، نلومو في الدوله، المشكل تاني راه في الشعب. اكيد احنا تاني راه فينا فينا بزاف بزاف عيوب، فينا نعم. بزاف عيوب استاذ، ما نكذبوش على روحتينا، الشعب تاني راه فيه بزاف بزاف عيوب، تاع عيوب. نعم راك فاهمني استاذ. نعم الخلل راه موجود في في كل الاماكن، موجود في المؤسسات، موجود في الشعب، موجود في المواطن، موجود في الناس اللي راهم في النظام. كاين الناس اللي راهم يقدموا في خدمات وراهم يخدموا في الشعب في النظام، وكاين الناس راهم مجرمين داخل الشعب، فهمت؟ وفي المقابل كاين الناس راهم في الشعب، كاين الناس اللي راهم يخدموا وراهم ينصحوا وراهم كذا، وكاين الناس في النظام. الامور مخلطه، وكيف ما يقولوا في بكري يقول لك راح المسلم في سبت المجرم. هذه هي هذه يا استاذ، بارك الله فيك. احنا دوك على جال باش احنا نهضوا بالبلاد، لازم خدمه طويله، ماهيش نتاع نهار ولا زوج ولا عام ولا عامين. لازم لنا اول شيء انه لازم لنا مشروع، لازم يكون لنا بعث الامل، هذا هو الشيء الاساسي. لازم لنا نحاربوا هذا الياس ونحاربوا هذا الاحباط. هذا دوك اللي راهو دوك عايش في جنه ورايح هارب لفرنسا، لا جاي لفرنسا، لو كان راك في الجنه ولا لا راك رايح لاوروبا، علاه راك رايح له لو كان راك في الجنه؟ لماذا؟ لانه لهنا ما كانش، لانه القناعه ما كانش. تا واحد راهو عنده دار ولكن يحوس يزيد يدي زوج ولا ثلاثه، عنده طوموبيل ولكن يحوس يدير زوج ولا ثلاثه. صح صارت الناس يا صاحبي انت يا عنده سكنه راهو في ازمه نتاع سكن، يمدوا له السكنه نتاعو يبيعها في نهارها. وين هذه عندك ازمه سكن؟ هذه واحد راهو يحوس يشتغل وراهو يجري ويجري يجري، يمدوا له قال مثلا ما على باليش انا مشروع نتاع تشغيل الشباب ولا هذيك،
عوض هو انه قال مثلا يخدم، عوض هو انه ينتج، عوض هو انه كذا يبيع الماتريال تاعو وحكم الطريق. صح هكذا ننهضوا بالبلاد بهذا الشكل، هذو تنهض بهم، هذو قاسم بالله العلي العظيم غير بيوعة. هذو لو كان حضروا في وقت فرنسا هذو كل حركة حركة بالوسمو، هذو لو كان حضروا في وقت فرنسا والثورة والموس والرصاص وذيك والله كونوا كل حركة. ربي يقدر الخير إن شاء الله أستاذ، بارك الله فيكم أستاذ. مشكورين يا أستاذ، نشكركم على المجهودات تاعك، ورانا من المتتبعين تاعك، وما نطولوش على الجماعه، نخلو الكلمه للاشخاص. شكرا اخي فيصل، وربي يبارك فيك وربي يبارك بكل الاخوه اللي راهم يتبعوا فينا. شكرا، السلام. نزيدو ترى نحاولوا الاخ هذا عبد الحق بوخرس، هاي ترى الاخ هذا عبد الحق بوخرس هذا، شوفوا ترى بالك العود واش ما تفيدنا. عبد القادر رزقي، أخ عبد الحق مرحبا بك. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. واش راك أستاذ لاباس؟ والله لاباس، ربي يبارك فيك. مرحبا بك الأخ عبد الحق. عبد الحق بوخرس من باريس. مرحبا بك يا خويا عبد الحق. يا أخي ماكش خوك أمير، أسمع باش ندردن نعم. اسم اللطف الجو شوية برك يا أخي، مش لا يا أخي أمير يا أخي، مجرد الاسم برك بيني وبينه. أنا من المسيلة، أنا من المسيلة ومن نواحي طيارة يا سيدي، ما بعد على بعضنا، بعد على بعضنا، يعني قريب ليك، قريب ليك أكثر منه هو. أيوا أوكي يا أستاذ، درك أنا الدردشة هذه اللي راني نسمع فيها وأنكم راكم تلوموا في الشعب، الشعب هو اللي مش مليح والدولة مليحة. لا ما قلناش الكلام هذا. إيه أنا على حساب ما راني نفهم، كاين جماعة اللي راهم يلوموا في الشعب بالبزاف والدولة. يعني الدولة هذه لو كان جات مسقمة، الشعب ما يتسقمش. حنا رانا نشوفوا أستاذ في الدولة اللي ماهيش مسقمة، جابوا ضياف الله يرحمه 6 شهور الشعب ولا تسقم، ولات الأمور تمشي واستعرفت به، واستعرف به الشعب كله، واللي كان يسرق ولا ما يسرقش، واللي كان يسطل ولا ما يسطلش. والناس ولات قالت فوالا جانا انسان طيب راح يفتح لنا المشاكل كامل، فاذا به مات الله يرحمه وقتلوه، وجات ناس في بلاصتو هاما دركا التعسف هذا والديكتاتوريه هذه اللي راهي في البلاد. كيفاش هذا الشاب ما يهبلش؟ اللي في اللي حاكم منصب عنده 4 ديار و5 ديار، والشعب البسيط ما عندوش مانبا وين يسكن. الشعبي ثاني يلهلف ويقول انا ثاني ندي كيما دار فلان، ونسرق كيما سرق البي دي جي ذاك، والديريكتور جنرال هاو يسرق، والدواني هاو يسرق، والجدارمي هاو يسرق، والاخر يدي في الرشوه، والاخر يدي في الرشوه. درك ولات يا استاذ باينه هذه الامور، باينه وخاصه في الاوساط، في الاوساط تاع الدوله والاوساط تاع الحكومه، باينه هذا طغات بالبزاف، طغات بالبزاف. لهذا الشعب انا نظن يطالب بحقه مهما كانت الامور. مادام نشوف انايا ناس تهرب في المليونات تاع الدولارات لبرا، لو البارح جاب لنا واحد 17 كونتينر تاع قمامه، احنا محتاجين قمامه باش تجيب لنا قمامه من ليترونجي. اما الشعب هذا كيفاش يدير؟ هذه هي درك الامور استاذ. يا أستاذ هذا الناس طغاو بالبزاف، عندنا 20 سنة وحنا عايشين في الطغيان، غير السرقة، غير المشاكل، غير الرشوة زادت. صح من بكري كانت عندنا تخلفات الاستعمار شوية، سي نورمال، الشعب ماوش مثق بزاف، ما عندناش مسيرة كبيرة من الاستقلال. عندنا 50 و60 سنة، الدول الكبار عنده فيها عندها 250 و200 و300 سنة مستقلين، وسيفري خسروا الاخ ولا الاخت اللي ترمز للاسم نتاعك بسهام، دوك نطلعك، صبر يكمل الاخ عبد الرزاق وندخلك. تفضل الاخ. اعداد بشريه بالبزاف باش رخصوا الديمقراطيه في بلدانهم، وراهم ماشيين لقدام. احنا مازين غير اللورا برك، ماشيين غير اللورا برك،
انا نظن باش الشيء هذا يتغير لازم تغيير راديكالي يا استاذ، لازم تغيير راديكالي من الفوق، كما يقولون الناس العرب العكازه كي يخي معوجه من الفوق ماهيش معوجه من تحت. درك الا كان جاو في ناس في المستوى وناس اللي يقادروا الشعب هذا ويحبوا الشعب هذا ويخدموا الشعب هذا، انا نظن الشعب يتبع، الشعب يتبع ويقنع باي شيء مدوله واحد نزيه، بشرط يكون نزيه. اما انسان سارق ويمد لي ابارتمون انايا مخدومه على النص، ما نقبلش بها وما سي نورمال، ونزيد نطالب بالاخرى ونطالب بوحده البني ونطالب بوحده الخويا ونطالب كذا ونطالب كذا. هو يبني القصور في باريس واوروبا وسويسرا، وهذا الشيء باين درك، عرفناه الناس العام والخاص راهو يعرف، العام والخاص راهو يعرف. والشعبي كيفاش يقنع؟ كيفاش يقنع لك بسكن مبني على النص؟ والله يشي والله تجيب له انت تصنيع تاع سياره مسوديه في الوسط يا استاذ، تمشي بها 100 كيلومتر تتقرط بك، وهو والصانع هذا زعما اللي يصنع في السيارات هذا يمشي في السيارات الفاخره. وش هو المطلوب الاخ عبد الحق؟ المطلوب الشعب واش يدير ولا؟ احنا كلنا كشعب كمثقفين كسياسيين، واش هو المطلوب على جال باش حنا نغيروا هذا النظام؟ دوك حنا رانا نقولوا بلي هذا النظام فاسد، النظام هذا يروح. كي واش لازمنا؟ واش لازمنا؟ يا هل ترى نقعدوا هكذا دوك نتكلموا واش لازمنا على جال باش حنا نغيروا هذا الفساد ونغيروا هذا النظام؟ يا اخي حنا رايحين نجو خير من فرنسا، الشعب فرنسا كيتحرك ودار جيلي جون. هاو يطالب، هاو ركع الرئيس وهاو مستعرف لهم وما همش قابلين الشيء اللي استعرفوا له. يا خويا احنا المطلوب من الشعب هذا ينفض روحه وينوض ويطالب بحقوقه بامور سلميه ما راهيش همجيه، وهذا الناس يحدروا من الكرسي ويروحوا، ما راناش قابلينهم سبحان الله. هذا ما كان، هذا هو المطلوب. كيفاش هذا هو المطلوب؟ مسيرات سلميه. كيفاش هكذا دير؟ واش كيما داروا نداءات هكذا؟ نعم، دير نداءات وكيفاش من بعد؟ ايه دير الانسان نداءات، ولازم الواحد ولازم احزاب سياسيه او المعارضين هذو الناس اللي فيهم صح الصدق والامان يتبناو هذه القضيه هذه. ويا اخي ولو كان نمشيو حتى اضراب شامل واضراب وطني، الناس هذه تبدل ونعاودوا نهيكلوا رواحنا ونعاودوا ننتخبوا بنزاهه وبغير تزوير وبغير امور، ويخرج لنا انسان صالح اللي هيكل روحه ويدير ناس صالحين معاه. انا نظن الشعب يسمع له ويسرش له. الشعب دركا ما يقدرش يمشي مع واحد ولا يخدم مع واحد اللي يزور الانتخابات ودا المسؤوليه بالذراع. اسكو يمشي مع شعب؟ شعب ماهوش راضي. إذا أنا نشوف باللي الشعب هو اللي بدل الأمور هذه، الشعب هو اللي بدل الأمور هذه، ولازم لازم ناس صحاح اللي يقودوه. وقال بركات، خلاص بركات، يحطوا مش كيما هذا اللي جان تاع المراقبة تاع الانتخابات تاع اللي تعينهم الحكومة اللي هي تسير الانتخابات. لا، يجيو ناس يا سيدي، ولو كان ديروا كيما ليبيا، احنا لجان شعبيه، الشعب هو اللي يسير الامور، ونظن تنجح العمل. يعني يخيروا ناس صالحين والشعب يتبعهم ان شاء الله. شكرا لك عبد الحق، راهم كاين اخوه راهم ينتظرون ان شاء الله. ربي بارك الله فيك استاذ، وشكرا ويعطيك الصحه. ربي يبارك فيك. شكرا مره اخرى ان شاء الله الاخ عبد الحق، ربي يبارك فيك. شكرا. المهم نحاول، ترى الاخت ترى كيما اللي قبل واسمه مانيش عارف، واحد الاخت قبل اتصلت بيا، راني ما لقيتكش في القائمه، اطلبي الاضافه على جال باش ندخلك. شوف ترى نعاود. مازال عندك مانع اخ شريف؟ عندك مانع في الخطه في الهاتف نتاعك؟
شوفوا ترى مع الأخ هذا صلاح الدين، نفس الشيء الأخ صلاح الدين مرزوقي، عندك مشكلة في الهاتف نتاعك. الأخت اللي قبل طلبتي على جال باش نضيفك، اطلبي على جال باش ندخلك معايا وما فيش مشكلة. هاي هذا ونشفت، هاي عاودتي طلعتي وعاودتي هبطتي، راكي ضغطتي ومن بعد عاودتي خرجتي، عاودي طلبي ومن بعد نعاود ندخلك باش ندخلك ومن بعد تفضلي بالمداخلة تاعك. في انتظار هو انه تشوفوا ترى مع الاخ هذا محمد، محمد عدو، شوفوا ترى اخونا هذا محمد. الاخ صلاح الدين، اخ محمد، للاسف الشديد الاخ محمد راك دخلت وخرجت، راني اضفتك وراك تعرف. زيدوا نعاودوا الاخ صلاح الدين المره هذه، نتمنى على جال باش تدخل الاخ صلاح الدين، صلاح الدين المرزوقي. راني دخلتك الاخ صلاح الدين، المهم لجيت تكلم انفيتاسيون ولا دير اكسبتي من ثم على جال باش تدخل، سينو ما تقدرش تدخل. الاخ قلت لي المعارضين هما اللي راهم هاردينها، دوك ندخلك اخويا واعطينا راي نتاعك. الاخ صلاح الدين هاني عاود دخلتك، الاخ معمرية درك نطلعك، اصبر اصبر شوف ترى الاخ، أنا طلعته الأخ عبد الحق، أنا طلعت صلاح الدين، راني ننتظر فيه، بلكش مرة ما معرضين له في الطريق، راني ننتظر فيه على جال باش يطلع، للأسف ما طلعش، ربما عنده مشكلة في الخط تاعو، نشوف نفس الشيء. الأخت هذيك اللي قبل طلبت المداخلة الآخر، طلعتك وما شوفوا ترى هذا الشنفرة، هذا الشنفرة، هذا كش ما يفيدنا. زكريا أخ بقى، وعليكم السلام. أخ بن منصور وعليكم السلام، مرحبا بك. صلاح الدين اصبر، هاني طلعت واحد، هاني ننتظر فيه باش يدخل، وإلا ما دخلش راني نعاود نعيط لك. للأسف الشديد الأخ راهو مشكل، عندك مشكل الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك بالشنفرة. الأخ إلياس اصبر شوية، شوفوا ترى هذا شريف، شريف هاني طلعتك الآن، شوف ترى كيفاش. أهلا الأخ نور الدين. أهلا الأخ، أهلا الأخ شريف، واش راكم؟ والله لا لا استعمل الكاس من الأخ شريف، استعمل الكاس من الأخ شريف، كمان نجيبش ما يتعاودش الصوت. هيا خلاص انا معاك، انا دوك ندير اللي كيتمنى، اعطيني برك دقيقه برك. معليش ان شاء الله دقيقه. خو اللي راهم في الجزيره راهم عندهم الحال. شحال الساعه عندهم؟ فاتنا بساعه. عندنا 12 و10. ودرك راك تسمع فيا؟ راني سمعت فيك جيد. الحمد لله. استعمل الكتمان وتعاود، يعني درت الكتمان وش به ما وش يمشي. الاخ نور الدين ما لا طفي الصوت تاع الفيسبوك، اسمعني برك من وش من كيفاش سكايب؟
سمعني برك كل مره نتكلم تاع الصوت تاعي بالك المشكله وعندك انا نسمع نورمال لا لا ودرك تسمع فيها نورمال انا نسمع فيك جيدا وكل شيء ما كانش عندك شي الروتور لا 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 الان انا نسمع فيك جيدا تفضل الحمد لله اسمح لي على كل حال انا كنت شما جبت لنا معك تاي بيستاش ما جبتش البيستاش والله راني دخل عليه غير بالماء برك ما كان البيستاش لا والو شرب غير في الماء راك تعرف ما زمزم ولا ما زمزم ولا تاع لا لا الماء والله الماء تاع العين يا اخويا نور الدين احنا نشربوا الماء تاع العين فهمت ما لحقناش باش نضربوا الماء واحد اخر غنضربوا غير في الماء تاع العين بس كنت نسمع فيك من المقبل كنت نسوق على كل حال كنت نسوق ونسمع ونتبع وسمعت بزاف المداخلات تاع الناس بعد جاتني فكره وهي ان الناس تعتبر ان تجيب الحقوق تاعها لما تجوع دوك واحد مثلا يجوع يروح يجري باش يجيب الماكله ديالو هو من المفروض هو قبل ما يخليش روحه باش يجوع معناتها لو الناس لهم في الجزائر يكون عندهم الفكره وين راهو المشكل فين هو المشكل عندنا ناس يحكمونا ما على بالهمش بينا كشعب ما على بالهمش بينا يعني انسان يقول الواقع هما لما يروحوا مثلا يديروا شي حاجه يديروها ماشي حابين يديروها للشعب دايرينها لان باش يبينوا بلي زعما ما يديروا بصح هي في الفون تاعهم في الداخليه تاعهم ما على بالهمش بالشعب الشعب على بالهمش مثلا نعطيو مثال بسيط باش الشعب الجزائري يفهم فهمتني هل في اعتقاد الشعب الجزائري انه يحيى ما يعرفش هو واش كاين في المشاكل في الجزائر ما يعرفهمش ما يعرفش باللي سبيطارات ما همش متولين كيما لازم وما فيهمش نظافة كيما لازم والخدامين موسخين تروح انت تروح لوبيتال تاع مصطفى تروح تشوف انت فرمليات الطبيعة تاعها موسخة هي نورمالمون سي تانتردي فرملية تجي عندك باش داويك ولا دير لك تشيكا ولا تلقى الطبيعة تاعها موسخة كحلة نورمالمون نو تروح تريح يرقدك فوق فراش الفراش هذاك موسخ فيه الامراض كيفاش بو يحيى هذا ويحيى حتى انا نقول له باللي السبيطار لازم كذا وكذا يمشي هكذا على باله نزيدو بوتفليقه له حكم 20 سنه 20 سنه هو حاكم في البلاد ما حاكمها وناس تصفق له تخرج المهرجانات وتصفق له في الطريق وتعبط وصعب بوتفليقه عطانا السكنه كاين اللي بوتفليقه راه يصدق عليهم عطاهم السكنه هذيك تاعك يا جزائري لازم تفهم باللي اذا المسؤول فتح لك مدرسه حقك اذا فتح لك استاد حقك اذا فتح لك طريق حقك ما هوش يدير فيك مزيه ما كان حتى واحد يدير فيك مزيه شكون هو يدير فيك مزيه لما واحد جارك يجي يعاونك في حاجه هذيك هو يدير فيك مزيه راهو يتعاون فيك حاب يدير اجر حاب يدير الخير يجي يعاونك ولا واحد مثلا خوك يجي يعاونك ولا يعطيك مصرفه ولا يشوفك ماشي لاحق هو لاباس به يعطيك مصرفه هذا راه يدير فيك مزيه لان هو ماهوش من المفروض عليه يجي يعاونك ويدير لك اما واحد اللي يكون في المسؤوليه اي مسؤوليه يكون في اي وزاره في اي بلديه في الولايه خدمته لازم لو يخدم اذا ما يخدمش ما يخلصش راه يخلص بالاموال تاع الشعب لي تاكس بالبترول بالغاز البترول والغاز والالماز والفوسفات وال كيما حنا نقولوا حنا كاع الثروات اللي في الجزائر تاع الجزائريين انت لما تروح تقول له يا سي بوتفليقه لا حنا ما عندناش مستشفى في بلادنا في الدوار تاعنا ولا ما عندناش مدرسه ولا المدرسه مخصوصه فيها ما فيهاش الشوفاج ما فيهاش طوبل باش يقراو الدراري هو يجي مسرع يجي باش يخدم لك البلاصه هذيك يجي يجري يخدمها لك المسؤول لا بوتفليقه ولا الوزير ولا الوالي ولا ماشي يجي يقول لك استنى ويدفخ في روحه ونجاب باش تهضر باش تطلب له تقول له رحم بعد كي يدير لك تقول له رحم والديك ما تقولوش رحم والديك ما تقول له لا رحم والديك لا بارك الله فيك خدمته خدمه تاعو انت تروح للطبيب يداويك تروح السبيطار يقوم بك
انت من الانسانيه تقول له بارك الله فيك الطبيب، بصح ما تعتبرش بلي هو يدير فيك مزيه، ماهوش يدير فيك مزيه، راهو يخلص على داك العمل. لازم نبدلوا العقليه، الجزائري لازم نبدل العقليه. نفس الشيء تروح عند الحانوت يبيع لك تقول له بارك الله فيك، هو اللي يقول لك بارك الله فيك، انت شريت عليه. المسائل هي مقلوبه في الجزائر. المسؤول يصبح الانسان يروح عنده باش يقول له بارك الله فيك. نعم اخ شريف اصبر شويه برك، كاين بعض الاخوه مره على مره يكتبوا تعليقات. الاخ اللي ترمز للاسم نتاعك بأومياس، والله ماذا بيا انا راني دخلتك قبيل شحال من مره، ولكن عندك مشكله في الخط تاعك، واش راح ندير لك؟ الله غالب. الاخت اللي ترمز للاسم نتاعك ثاني كيف سيهام نور، انا نجي نطلعك وانت تهبطي. كي تطلبي الاضافه اصبري، دوك لما راهو الاخ يتكلم الشريف ما نقدرش ندخلكم، ندخل بالواحد. لما هو يكمل نحاول كش ما نضيف واحد اخر. تفضل الاخ شريف، معذر. فهمت الاخ نوردي، المشكل هنا في المشكل. انا على الاعتقاد ديالي انه الشعب الجزائري لابد يغير العقليه ديالو ويفهم الامور كيفاش تصير. من الامور اللي كيفاش تصير انه هو لابد يكون اول متخلق. الشعب الجزائري لابد انه يرجع اللي كما كانوا والدينا متخلقين. لما يكون عنده مشكل يكتب رساله بالادب للمسؤول، يتعلم اولا قبل ما يبدا يعيط في الطريق، يبدا بمراحل، يبدا يكتب الرساله. مثلا نعطوا مثال بسيط، انت راك عندك حومه كارتي، عن كارتي باطيمه، هذا الباطيمه راهي معفنه، الناس ترمي في الزبل والناس راهي توسخ الحاله. انت كمواطن جزائري صالح وتحب تصلح، انت دير انيسياتيف، انت زقي للناس، اضغطق على الناس، الناس اللي تعرفهم ناس ملاح، ديروا لجنه الحي، يسموها لجنه الحي. لما دير لجنه الحي كاين قوانين في البلديه، تدفع الملف يقبلوك على اساس انت لجنه تاع الحي. تبدا من تم، تبدا اولا من الاسره ومن بعد تنتقل الى الحي. لما انت تتكون نفسك على اساس انك تتعود نفسك انك تقوم بالاعمال لاصلاح الحي. هذيك الاعمال لاصلاح الحي تفطن الناس تاع الحي، يقولوا ما يرموش الزبل، ما يقولوا كذا، يقولوا يخرجوا زبل في الليل ما يخرجوش في النهار. مثلا حاشاكم رجال النظافه يجوا على 8 ولا 10 تاع الصباح، ما تخرجليش الزبل على 12 تاع النهار، خليه في دارك في صاشي مغلوق، حطوا فيك هو في الليل كاك تصلي المغرب حبطوا معاك، ولا راك حتقصر تحت في الحومه ترفد الصاشي هذاك ترميه في المكان تاع ولا رموا القمامه. كي يجي هذاك الانسان صباح يجي ينقي كلش، ينظف تولي مكان زبل، يجيك ظليف جايز، يجيك كشعاته ولا كي تكون سخانه ولا ما يدور لا دبان ما يدور والو. هنا راك تدرب على السير على الطريق الصحيح. انت كي تبدا تعمل هذه الاعمال البسيطه، الناس لهم الفقراء راهم يلاحظوا، راهم تجيهم التقارير باللي الشعب هذا راهو يتوعى، معناتها راهو بدا يتوعى باللي علاش كان النظام البومدييني او النظام الشاذلي كان يخاف شويه بالشعب. لماذا؟ لان كانوا الناس الكبار كانوا يتبعوا القوانين، ما كانوش يديروا الهماج، ماشي يجي يخرج من داره يرمي الزبل وبعد يقول الدوله ما يستخدم، لا كان يحترم. بصح يقول كيما يجي الزبال حاجاكم، كيما يجيش اللي يرفد القمامه تجد لي بارون تاعنا تم يتصلوا بالبلديه، البلديه كيفاش علاش ما رفش، علاش ما جاش ما رفش القمامه؟ قال يا ودي تكسر الكابينه وهم جايين العشيه يجوا يرفدوه، تم يجيبوا الخبر. علاش؟ لان يخافوا منهم، لان كانوا هما يتبعوا في القوانين، يحترموا القانون، يحترموا الجمهوريه، ومن بعد يديمون دي الحقوق، يدوا الواجبات يديمون دي الحقوق. الان شباب تلقاه مكسل قاعد يدور، ما يخدمش، ما يحوش على خدمه، ما يدير ان ستاج، ما يروح يتعلم ميتي. عنده ولد عمو يخدم بلومبي، يقول له روح تخدم معايا تعاوني نعطيك مسرفة، يقول له شحال تعطيني؟ يقول له نعطيك 100000 في النهار. 100000 واش دير لي؟ يقبل يروح يقعد في الحومه، اختو ولا خوه يعطيه مسرفة، وما راحش يروح يتعلم الصنعه في راسه باللي لازم يخلص. لا، انت راك رايح تتعلم صنعه، تروح مع ولد عمك، تروح مع ولد حومتك، يعطيك 100000. ايه 100000 نديرها في جيبي نشرب بها، ما نضمنش واحد يعطيني مصرفه، ومن طور راني نتعلم الصنعه.
غدوة تصبح عندك الميتي تاع بلوبري تولي تطلب 30 مليون في الشهر، تطلب 10 ملايين في الشهر، تروح دير ان بروجي تاع فيلا دير له الاخر تخلص 15 مليون 20 مليون. انت لازم تفكر الشباب، الشباب لازم يفكر لبعيد ماشي يفكر للقريب. حنا كنا صغار كنا كي ندوا لي فاكونس نروحوا عند والدينا عند الام تاعي الله يرحمها نقول لها اعطيني حوايج قدم لي ما يلبسهمش خاوتي الكبار ولا حاجه ما تحتاجيهاش، نروح نديها للسوق نبيعها باش نجيب فيها مصرفه، النص نعطيه للام تاعي ونص نروح به للبحر، نروح به للسينما، نروح نحوس. الاخ الشريف وش هو المطلوب منا باش نمر الاخوه اخرين راهم يفهموا؟ خلاص المطلوب، المطلوب من الشعب الجزائري اذا حب يدير تغيير ويصل الى التغيير ينظم نفسه ويحترم القوانين الجمهوريه، يعطي المثل ما يتبعش المفسدين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا تكن إمعة، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، بل إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساءوا أحسن. معنتها المسلم كي العطر وين يروح الناس إذا كنت أنت مسلم مواطن صالح ما ترميش زبل في الطريق، ما تصبش في الطريق، ما تشمش ما وترميها في الطريق وبتبزق في الطريق وتجي جازة مرة تعس فيها تشوفها من تحت لفوق وتبلى تبلى بنت الناس، هادو كاع الذنوب ربي يسلط عليك الحاكم اللي يضربك بالقزول. هاد الذنوب هما اللي جابوا لنا هاد الحكام. انت لما تكون مواطن صالح تحترم جارك، تحترم خوك، تحترم يماك، تحترم باباك، تحترم عمك، خالك، تروح تزور وقت اللي يلزم وتديب الواجب ديالك حتى ولو ماكش خدام، ربي سبحانه راك تمشي في لافوا مليحه. معناتها ما راكش دير اذا كنت ما تقدرش نتايا تصلح ما تفسج. والله اعلم. واني في الاستماع اخوان. شكرا شكرا الاخ. شكرا شكرا. نحاول صلاح الدين، نتمنى هو انه راك حليت المشكله نتاعك. صلاح الدين مرزوقي. راني ننتظر فيك الأخ صلاح الدين. أخ صلاح الدين يا الله يبدو هو أنه عندك مشكلة في الخط تاعك الأخ صلاح الدين. عندك مشكلة في الخط تاعك الأخ صلاح الدين. آسف. نمر الكاش واحد آخر الأخت اللي قبل قلت لي على جال باش تدخلي ما كانش. شوفوا ترى مع الاخ هشام، هذا هشام بوحزه. هذا شوفوا ترى مع هذا الاخ راسم مشكلة من عندك الأخ صلاح الدين. دخلتك ولكن للأسف الشديد شوف البارامترات تاع الهاتف نتاعك، فهمت؟ إلا ما هوش البارامترات راهو الخط نتاع الانترنت، لازم يكون عندك خط شوية قادر باش تقدر تدخل. او هذا اخوك الاخ عبد الله، هذا واحد من خاوتك دار تعليق راهو يشوف في اشياء انت اللي ربما ماكش تشوف فيها. اسف جدا. زيد نعاود نشوف الاخ صلاح الدين، زيدو ترى نجربو معك هذه المره. شوف البارامتراج تاعك الاخ صلاح الدين. هاني دخلتك
أتمنى هو أنه تفوت. ربما عندك مشكلة. شوف الأخ هذاك اللي راهو معك مادام راهو ابن المسيلة، شوف بالك يقدر يساعدك، بالك رسمي عندك مشكلة في البارامتراج تاعك. إيسي على جل باش دير البارامتراج بار ديفو، هذوك الخانات اللي راك ربما موقفهم شغلهم وتولي تقدر فيما بعد تدخل. وقال لك الأخ عبد الحق، قال لك سقم روحك. راني مازالني ننتظر فيك. الأخ سمير ما نقدرش نلتب الناس أنا للأسف. نفس الشيء الأخ صلاح الدين، على بالي بيك بلي راك في باري. راني تكلمت معاك في الإذاعة نتاع وطني، تحسبني ما نعرفكش والله. إيوا ولكن نعرفك الأخ صلاح الدين، أنا تكلمت معاك. أبو غرارة الأخ بشير يكون هاك. تشوف الأخ شريف قبيل دخلته شحال من مرة ما قدرش يدخل، ولكن فيما بعد لما سوى الوضعية نتاعو دخل نورمال. دخل خونا بشير للأسف شديد، عاود خرج الأخ بشير. الأخ اللي ترمز للأومياس دوك نحاولو ترى. ما راكش موجود في القائمة الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك بأومياس. يعقوب، أعطي أخ يعقوب مشكلة في الخط تاعك. شوفوا ترى الأخ هذا يحيى، في انتظار الأخ يحيى. شوفوا ترى بعض التعليقات. أخ عبد الله، الأخ يحيى مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أخي يحيى واش راك؟ لاباس. الله يهنيك حبيبي، الله يعطيك الخير. ما عرفت خير. الله يبارك فيك. من راك تكلم فينا الأخ يحيى؟ أنا وليد جلفة. ما شاء الله. كش ما جبت لنا معك قشابية ولا والو؟ وما كانش اختشاب، كان اختشاب من الجلفة لهيه. معليش مسعد، ولا تحتاج قشابية مش خسارة فيك. لا 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 نقصر معاك برك والله، راه ما عندي زوج. وهذاك انا نجيب لك بانوس قبايلي، انا قبايلي. اسمع الجاوي. المرة الجاية الا احيانا ربي نجيب القشابية. انا نجيب لك بانوس قبايلي ومخلط مع القشابية الرحمانية. ربي يبارك فيك. واش تقولنا الاخ يحيى في الموضوع هذا نتاع اليوم؟ يعني الموضوع مش مفهوم شويه، ماذا بك تفهمني؟ يعني النقاش مصالحه عجبتني بصالحني. لا لا مش الموضوع، الموضوع هو عام. كيفاش تشوف انت الوضع في الجزائر؟ واش هو المطلوب منك كجزائريين؟ والله سيدي دخل قبيله خلطها بصح شويه، حاب يلحق الحاجه، حاب يقول صح الشعر تاعنا شويه من الناحيه الاخلاقيه دي قراده، من ناحيه تاع ليماج تاعو ما عادش يعطيني ماج مليحه، لباس الهندام. انا على كل حال شاتي نطرح مشكل شويه عوض فوق شويه المستوى هذا اللي نناقشوا ليه. منظومه تربويه، يعني منظومه تربويه داخله في النقاش هذا. انا عندي هنا الوضع العام، الوضع العام في البلاد، الوضع العام ما ينباش بالخير. ايه وش هو مطلوب منك كجزائريين لما يكون هو الوضع العام راهو ما يبشرش بالخير؟ واش مطلوب منك كجزائري؟ نقعدوا نتفرجوا حتى تنفلت الامور ومن بعد تروح ما واحد ما يقدر يحكمها؟ لا 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 جامي ابدا، لازم نديروا المصلحه العليا فوق كل مصلحه خاصه. شوف تعبير تاعي بالعربيه الفصحى شويه، راه شويه صعيب، خليني نعبر لك بالدارجه خير. تكلم بالدارجه على معليش. القبيليه ممكن، قبيليه ما فيش مشكله، تكلم بالقبيلية، تكلم أي لغة. أيوة
وشطح قبيلي وشطح تعرف معليش ما فيش مشكلة تفضل مقل كانت ولا نكني المشكلة اللي تمر كن المشكلة بارجاز الارجاز خص وارجاز الليدر يا باد ليدر يا لزانتيري بيرسونيل يا كولانتيري بيرسونيل كل مون ديفون لانتيري بيرسونيل واحد ما راح له في لانتيري ناسيونال كيما يقول الوطنيه راحت ما كانش تو شيف سون انتيري نعطيك مثلا هنا في عين والساله في مدينه عين والساله مثلا شي لا هضرنا بزاف هنا في مدينه عين والساله انه منسيه رغم انها مش بعيده على الجزائر بلوس دو 200 كيلومتر يعني 200 كيلومتر على العاصمه نعطيك باغ اكزومبل لي ميديا القنوات الخاصه والعامه يعني برسك تقول منعدمين منعدم عين والساله بورتو راه جايه في المنطقه الاستراتيجيه ان شاء الله برك هضرتي تعود مفهوم الاشخاص راهم يتبعوا فيا انا نسمع فيك جيدا وراهم يفهموك راهم يفهموا ان شاء الله نعم ان شاء الله منعودش كي الاخ اللي فات كان معول الى حق معلومه زينه بصح خربش شويه هذه الى حق حاجه مليحه يعني انت يا بوك فاجئتنا بهذا التدخل على المباشر على بالك بلي المباشر صعيب شويه انت شويه راك مسقم روحك احنا راك مسقم روحك زين واحنا رانا في الفلاس ما تلومناش على السؤال معليش ربي يبارك فيك فهمتني شو حب وش حبيت نقول نعم انت فهمتني شويه نعم ما نسمع فيك أنا المهم نشخص جزء من الشيء اللي تعاني فيه الجزائر مثلا نعم. المنظومة التربوية يكل المنظومة التربوية تضرب تضرب المجتمع في الصميم وليدي معايا أنا رايبان أو إسلام يعني حبيت نقول باللي ولادنا في خطر هنا ليامات الفاتو هنا في عين والسالة راح ندخل فوندون طروا جور وندون 3 جور يسينا بدو كونتاكتي لي شان هذو النهار والسروق فوريان دي توريزمون كاين شبكة التواصل الاجتماعي تعاوننا لقينا دخل فينا المو في الرحوية في كيف يعني كيف تفضل بدو طاكسيات والكيران يلحقوا حتى الرحوية اوريزمون كان شوية كان شوية حس مدني جماعة في الرحوية داو الواحد الجمعية زعما اكياو حتى نتصلنا بهم عن طريق الامن هذا مشكل مثلا لاني فهمت يا شيخ تمام هي نهضروا على المصالحه راه المرات تاعي ولادي دخلوا شوف الموضوع قالوا لي راك مخلطها شويه انت فهمني يا استاذ نعم انا نسمع فيك واني فاهم قلت لي جبت لي على المنظومه التربويه في خطر يعني لا ضربت المنظومة الطابوية ضرب الوطن نعم نعم وش هو المطلوب المطلوب يا أستاذ العزيز من هالمنبر تاعك نوجه نداء الوزير التربية سيدة بن عبريط تزيد حالة المؤسسات هنا في عين والسالة حالة كارثية من ناحية الأمنية من ناحية بيداغوجية تخيل يا أستاذ أن أولادنا يقرأوا في المدارس الخاصة مش مدارس خاصة يعني الدعم أكثر من اللي يقرأوا في الداخل اللي يكون بغض النظر على الحالة الأمنية تاع المؤسسة التربوية الداخل تخيل أستاذ هنا عندنا مؤسسة في عين والسالة باب واحد يجزيست يوم ميطال بار كونتر كاين 1000 ترو يدخلوا معاه لي فوايو لي فوندور دو بلاد اللي ذكرها المهلويسات وانسيتويت وهذا خطر على ولادنا. نعم. المرة الأخيرة صافي انسومنت أستاذ. اسمع الشريف قال لك راك خلطتها أكثر مني. أستاذ حكيت على الجزائر كامل يعني أني لوكاليزيك في لامالادي هنا في عين والسالة مثلا. مثلا نعطيك ثاني صافي انسومنت هنا في عين والسالة. واحد المقاول حفر حفره الاخ الكريم شوف اسمع احنا دوك المشكله هذه هي اللي راها موجوده في البلاد لانه نثير موضوع عام
والواحد كل واحد يحكي على روحه، كل واحد انت تحكي على عين السارة، الاخر جا نتاع الجيش يحكي على الفئة نتاع الجيش، الاخر يجي كل واحد يحكي على روحه. احنا رانا نحوسوا نحكيو على الجزائر، نحوسوا على جال باش نعالجوا الأزمة من الجذور تاعها، فهمت؟ ومن خلال هذا الحوار نحاولوا هو انه نلقاو نقاط مشتركة ونجيبوا اولا نغيروا في الخطاب نتاعنا. محتاجين عجبش قبل ما نبداو احنا نحكيوا على التغيير تاع النظام وتاع كذا، هو انه نغيروا الخطاب، نجيبوا خطاب جديد. يغيرنا في الكويتيه فعلا. شوف يا استاذ، هذا التدخل المباشر تاعك تفاجئنا، كون وجدنا روحنا نعود خطاب شويه. معليش حتى انا ثاني ما وجدتش روحي، انا ثاني والله جاتني في راسي قلت انا الاخوه راهم قاهمين من هذه القنوات الفضائيه ومن هذا الاعلام، نحاولوا انه نجيبوا خطاب جديد هكذا، يعني نزرعوا بذره نتاع امل، لعل الله تتكثف هذه الجهود نتاع الخيرين في هذه البلاد، وحده وحده ان شاء الله سيدي على الاقل نغيروا في الخطاب تاعنا. بعد راه درتها روعه، في خاصه في ساعه كيما هذه اروع ما يكون. انا حبيت نشخص المرض من امراض يعني اللي تعانيني هالولايه، فانا حبيت معاك معاك دوك. انت اسمع لي شوف الاخ الكريم، شوف صبرني نذكر الاسم نتاعك، اخ يحيى. شوف انت دوك لما تقول لي باللي دركا راهو عندك روتور، بالك راك داير لي باف وماكش دير، لو كان دير الكتمان هذاك بالك خير باش ما يتعودش الصوت، لانه راهو يتعود لي مباشره من شوالبك. يعني لاحظ التحرك تاع اللسان تاعك مباشره، الكلمه تاعك تلحق لي مباشره. لا لا لا، كاين الروتور، انا يجيني روتور. انت يجيك الروتور استاذ فعلا، انت يجيك الروتور مثلا ندير لك روتور استاذ. يا استاذ العزيز، شوف جبت لي مثلا القضيه هذه نتاع المنظومه التربويه، ووجهت رساله نتاع البن غبريط هو انه تجي تزور المنطقه هذه نتاع عين السارة. انا ما رانيش ضد الفكره نتاعك هذه ولا ضد المطلب نتاعك، بالعكس لابد هو انه الناس تنظر للمنطقه هذه نتاع عين السارة او غيرها من المناطق في الوطن. لكن احنا الموضوع ماناش نحكيو قال مثلا على جهه خاصه، قال مثلا المنظومه التربويه ولا بن غبريط، احنا رانا نحكيو لمنظومه كامله، فهمت؟ مش غير منظومة تربوية، منظومة كامل. خطر علاه دوك لو كان راهو غير المشكل راهو قال مثلا في المنظومة التربوية، وتروح انت قال مثلا راها قال هذه بن غبريط ماهيش في المستوى نتاع المسؤولية، تنحي بن غبريط تجيب واحد اخر زايد ولا عامر من الناس وتصلح المنظومة التربوية. المشكلة وين راها؟ هو انك انت قال مثلا، دائما نقولها، كي تكون انت عندك سيارة وحبست تحوس انت على الخلل وين راهو؟ قال واش كاين؟ قال ليسونس ما كانش، دير ليسونس الطوموبيل تمشي، فهمت؟ لكن الدور كل الدور انت دير ليسونس من بعد تمشي تحبس، واش قال وقيل الروضه تمشي شويه حبس حبس او مش الروضه. بارك صافي استاذ انت تهضر عن فيريفيكاسيون جينيرال بور لا فواتور بور تو لو سيستيم. هذا هو بارك الله فيك استاذ. بريكولاج انتهى وقته، مش مليح بريكولاج. شوف استاذ، انا باش يكون هناك مشروع مجتمع في البلاد، مشروع مجتمع جديد يجمع كل الجزائريين والجزائريات دون اقصاء ودون تهميش، ننهضوا بالبلاد مع بعضنا البعض. والله يا استاذي انا حبيت يعني لوكالي انا شخصت لك التربيه، وكاين مواضيع والله نذكرهم لك ممكن في هذه الدقيقة يطيح عليا الأمن في الدار، فما أستاذة أمور يعني أمنية خطيرة ملاد. لا لا نحكو أنا نحكي، أنا معروف شجاعتي في عين السارة، يعني والله معروف. يعني أنا قلت لك مقاول خلى حفرة مات فيها الطفل، والطفل ذاك دفناه، ومن بعد القضية مات ثاني صارت عندنا عين سمان دو جور أبري، الطفل راح الرحوية ثاني لا ميم شوز، ليكول الحفرة بو بارتو ثاني كيف كيف طفلة ونسيت شو راه بوكو شوز يا استاذ. هنا في عين السارة وكما كنت نحكي لك يعني خاص الاعلام، عندنا مراسلين تاع القنوات النهار وجماعه كومبليس. يعني تخيل استاذ كون نعالجوا عين السارة، المشكل تاع عين السارة، المشكل تاع قصر البخاري، المشكل تاع الجلفه، ها رانا عالجنا لو موتور، نخرجوا من البريكولاج. راك بديت تنوض فيا الشجاعه بان نحكي لك. فهم أستاذ، مثلا نروح لك المرض واحد آخر أستاذ من فضلك، من فضلك عندنا مقبرة عين والسارة
طرحتها لعدة مسؤولين بما فيهم الوالي. مقبرة عين والسلال الكلاب راه تعثي فيها فسادها، تحفر على الجثث وتدي الجثث المدفونين جدد. راه واحد الفيديو داه لي النووي بير تي في، انا نسميه سرقوني النووي في بير تي في، صورت سحور 14 كاير تاع الشعوذه، البيبان ما كانش، بيع الخمور يا استاذ، الحيوط ما كانش. هذه مقبره، مستشفى عين والسارة 300,000 ساكن، 300,000 ساكن يا استاذ، 30 40 كوشمو بار جور، لي سيزاريان الوفاة. بالك راكم سمعتوا بهذيك التبهدل اللي صار، صافي يعني يا استاذي العزيز، صافي دير لو موتور يفوتي، لا فواتور يفوتي هنا في، فهمت يا استاذ؟ لا ليست تاع لي لوزم، لا ليست تاع لي لوزم. بالك راكم سمعتوا بعين والسارة هما سماوه الشغب ويعتجاج على كل حال. لحد الساعة بعد ما وزعوا المفاتيح مازال ما عندوش، ما عطاوش مفاتيح المستفادين. زيدوا 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 يا أستاذ، أروح العين والسارة نتحداك إلا تخلي لافينيات مع القاف البارابيز تنحيها بين حفرة حفرة، كاين زوج حفر يا أستاذ. وزيد وزيد وزيد، يعني راه كونسير كيما يقولوا ميديكال ميتاستازيك ماشي في الجسم. ربي يجيب الخير الأخ يحيى. فهمت اسمح لي خير. اسمح لي استاذ والله خلطتها شويه، اسمح لي يا نورمالمون الموضوع نناقشوه بالعقل والتدسمو، باش اللي كنت خايف نديرو سي بوسا خلطتها، نديرو حوارات ان شاء الله في المستقبل. ومرحبا بك، شوفوا كاين اخوان ونزيد نقدم الوقت عندنا. شوفوا راه كاين اخوان يتهضروا. لا 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 لا، كاين واحد انسي غير خطير جدا شاتين نطرحوا لك انت خاصه. تفضل ودي، خلينا امور هذوك التربويه والطفل طاح في حفره هذو ان شاء الله كاع نحلوهم بيناتنا في عين والسارة، ونطونطو تدخل السلطات العليا باذن الله. تفضل. كاين واحد الشخص، كاين واحد الشخص يقولوا له نوردين. شكون؟ من سالومبي. واحد الشخص من سالومبي يسموه نوردين. ايوا راه هنا يتلاوع، راه يتلاوع في المؤسسه تاع مستشفى تاع عين والسارة مده 4 شهور ولا 5، راه بدا الدود يخرج من تحته. وليد سالومبي، وليد بلاد شمسو. بعثتو لفرانس فانون، بعثتو سالومبي، بعثتو كيما يقولوا جوانفيل، عاودوا رجعوه دركا راه في ليرجونس الدودا بدا يخرج من تحته. هذا وليد سالومبي، وليد الجي. انا الوحيد اللي راني نبدلو مع جمعيه كاف اليتيم عينه، اون افير دو 5 ولا 6 موا راه مسكين يتلاوح. كل وليد العائله نتاعو شوف. مخلوفي. شوف مخلوفي وليد صالومبي. شوف الاخ يحيى، شوف دير له فيديو، دير له فيديو، درت له فيديو وابعثوا لي، وبعثت له انا بعثوا لك، وراني بعثت لشيخ الشمس تاع النهار. بعثوا لي، قلت له انتبه، بعثوا لي حتى اذا كان ما طرقوش ليه واللي يطرقوا ليه رغم اني فهم. بعثوا لي برك، نبعثوا لك اسوش من الصفحه، نبعثوا لك ليه الصفحه نتاع المصالحه الجزائريه هذه. مصالح، بارك الله فيك، ان شاء الله تولي على الخاص، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يصلح امور ربي يلقى حل هذا. وفهمت حاجه ان شاء الله يصلح امور، ان شاء الله ربي يصلح امور بلادنا ان شاء الله. اللهم امين. ربي ان شاء الله متاسفين. لا لا لا، نتاسفوا الناس اللي دخلوا معنا، بالك خلطنا لهم شويه راه التعليقات، واحد يقولك خلط، واحد يقولك هابط، واحد رجع نوي، واحد رجع عدلان ملاح. يسمحوا لنا، راه التدخل المباشر صعب شويه، راه فيه ماكياج وفيه اكشن. إيه لا لا لا، يسمحوا لنا شويه تخلط، ان شاء الله تعيين واحد يزيدوا تواصلوا. لا لا، ان شاء الله تعود قاعده زينه استاذ، وحاول انك دير لنا هذا درنا الامور الزينه هذه. هاي لك درت يا استاذ. الله متهني، متهني ان شاء الله. ربي يبارك فيك يحيى، وسكان عين والسارة كامل يسالوا عليك، ويسالوا على الجماعه اللي راهم معنا. ربي يبارك فيك، ربي يبارك فيك. سلامنا للجزائر كامله، وان شاء الله ما يكون غير خير. شكرا، بارك الله فيك الاخ ان شاء الله. بارك الله استاذي، بارك الله الشيخ، ومازال نتبع فيك ان شاء الله. شكرا، شكرا الاخ يحيى من العين والسارة، والاخوان تبع الجلفة. راهم كاين اخوه بزاف راهم ينتظروا فينا. شوفوا ترى هذا الاخ اللي مسمي روحه اومياس، هذا لا على الله تفوت الاخ. شكون؟ صالح الدين. اصبر شويه برك نشوفوا ترى مع الاخ هذا ونعاودوا نرجع لك. ايوه الان هكا جبت، شفت كيفاش ولا ما جبتش؟
الو الو اخي اللي ترمز للاسم نتاعك بأومياس، مرحبا بك. الاسم نتاعك من راك تكلم فينا؟ الو الو الاخ تفضل، راهو على بالك رانا تقريبا الوحده نتاع الليل، الناس راها راكده. المهم يبدو انه عندك مشكله في الخط تاعك. الو تفضل الاخ تكلم. انا مضطر على جال باش نمر الاخوه اخرين. الاخ صالح الدين نشوفو ترى نجربو ترى المره هذه لعل الله يتحل المشكل نتاعك. اتمنى هو انه المره هذه اخ صالح الدين راني اضفتك والله هاني يعني طلعت الاخ عبد الحق هاني ننتظر فيه، راهو الخط هاوي يبدو ربما يكون عنده مشكل في الخط، ربما الانترنت عنده ضعيفه، الكونيكسيون عنده بلاك ضعيفه في الهاتف. هم اخوه راهم دخلوا تشوف من الجزائر، الاخ كان يكلم فينا من الجلفة، المفترض هو انه باري نورمالمون يطلع برك. الاخت الكريمه انت يا اللي ترمزي الاسم نتاعك بسهام نور ما راكيش موجوده في القائمه، اطلبي دوك بعد الاخ عبد الرزاق ندخلك، ما راكيش موجوده، ماكيش موجوده، اطلبي الاضافه قبل طلبتي الاضافه ومن بعد خرجتي، ربما عندك ضعف في الخط نتاعك، وبالتالي كي يكون عندك ضعف في الخط ما نقدرش ندخلك. اطلبي الاضافه على جنب عبد الرزاق. الاخ صالح الدين كشفت راني السيد احمد باهي، نزيدو ترى شوفوا ترى هذا خونا سيد احمد هذا. يا الله الله يهديك الاخ. السلام عليكم اخ سيد احمد. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ سيد احمد. حظك اخ، الله يبارك فيك. منين راك تكلم فينا الاخ سيد احمد؟ من معسكر. معسكر اخويا بلاد بلومي. ويك بلاد الامير عبد القادر. يقولوا بلاد بلومي يا اخويا. لا بلاد الامير عبد القادر قبل بلومي. يا داكور اي الله يحفظك. الموضوع هذا اللي راكم داخلين فيه دروك، هي لازم اصلاح المنظومه التربويه والثقافيه، هي اللي هي مهدمه كل شيء. بصح كيفاش تصلحهم؟ كيفاش نصلحوهم؟ كيكونوا دوك الناس اللي راهم في السلطه هما فاسدين، كيفاش يصلحوهم النظام المنظومه التربويه ولا حنا نصلحوها؟ حنا كاين مركبات ثقافيه. مركبه ثقافيه راه عندك، كاين لي دي كومبلكس، كاين لي ميزون جان، راهم بانيه الدوله راهي بانيه بزاف هادو. بصح حنا اللي قلنا نهضروا مع لي جان. كيفاش؟ تريني دير منظمه، لو كان كل بلديه فيها منظمه عندها واحد يهضر عليها، يهضر على هذو لي جان. هنا ما عندناش اللي يهضر على لي جان، الجزائر كومبلي ما كاش اللي يهضر على لي جان. كاين ولا ما كاين لي دي بي تي هادو؟ انا دايرينهم ثاني ماهمش يوصلوا لي ميساج تاعنا. كيما هكا استاذ. نعم تفضل. مراكب ثقافيه هي اللي تنجم دينا نقابات برك، كيما كانت بكري كل كانوا كاع مركب كل مركب ثقافي فيه نقابه، فيه واحد يهضر عليهم. دروك ماهيش كاينه استاذ، الجامعه ماهيش دير المنظمه تاعها ماهمش يهضروا، ولا راهم يهضروا ما يشوفوهم قبل يديروا اعلان. دروك ما كان لا اعلان لا والو، وين تفوت ما كان والو، لي جان وين البحر والحرقه كاع باغيين يقطعوا من هنا.
تسمى واش فهمت من خلال الكلام تاعك الاخ سيد احمد هو انه انتيا راك مع قضيه تاع الوعي، بمعنى انه لازم يكون هناك الوعي. وعي. تسمى كاين جمعيات ما راهيش تقوم بالدور تاعها، ماهمش يقوموا بالدور تاعهم، الناس تساعد تدفع وكل شيء بصح ما تدير والو. الجمعيات هذه الجمعيات ماهم يديروا والو. نعم ومن وزارة الثقافة ما عندهاش خدمة، ما عندهاش خدمة. وزارة الثقافة تكب بيجي تاعها يجي وين يروح مازال ما عرفوش وين يروح. تجي تروح لي ميزون جان ولا غير تسيبهم خاويين، مكاش على العام خاويين. صوف إلا كان بلدية دارت كيما نقولوا حنايا لونشير ولا حاجة عاد باه يحضروا. وهذه راهي في الجزائر كومبلي، ماشي غير في البلديه تاعنا. ولا كي تهضر على كي نهضر انا على البلديه تاعي ولا على معسكر ولا على حاجه، راني نهضر على 48 ولايه، على الجزائر كومبلي. لغايه المشكل اللي راه عندنا حنايا راه عند كاع الناس. نعم شكرا الاخ سيد احمد، شكرا ما. شكرا. المهم راك جيتنا في وقت متاخر، راني ان شاء الله راح نختم البرنامج. شوف تركش مزيد نجرب مع واحد ولا زوج، وان شاء الله رانا نزيد نتواصلوا مره واحده اخرى. ربي يبارك فيك الاخ سيد احمد، شكرا. يبارك ان شاء الله، شكرا. نعاودوا ترى نجربوا مع ترى الاخوه هذو اللي قاعدوا، الاخ صلاح الدين نزيدوا ترى نعاودوا نجربوا معك المره هذه ان شاء الله على جال باش تدخل. راني ننتظر فيك الأخ صلاح الدين، نتمنى هو أنه الأخت الكريمة ولا الأخ اللي راك ترمز الاسم تاعك بسهام، راني قلت لك لازمك تطلب الإضافة. ما كيفاش ندخلك هذا الآن؟ الأخ صلاح الدين راني ننتظر فيه، اطلب الإضافة وانتظري انتظري على جل باش نطلعك. الآن راه الأخ صلاح الدين هاني أضفته، هاني ننتظر فيه. الأخ صلاح الدين من الجزائر راهم يتكلموا يا صاحبي، وأنت في فرنسا واش هذا حكموك جماعة نتاع الجيلي جون ولا؟ قول هاني ننتظر فيك الأخ صلاح الدين. عندك مشكل في الإنترنت الأخ صلاح الدين. بون الأخ بلال، أخ بلال نشوف ترى الأخ بلال. أخ بلال عندك مشكلة في الخط تاعك باراميتراج، شوفوا ترى مع الأخ زكريا نفس الشيء. الأخ زكريا بلال عندك مشكلة، زيد وترى نعاودو المرة الأخيرة. نتمنى هو أن المرة هذه تفوت. راهو عندك مشكل سيرمو في الباراميتراج تاعك ولا في الخط، يعني المفترض هو أنك تطلع يا صاحبي. الأخ راسيم نفس الشيء، نزيدو دكتورا نحاولو معك. هاني طلعتك الأخ صلاح الدين، هاني ننتظر، هاني ننتظر. ممكن جدا يكون عندك مشكل في الباراميتراج تاعك سير ولا في الخط، ممكن جدا يكون الخط خط تاع الانترنت كن ضعيف. هو ماهيش قضية نتاع طلب صدقة الأخ صالح الدين. من بعد كي نكمل إن شاء الله ندير نعطيك، مش هذو الجماعة اللي راك تشوف فيهم كامل واحد ما هو في قليل البلك بلك الوقيل الوحيد اللي في لا ليست نتاعي هو شريف.
وصادق امين اللي كان الاول، بصح الباقي مش موجودين في الصفحه نتاعي خلاص نهائي. وتر الاخ راسم جربوا ترى هذه المره الاخ راسم هاني دخلتك هاني ننتظر راه في الطريق ممكن انت ثاني كيف كيف ممكن الخط ولا ضعيف مرحبا بك الاخ رزقي ربي يبارك فيك ان شاء الله وربي يعطيك انت ثاني ايضا الفردوس الاعلى ان شاء الله هو هي الاخ عبد الحق لازمك دير له 16 الاخ رزقي لازمك تطلب اصبر تشوف دخلوا ترى الاخ هذا ارزقي بالك لا عاد يا الله يا كريم المهم يعني في انتظار الاخ هذا ارزقي اتمنى هو انه الاخ ارزقي مرحبا بك مرحبا بالاخ العزيز كيف الاحوال؟ منين راك تكلم فينا الاخ الله يرحم الله يرحم مقدارك الجنة ربي يبارك فيك انت ايضا ان شاء الله انا 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 زميل زميل تاع الصفحه تاعكم مرحبا بك من الاخ رزق من من ادمن من من الفان تاعكم مرحبا بك يا خويا احوال الشيخ ربي يبارك فيك والله ربي يبارك فيك منين تكلم فينا الاخ رزقي منين تلمسان تلمسان اخويا العزيز اه ما شاء الله الاخ رزقي شوف راك جيت في نهايه هذا البرنامج وراه بقات لي 10% تاع الباتري واه دير مداخله ربما راك سمعت الاخوه يتكلموا دير مداخله باش نختم ان شاء الله هذا البث المباشر من ناحيه من ناحيه تدي قلت قلت على 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 الاخر على مسيحيين ومسيحيين والمسلمين مسيح لا. مسيح 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 خير ما خير ما انا كانوا عندي اصدقاء مسيح نعم مسيح من اقطاب اقطاب الزاويه القبرصيه تاع مصر دخلوا 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 عندي الجزائر سلموا دخلوا الاسلام نعم دخلوا الاسلام علموا الاسلام تاعهم في جامع كبير تاع سيدي مسام خمسه تاع اشخاص لا فرق بين مسلم او مسيحي ماشي ما نفرقوش كاين منا ولا لا لا الجزائريين كاين قانون يحكم الجميع مسلم يعرف رب العالمين ومسيحي يعرف رب العالمين نعم حتى اذا كنت تحب تشوف انت فيه باللي راهو على ضلال تدعيه بالتي هي احسن وتدعيه بالمعامله ماشي بالكلام تدعيه بالمعامله لما تشوف انت يشوف المعامله نتاعك يعرف روحه باللي راهو ضال من خلال المعامله نتاعك حنا دوك رانا نشوفوا في المسيحيين هما اللي راهم يديروا في المعامله والمسلمين الكلام القران والسنه والقميص واللحيه وكذا ولكن الافعال افعال نتاع الناس مجرمين الا ما رحم ربي افعال نكره نكره عندك صح دي الكلمه عندك صح دي الكلمه شو الافعال افعال غير غير محضره ثياب أبا بكر الصديق وأفعال أبو جهل أخي كريم أنا كنت أحكي لك حدث صور تاعي أنا بيرسون
انا راك تشوفني راك تشوفني لك باللي راه الباتري قعدت لي حاجه قليله، راه حد جا راه يطفل واسمو الهاتف ما قعدتش بزاف. دير مداخله قصيره ان شاء الله، ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله نديرو مداخلات ان شاء الله نديرو مداخلات. راني زميل الصفحه ربي يحفظك. شكرا الاخ رزقي. اذا الاخوه والاخوات اتمنى ان رانا خففنا عليكم ان شاء الله، ربما ان شاء الله في المستقبل نفتحوا بث مباشر في مواضيع مختلفة. بإمكانكم هو أن تقدموا اقتراحات من خلال الرسائل الخاصة أو للعام في هذا الفيديو، تكتبوا بعض من نناقشوها، وإن شاء الله كلما أتيحت لي الفرصة كان عندي متسع من الوقت ويعني كنت في صحة جيدة نحاول إن شاء الله على جل باش نفيدوا بعضنا البعض من خلال هذه التعليقات، وشيئا فشيئا إن شاء الله نفرض واقع من خلال هذا الكلام الموضوعي والكلام العقلاني ومن خلال هذا الطرح، ونحاول هو أنه يعني نقتلوا هذه الرداءة ونبعدوها، نحاول هو أنه نعطي الفرصة لهذا الناس اللي راهم مهمشين والناس اللي راهم دركهم مقهورين، نحاول هو أنه نشركوا الناس كامل من خلال هذه النقاشات. أتمنى هو أنه رانا أفدنا بعضنا البعض، إن أصبت أنا شخصيا فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. شكرا لكم جميعا وربي يبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.